طيب اخر لكتشر بقى، اول حاجه بتتكلم فيها هتبدا تتكلم عن الفاير وول، هتبدا تتكلم عن الفاير وول ان ديتيلز، هنمشي زي ما احنا متفقين كده سلايد سلايد، نشوف كل سلايد فيها ايه وايه الحاجات اللي ممكن تتسرب فيها واحنا ماشيين برضه. طيب اول حاجه ايه الفاير وول ده بالنسبه لي وانا بعمله ليه؟ بصوا من الاخر كده قبل ما نبدا، يعني انا كان عندي نتورك ونتورك تانية، الفاير وول ده موجود في النص عشان خاطر يعمل ايه؟ يشوف الحاجات اللي بتتبعت من النتورك الاولى للنتورك التانية، لو مثلا هي مش اوثرايز بقى فيها حاجه وكده يحاول يمنع الكلام ده كله. بعد كده بقى هندخل نتكلم فيه ان ديتيلز. اول حاجه الدكتور بيقول لكم ان الفاير وول ده عباره عن مجموعه كومبوننتس مع بعضها بتبقى اكنها بارير بين تو نتوركس، اكنها حاجه في النص كده، عندي نتورك ونتورك وهو موجود بينهم في النص، تمام؟ جاي ازاي؟ شويه كومبوننتس كده مع بعضها راحوا مكونين لي الفاير وول ده. ايه الكومبوننتس دي؟ هناخدها دلوقتي ان ديتيلز. طيب اول حاجه الدكتور بدا يقول ان الفاير وولز، تمام، بتكنترول النتورك ترافيك وانا ماشي، يعني لو في نتورك بتبعت لنتورك تانية الفاير وول هتبقى قاعده بتكنترول الترافيك وهي ماشيه، عشان لو في مثلا مشكله بقى او في حاجه، تمام. الفاير وول ده ليه كذا كومبوننت ودي كذا حاجه بتعمله. خدوا بالكم الحاجات دي ممكن مثلا تيجي في كومبليت او في ترو فولز، دكتور مثلا ممكن يغير لكم في معنى او في حاجه زي كده، بس لحد دلوقتي مفيش فيها حاجه فيها اساءه يعني. طيب كل ده بقى كاني عماله اشرح الفاير وول ان ديتيل اكتر. مثلا الدكتور بيقول ان هو عباره عن التشوك بوينت والكنترول والمونترنج، هو نفس الكلام، هو بيكنترول الفلو، يعني هو بالنسبه لي برده هو عمال يكنترول كل حاجه عماله تعدي وبيمونترنج، عمال يشوف ايه ده معدي كذا ومش معدي كذا وماشي عليه. نفس الكلام دلوقتي ان هو بينتركونكت نتورك وذ ديفرنت تراست، يعني انا مش واثقه في النتورك دي ما اعرفهاش وان دي نتورك تانية، هو بيبدا يتعامل مع التو نتوركس، تمام، بحيث ان لو هي تراستد هيبدا يخليني اكسس عليها عادي وايه ابقى بتعامل بينهم في النص، تمام. كمان ان هو بيحط ريستريكشنز على النتورك سيرفر، بمعنى ان انا دلوقتي عندي الفاير وول ده وهو موجود، لو حاجه اوثرايزد هخليها تعدي، لو مش اوثرايزد مش هخليها تعدي او مش هخليها اكسس، او مثلا لما اجي اعمل لها داونلود هقول ان دي مش تراستد، فعلى مسؤوليتك بقى مثلا لو انت عايز تعمل لها داونلود، تمام. فهي زي اهو الدكتور كاتب لكم ان الاوثرايزد ترافيك بس هي اللي مسموح لها ان هي تعدي. طب ايه كمان بيعمل؟ ايه بيعمل؟ اوديتنج وكنترولنج اكسس، هي لما بنيجي نعمل كنترول ومونيتورنج. الفكره ان عماله برده نفس الكلام بيتعيد بس بطريقه مختلفه شويه، إيه ان انا اهو عماله اشوف الداتا اللي عماله تعدي والاكسس مين هيعدي ومين مش هيعدي، مين اوثرايزد ومين لا، إيه لو في حاجه عدت مثلا مش اوثرايزد هالرت مثلا ان في حاجه ابنورمال بتحصل كده يعني، تمام. بيبقى بالنسبه لي ديفنس لحاجه معديه. خدوا بالكم مثلا من الكلام اللي بالنسبه للتقيل ده ان هو مثلا عباره عن تشوك بوينت، ممكن الدكتور يعرف فيها مثلا في ترو فولز، ان هو مثلا بريمتر ديفنس، ممكن الدكتور مثلا يجيبها لك ترو فولز، الكلام ده كله ممكن نستخدمه على انه جيت واي للفي بي ان. طبعا عارفين ان الفي بي ان احنا ممكن اصلا في ويب سايت ساعات احنا ما بنبقاش عارفين ندخل عليها من مصر ممنوعه مثلا، فبنضطر نشغل في بي ان عشان نقدر ندخل عليها، فهي بالنسبه لي اكنها جيت واي وانا باكسس الفي بي ان. لو حد مش فاهم حاجه يقول لي وانا هعيد لكم تاني. بعد كده هنبدا نتكلم عن الانفايرمنتس نفسها بتاعت الفاير وول، تمام. اول حاجه الدكتور بيقول لكم ان احنا عندنا different types، يعني كذا environment مختلفه ممكن implement الفاير وول فيها، تمام. ممكن يبقى عندي لو انا بتكلم على simple environment، environment عاديه وبسيطه خالص، نعمل فيها حاجه اسمها packet filter فاير وول، الدكتور هيتكلم عنها in details دلوقتي، هنقعد نشرح فيها ايه الكلام ده. بس يعني اكني مثلا عندي يعني مثلا فاير وول حاجه بسيطه في النص في سمبل انفايرمنت، انا مش محتاجه اعقد الدنيا قوي. بس لو بتكلم في كومبلكس انفايرمنت ففي الحاله دي ممكن يبقى عندي سيفرال فاير وولز وبروكسيز. احنا قلنا الاول ان الفاير وولز دي عباره عن كومبوننتس مع بعضها، هناخد الكومبوننتس دي دلوقتي. بس الفكره في ايه؟ ان انا في السامبل ممكن يبقى عندي حاجه بسيطه خالص نوع من انواع الكومبوننتس دي وشغال، بس لو انا كومبلكس لا، هيعدي من حاجه ومن الحاجه دي يدخل على حاجه ثانيه تتشيك، والثانيه دي تخش على حاجه ثانيه تتشيك، والدنيا ايه عماله تعدي في النص. حتى البروكسيز البروكسي سيرفر هنشرحه برده ان ديتيلز دلوقتي، برده ممكن نستخدمها انها ايه فاير وولز واحنا ماشيين. فخليكم بس ايه الحته دي ممكن تجيلكم في كومبليت. اعتقد ان السمبل انفايرمنت ممكن يبقى عندي باكيت فلتر فاير وول حاجه سامبل يعني، اما في الكومبلكس يبقى عندي سيفرال فاير وولز بعدي عليها وبروكسس كمان في النص، بما ان هي كومبلكس فانا محتاجه ايه اعدل السكيورتي بتاعتها. طيب الدكتور هنا بدا يتكلم بقى عن انواع الفاير وولز اللي احنا بنستخدمه. اول حاجه الدكتور بيقول ان في شويه تيرمز ريليتد يعني بالفاير وول والنتوركس بنقدر نستخدمهم يعني واحنا شغالين في فاير وول، منهم بقى ايه هنشرح الديتيلز كده كده واحده واحده دلوقتي. عندي الانترنت وعندي الباشن هوست
وعندي راوترز وعندي اكسس كنترول ليست وعندي الديمتريزد زون دي اللي هي الدي ام زد والبروكسي والفيرتشوال برايفت نتورك. الديتيلز بقى هناخد حاجه حاجه. اول حاجه عندي الانترنت. الانترنت ده يعني ايه؟ احنا كده كنا خدناه في النتورك قبل كده لو انتوا لسه فاكرين، هنقرا طبعا الكلام ده. الانترنت زي ما احنا كنا قلنا اللي هي برايفت اريا من الانترنت، بمعنى ان مثلا الشركه بينا وبين بعض كده في انترنت، يعني مثلا مش عارفه القسم بتاع ايه بيتعامل مع النتورك بتاعت قسم ايه وكده، بس ما فيش حد من بره هيدخل مثلا ياكسس السيستم بتاع الشركه طالما هو مش مسموح له وهو ماله بقى، هما مثلا قسم الحسابات بعت ايه للقسم التاني. ده كده معنى الانترنت. انا بقى تشوف الدكتور كاتب لكم ايه ان ديتيلز. اول حاجه الدكتور كاتب ان الانترنت دي نتورك امبلويز سيم تايبس اوف سيرفيس ابلكيشن بروتوكولز. ماشي ماشي. الدكتور اول حاجه بيقول لكم الانترنت دي عباره عن ايه؟ نتورك عادي زي اي نتورك بتاع الانترنت، مش مفيش فيه مشكله. بيبقى فيها ايه؟ نفس انواع السيرفيسز والابلكيشنز والبروتوكولز في الانترنت امبلمنتيشن، يعني نفس اللي موجود في الانترنت السيرفيسز والحاجات اللي بتقدمها هي اللي في الانترنت، بس الفكره الانترنت بتبقى برايفت اريا من الانترنت نفسه في المكان اللي احنا محددين جوه الشركه مثلا. ما فيش حد من بره الشركه هيدخل، يعني مثلا احنا لينا اكسس على سيستم الجامعه، بس هل لينا اكسس على الحاجات الديتيلز بتاعت الجامعه اللي قسم كذا بعت لقسم كذا؟ لا طبعا. كده كنا بنتكلم على انترنت اهو. اللي هو بقى الفكره ايه؟ وزود انفولفد اكسترنال كونكشن. بمعنى ايه؟ او كونكتيفيتي، يعني مش مثلا من النت العادي اللي الناس بتستخدمه في الحاجات العاديه هدخل اكسس السيرفيسز الاساسيه بتاعت المكان ده اللي هي ريليتد بيه، اللي ما حدش اصلا المفروض ياكسس عليها غير الناس اللي جوه المكان. تمام. بس لو تفتكروا الاكسترا نت دي برايفت اريا من الانترنت، يعني عندي الانترنت وجواه الانترنت وجواه الاكسترا نت بقى. تمام. الانترنت دي تيبيكالي امبلمنت بيهايند فاير وول. ماشي. طيب الانترنت دي بقى عشان اعملها بنبقى حاطينها واي فاير وول، يعني هو الدكتور في الاول بدا يتكلم الانترنت دي بتشتغل ازاي، بدا يفهمكم ان هي الاول برايفت اريا من الانترنت، وقال لكم كمان انتوا بيبقى عندكم اكسترا نت دي بتبقى برايفت جوه الانترنت كمان. بعد كده لو انا عايز اعمل انترنت دي المفروض بتتعمل وراها فاير وولز عشان اقدر استخدمها. فمثلا ده كده الانترنت عادي، تمام، ان الناس مثلا شغاله عليه، شغالين بي بي ان او ايا كان، ده فاير وول وده فاير وول. حلو. دي كده بالنسبه لي ان ممكن نعتبرها انترنت او اكسترنت. هو الدكتور هنا مسميها اكسترنت، احنا قلنا الاكسترنت دي برايفت اريا من الانترنت، او ممكن نقول اهي، او بصوا يا دكتور اهي دي انترنت عادي ودي انترنت عادي، دي كده حته ودي حته، والاثنين كده دول عاملين اكسترنت كلهم على انهم برايفت اريا مثلا مع بعضهم. الفكره كلها ان انت المفروض تعرفوه من الجزء ده ان احنا دلوقتي بنتكلم على الفاير وولز والحاجات اللي احنا بنستخدم فيها الفاير وولز، فانتوا تبقوا عارفين ان الانترنت وانا شغاله بيبقى فيه فاير وول ما بينها وبين الانترنت العادي، فده الانترنت عادي اللي الناس كلها بتستخدمه، ده الفاير وول اللي في النص، ودي كده ايه الانترنت اللي انا شغاله عليها، والفاير وول ده المفروض بيبروتكت ما بين ان انا ما بتعامل من هنا وان انا هاكسس حاجه من بره من هنا. دي الفكره في طيب. بعد كده عندي الباشن هوست ده. ده عباره عن ايه؟ ده يعني كمبيوتر كده جنرال بيربز بستخدمه عشان اكسس كنترول، ايه اللي داخل وايه اللي خارج والكلام ده كله، بس الفكره انا بستخدمه اكسس كنترول ما بين الانترنت البرايفت نتورك بتاعتي والانترنت العادي. لو احنا كنا لسه بنتكلم عن الانترنت والانترنت، الانترنت دي احنا قلنا ايه؟ سوري، الانترنت ده اللي هو كلنا بنستخدمه عادي، الانترنت دي البرايفت نتورك بتاعتي، فممكن ده كده نستخدمه دلوقتي على هو بيأكسس كنترول ما بين البرايفت نتورك والانترنت العادي. دي خليك فاهمينها. ممكن تيجي بقى في كومبليت مثلا ان الدكتور يقول لكم ان احنا بنستخدم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جنرال بيربز كمبيوتر وظيفته ان هو بيكنترول الاكسس ما بين البرايفت نتورك بتاعتي اللي هي الانترنت والانترنت العادي اللي احنا بنأكسس عليه، تمام؟ او اي حاجه انترستد نتورك. من الاخر يعني البيز بتاعي الاساسي البرايفت نتورك بتاعتي اللي انا شغاله فيها، تمام؟ وهو بقى ايه اللي بيبدا يكنترول يعني كنترول الاكسس، ماشي، ما بين الانترنت العادي او اي حاجه انترستد نتورك تاني. من الاخر وظيفته الاساسيه ان هو يكنترول يعمل اكسس كنترول يعني، تمام. بعد كده الدكتور كاتب لكم ماشي. بالنسبه بقى للكمبيوتر دي الجنرال بيربز كمبيوتر، فالدكتور بيقول ان الهوست اللي موجوده، تمام، الهوست دي اللي هي الكمبيوترز اللي موجوده بتبقى شغاله على اليونكس اوبريتنج سيستم، مش يعني مش شغاله على ويندوز ولا اوبريتنج سيستم تاني، هي بتبقى شغاله على يونكس. خد بالكم كمان عشان يونكس عندي بيبقى اوبن سورس، تمام، هو فعلا معظم الحاجات السكيورتي بتبقى شغاله اكتر على يونكس او لينكس يعني، تمام، بس يمكن الكمبيوترز دي الهوست بتاعتها بتبقى شغاله على يونكس اوبريتنج سيستم. ما بين ده ايه؟ ما بين
in order to machine. ماشي. طيب ليه بقى هما مشغلين على اليونكس؟ الفكره علشان خاطر يعني تقلل الفانكشناليتي اللي موجوده، تمام؟ فبتاخد الحاجات النيسيسري بس وبتبدا تسبورت الفانكشنز بتاعتها. دي ممكن تجيب في كومبليت مثلا او في ترو فولز، ان الدكتور يقول لكم ان الهوست الموجوده مثلا بتستخدم ويندوز، يعني بتستخدم ويندوز بتستخدم يونكس، او ممكن يقول لكم مثلا بتستخدم اليونكس دي مثلا ليه، عشان هي الفكره ان هي هتريديوس الفانكشناليتي اللي احنا محتاجينها، تمام؟ وكمان بتسبورت الفانكشنز اللي احنا هنعوزها برده. فدي ممكن تجيب لكم مثلا في كومبليت بقى في ترو فولز، او الدكتور لخبط فيها حاجه دي ممكن تتسالوا فيها برده، تمام؟ ماشي. الجنرال بيربز بقى بص دي اللي بيحصل فيها، الفكره ان معظم الفيتشرز اللي موجوده فيها، تمام، بتبقى مقفوله او معمل لها ريموف. ليه بقى؟ علشان خاطر تعلي السكيورتي. بس انا لو فاتحه كل الفيتشرز وكل حاجه موجوده عندي، فالسكيورتي عندي هتبقى قليله شويه، ممكن حد يقعد يدور بقى على اي ثغره او اي حاجه فيها عشان ياكسس الدنيا. فالفكره بقى ايه؟ ان هما يعني نفس الكلام اللي هو فوق، ان انا بريديوس الفانكشناليتي بس الحاجات المهمه عشان ابدا اشوف ايه هاكسس عليه وايه مش هاكسس عليه. من اخر كده يعني ملخصها في السلايد دي، يعني انتوا تبقوا عارفين ده جنرال بيربز كمبيوتر، بيبقى في اكسس كنترول ما بين البرايفت نتورك والاي نتورك تاني بقى انترستد او الانترنت العادي، وفي نفس الوقت بيبقى شغال على يونكس اوبريتنج سيستم، وان احنا بنشيل الفيتشرز والحاجات اللي هي يعني احنا مش هنستخدمها كتير عشان خاطر نعلي السكيورتي عندي. طيب الدكتور بدا يتكلم عنه تاني، كل دي حاجات بقى ممكن تيجي في كومبليت مثلا ترو فولس كده. بس ان احنا نطلع منه الحاجات يعني المهمه ان احنا نقدر لو جت يعني نتعامل معاها. اول حاجه بقى في نفس الكاتيجوري اللي احنا شغالين فيها، ان هو عارفين ان هو يبقى هايلي سكيور سيستم، هو مش يعني هو المفروض بيسبورت ان ده سكيور سيستم، هاي سكيور سيستم. المفروض ان هو يمنع اي حاجه تتطفل يعني من بره النتورك تدخل، تمام. ايه كمان؟ بيمنع، بما ان احنا قلنا ان هو عامل تريد اوف في بعض حاجات، يعني في بعض حاجات فهو شايل ال non required service، يعني سيرفيس مش عايزاه مثلا، المفروض ان هو بيسبورت حاجات كتير قوي، فانا الحاجه دي مش محتاجاها فانا همنع السيرفيس بتاعتي، فخلاص كده هتبقى سامبل. فهو الفكره ان هو لما بيعمل كده، لما بيشيل ال non required service، بيخلي الدنيا عندي تبقى سامبل وانا شغاله يعني كده. كمان بيخلي يبقى عندي يعني بي انفورس ان يبقى عندي تراست ما بين سيبريت نتوركس، عشان خاطر هو اصلا في النص موجود، ان هو يخلي يعني يطمن ان دي تمام ودي تمام. فكده بالنسبه لي طالما هو موجود وبستخدمه، فانا متاكده ان النتورك اللي انا بتعامل بيها دي تراستد، تمام. كمان بيعمل ايه؟ بيخليني ارن السيركتس والابلكيشن ليفل جيت واي. دي بتخليني اعمل ايه؟ بتخليني بقى انزل سيرفيسز معينه، اعدل في السيرفيسز اللي انا محتاجاها. ليه؟ ما احنا زي ما احنا قلنا في الاول ان هو بيشيل السيرفيسز اللي ملهاش لازمه، بيخليني ادخل على السيرفيسز اللي انا محتاجاها بس. فده كده قلل السكيورتي، سوري، على السكيورتي، وفي نفس الوقت بقى سامبل. فهو انا في الحاله دي هو بيخليني اعمل ايه؟ اللي انا عايزاه واللي انا عايز اعدل فيه هو بس اللي موجود، اي حاجه ثانيه مش موجوده. في الحاله دي الدنيا بقت سامبل ومور سكيور، تمام. وبيخلي يعني سيرفيس اكسترنال سيرفيس اكسسبل، يعني لو انا هدخل على سيرفيس اكسترنال عايزه اهو ان انا هموديفاي حاجه جديده او انستول حاجه جديده عادي، مش هيبقى فيه مشكله. من الاخر كده يعني اكني بجمع شويه الحاجات اللي انا عايزاها وببدا اسكيور عليها وببدا اكسس عليها، تمام. بعد كده الدكتور بدا يتكلمكم بقى على سترينج هوست اركتكتشر. دي كده انترنال نتورك، النتورك بتاعتي اللي انا شغال عليها ده، اللي هو نفس النتورك اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الباشن هوست دي، تمام. دي كده الحاجات اللي انا شغاله عليها، حلو. وده كده الانترنت العادي. طب الهوست ده راح جاي كده في النص، هو بيتعامل ايه؟ هو اللي بيتعامل ما بين الانترنت وهو يعني، والكمبيوترز بقى من خلاله بتتعامل برضو عن طريق، يعني هو اكنه في النص كده، تمام، ما بين الانترنت والانترنال نتورك بتاعتي، وهو عمال يشوف ايه اللي انا عايزاه من الانترنت من بره ويترستد ويعمله انستول ونبدا عن طريقه واتعامل معاه. هي دي الفكره بتاعته. بعد كده بدأنا نتكلم على الراوترز. الراوترز دي بنستخدمها عشان نكونكت نتوركس مع بعضها. لو فاكرين كده زمان لما كنا بناخد نتورك، لما كنا بنقعد مثلا عندنا لين وعايزين نطلعها على الانترنت، وكنا بنجيب راوتر ونقعد نربطها ونقعد نحط الراوترز مع بعض عشان نعمل نتورك اكتر وكده. فالراوترز فكرتها ان هي بتكونكت نتوركس مع بعضها.
طيب ايه كمان ان الراوتنج اصلا الراوترز بيبقى فيها حاجات كنا خدناها في النتورك ان هي ايه بتكنترول مثلا بتعمل راوتنج ومانجنج بتاعت الترافيك نتورك ماشي يعني ايه بيعمل الراوتنج والمانجنج والكلام ده كله. ففي مثلا ان انا عندي كذا حد في النتورك وحد من النتورك دي مثلا هيبعت لحد تاني فبيروح يشوف مين الاي بي بتاع الحد التاني ده عشان يبعت المسج اللي بعتها له بدل ما تتبعت يعني قبل الراوتنج لو كان عندي سويتش في حاجه تانية كانت بتتبعت للناس كلها كل واحد بقى كان بيشوف ايه الرساله وكده. لا دي بيروح السويتش بيتشيك برضو الهاب اللي ما كانش بيتشيك في الراوتنج بقى بتروح تشوف مين رايح فين ومش عارفه ايه والكلام ده كله. وفي نفس الوقت بتعمل ايه بتمانج الترافيك ايه اللي رايح فين برضو. من الاخر اللي انتم المفروض تعرفوه من السلايد دي لو جالكوا اسئله ان الراوترز بتكونكت النتوركس ببعضها وفي نفس الوقت بتخلي بيبقى فيها فانكشنز زي الراوتنج وزي الترافيك كنترول او مانجنج الترافيك بس ما اعتقدش ان السلايد فيها اي حاجه ثانيه. ده كده اكزامبلز للراوترز مثلا ادي دي كده نتورك وادي دي كده راوتر. الراوتر ده عامل ايه رابط النتورك دي ببعضها ماشي. ادي الانترنت والانترنت هنا موجود الانترنت ده راوتر تاني فيه بقى ايه مثلا رابط نتورك ببعضها. لو حتى كمان احنا قلنا ان الفاير وول مش لازم يبقى حاجه واحده ممكن يبقى عندي شويه كومبوننتس مع بعضها. فمن الكومبوننتس دي هنا دلوقتي عندي الراوتر وعندي ايه الباشن هوست ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. فالاثنين مع بعض كده دي كده تو كومبوننتس جوه الفاير وول. حلو فدي اول حاجه الراوتر ده كل ده كونكتد بيه وده كونكتد بيه والراوتر ده بيتعامل مع الباشن هوست اللي موجوده عندي. تمام يبقى كده ايه انا عملت فاير وول متكامله في النص ده كده عادي هيأكسس الحاجات اللي في الانترنت عن طريق الفاير وول اللي في النص وفي نفس الوقت اتاكد ان هي سكيور. دي كده دكتور اهو سبنت يوزنج تو راوترز ادي راوتر وادي راوتر. الراوتر ده مع الانترنت اللي ورا والراوتر ده مع النتورك بتاعت اللي انا فيها. لا وكمان حاطط عندي بس الهوست ده عشان خاطر ايه كنترول في النص كده. انا عليت السكيورتي شويه في الفايل بس مش عارفه ممكن تجيب حاجه زي دي يعني رسمه زي دي ولا لا. بس مثلا لو جات لكم رسمه زي دي عادي ارسموا شويه هوست كده مع بعضها ومتصلين بنتورك وانترنت ومعاه سوري متصلين براوتر وانترنت ومعاه راوتر وفي النص بقى ايه بس الهوست بتاعي وده كده عامل الفايل بول. طيب في ايه كمان في حاجه حلوه الراوترز عندي بتقدمها ايه هي بيتقال عليها كريبتو كابابل راوتر. من الاخر كده ان الراوترز بتبقى كابابل ان هي تعمل انكربشن ما بين تو راوترز او ما بين كذا نتورك لان يعني مثلا وانا حاجه بتتبعت مثلا من حاجه للتانيه هي ممكن تعمل تقلاو يعني الانكربشن والداتا بتتبعت. تمام ايه كمان ماشي مش مهندسه يعني ايه سيشن انكربشن. سيشن انكربشن يعني السيشن اللي ما بيني اللي انا فاتحاها ما بيني وما بين الشخص التاني المسج اللي بتتبعت بينا احنا الاثنين عماله تعمل لها انكربت واحنا ماشيين. يعني انا ببعت مسج انا وانت يعني بنتكلم وبين السيشن الراوتر وانت مثلا في نتورك وانا في نتورك تاني. حلو المسج اللي انا بعتها من عندي الراوتر عملتها عمل لها انكربشن ما بين السيشن بتاعي انا وانت والداتا جات لي وجاي لك انكربتد عادي والراوتر راح عمل لها ديكربت وبعتها لك. يعني كانه في النص قاعد عمل لي انكربت وديكربت ما بيني وبينك. فاهماني؟ تمام. هي السيشن دي بتتقفل لوحدها بعد ما المسج ما بتوصل ولا بعد ما اليوم ما بيعدي؟ لا بعد ما يعني بعد انا وانت فاتحين سيشن دلوقتي مع بعض بنتكلم في الوقت ده. تمام خلاص. تمام ماشي. يعني معنى كلمه سيشن ان احنا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه اول ما هيخلص خلاص سيشن مش موجوده بيتكلم سيشن ثاني زي السيشن كده مثلا. بس هي بالنسبه لكي دي هنا بنتكلم على سيشن بنتكلم بقى واحنا شغالين تمام. بس اهو ليه بقى بنعمل ده علشان هنا الدكتور بيقول لك ايه علشان دلوقتي الترافيك واحنا ماشيين بتعدي على الانترنت. يعني مثلا انا عندي برايفت نتورك وانت عندك برايفت نتورك وانا بعدي من النص ما بيني وبينك على الانترنت فممكن حد في النص مثلا يكون عامل سنوبنج بقى عمال يشوف ايه الداتا اللي عماله تتبعت بيني وبينك بيراقبنا في صمت مثلا من غير ما يعمل اتاك او قاعد يعمل اناليسيس للداتا. فايه اللي يحصل؟ لا خلاص انا هجيب يعني ده نفس الكلام اللي احنا قلناه بكده بس هنا ان ديتيلز. هجيب بقى في النص هعمل انكريبت للداتا وهي بتتبعت عشان محدش يعرف يعمل لها سنوب مين هيعمل ده الراوترز ما هي معديه. يبقى كده ده نوع من انواع الفاير وولز اتعملت ما بيننا واحنا بنتكلم عشان خاطر ايه محدش ياتاك في النص وفي نفس الوقت تبقى الدنيا تراستد بيننا. مش مهندسة معلش يعني راوتر ممكن تكون كأنها فاير وول مثلا. ما هي من الكومبوننتس بتاعت الفاير وول. تمام لكن هي ما لا اصل انا فهمت ان هي بتتعامل كأنها هي يعني ممكن اتعامل معاها كأنها هي فاير وول. لا انا مش بتعامل معاها لانها لوحدها فاير وول بس هي من الكومبوننتس بتتكون عندي جوه الفاير وول.
بصي هتلاقي تمام كل هنا كاتب لك في الاول خالص ان دي الكومبوننتس بتاعتي. بصي كل دي مع بعض بنبدا نستخدمها اهو. انت بتدوسي كده الانترنت اللي احنا اتكلمنا عليها دي كده حته، بعد كده يعني خلت الدنيا برايفت اكتر، بعد كده حطيت الهوست ده، بعد كده رحت كمان حاطه الراوترز، فانا عماله ازود ايه في الفاير وول بتاعتي وانا ماشيه، فاهماني؟ فبتبقى اجزاء. تمام، يعني الفاير وول لازم يتكون منهم كلهم، ما ينفعش يتكون من حاجه واحده بس. لا مش لازم كلهم، ما انت دلوقتي عندك اهو الفاير وول مثلا فيه بس الهوست وخلاص، مفيش مثلا والراوتر وبس، ما حطيناش مثلا مع حاجه ثانيه، فاهماني؟ اه طب تمام. مش لازم كلهم، بس دي لو تاخدي بالك في الاول كنا بنتكلم على السمبل، احنا ممكن هنعمل حاجه سمبل فيها الكومبلكس، ممكن نعدي على سيفرال بقى انواع من الكومبوننتس واحنا ماشيين على حسب النتورك اللي احنا شغالين فيها. وخدي بالك ان اصلا الراوتر احنا ممكن نستخدمه في الكومبوننتس بتاعت الفاير وول، بس الراوتر اصلا ليه حاجات ثانيه لوحدها، يعني بنستخدمه في لايرز معينه في النتورك لما كنا بناخد النتورك لو فاكره، وهو بيبقى مسؤول عن الراوتنج عموما ومسؤول عن الترافيكس وهي أيوة صح الراوتنج بتاعت الباك، هو مش جاست ان هو في الفاير وول بس، لا هو الراوتر اصلا كراوتر ليه حاجات ثانيه كتير قوي. تمام، ان هو مثلا انا دلوقتي عندي اي بي تمام بتاع الجهاز بتاعي وانا عايزه ادخل على الانترنت، فهو طبيعي بياخد الاي بي بتاعي وبيضيف عليه الاي بي جزء، يعني بياخد الاي بي بتاعي بيحط عليه جزء بيعدل في الاي بي في الراوتر وهو طالع وانت داخله على الانترنت، يعني الاي بي بتاعك على الانترنت غير الاي بي بتاعك على الجهاز دلوقتي، تمام؟ بيتغير كل شويه كل حاجه بتاكسس فيها، فهو مش يعني هو دكتور بس حصل هنا الراوتر في حته الفاير وول بس، هل هو كده بس؟ لا طبعا ده بيعمل حاجات ثانيه كتيره، فاهماني؟ بس احنا واخدينه في حته دلوقتي اللي احنا عايزينها. تمام طيب بعد كده عندنا الـ Access Control List دي دكتور هتطلب فيها ايه؟ ماشي اوكي، دي حاجة كويسة برضو الـ Access Control List دي عامل من اخر كده اكني انا عندي راوترز تمام، والراوترز دي هتقعد تسلكت ايه اللي مثلا الحاجات اللي عايزة توصلها او الباكتس هتبقى ماشية ازاي مش عارفة ايه وكده من الليست اللي موجودة عندي. مثلا زي الادرس اللي هتتبعت له والادرس اللي هيستقبل له والسيرفيس بورت اللي هتدخل عليها، يعني انا بصي انا اكني مثلا عندي ايه عندي كنترول ليست كده، مين رايح فين وجاي منين وايه هيأكسس منين والديستنيشن فين والبورت ده هستخدمه فين ومش عارف ايه وكده، فالراوترز بقى بيبقى عندها الليست دي ومنها يبقى عندها الابيليتي ان هي تسلكت تمام الديوتس اللي هي تستخدمها، انكلودنج ايه بقى المكان اللي انا مثلا الاوريجن اللي انا هبعت منه رساله والديستنيشن ادرس بتاع اللي انا هيتبعت له السيرفيس بورت اللي انا هشتغل عليها تمام، والحاجات كلها اللي انا هبدا اشغلها دي بالنسبه للاكسس كنترول ليست. ماشي طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيليمت السورس بتاعت الباكتس اللي ممكن تبقى موجوده، يعني من الاخر كده انا عندي سورسز كتير قوي ممكن استخدمها، عندي اكسس كنترول ليست في كل السورسز دي، الراوتر عنده الابيليتي ان هو يسلكت ايه السورسز اللي انا عايزاها، فانا كده عملت ليمت للسورسز اللي موجوده عندي، فما بقاش عندي حاجات كتير ممكن حد يدخل فيها، محدده الحاجات اللي انا هستخدمها بس. ايه اللي ممكن يجي لكم؟ اعتقد بما ان دكتور حطيته خط تحت ليمت دي ممكن تجي في كومبليت، او اللي يقول لك مثلا ان ده لو انا عملت مثلا هي انكريز مش هيليمت مثلا السورسز اللي موجوده عندي بتاعت الباكتس كده يعني. طيب بعد كده الدكتور بدا يتكلم على حاجه اسمها ديميلتريزد زون دي ام زد دي تمام. الدكتور اول حاجه بدا يقول ان دي كريتيكال بارت من الفاير وول، يعني حاجه لازم حاجه مهمه قوي يعني في الفاير وول لازم تكون موجوده تمام. اوكي طب مبدئيا كده اول حاجه الدي ام زد دي اول حاجه كريتيكال بارت من الفاير وول، ولا هي جزء من التراستد نتورك ولا هي جزء من الانتراستد نتورك، يعني حاجه في النص كده، يعني هي ولا تبع، يعني انا ما اقدرش اعتبر ان هي تراستد نتورك ولا هي انتراستد نتورك تمام. طيب الفكره بقى فيها او ايه اللي بيحصل فيها، ان ايه اللي بيحصل ان الشخص بتاعه اللي هيأكسس يعني نتورك محتاج عن طريق الدي ام زد دي محتاج يعدي على مجموعه لايرز تمام علشان يقدر ياكسس النتورك بتاعتي، فمجموعه اللايرز اللي هو معدي عليها دي تمام هيبقى هتعمل لي بالنسبه لي ديفنس، يعني عديت على اللاير دي مثلا تشيك على حاجه وعدى على اللاير دي تشيك على حاجه لحد ما عملت لي ديفنس. يعني بصوا هو هنا اول حاجه الدكتور قال ان دي كريتيكال بارت ولا هي تبع تراستد ولا هي مش، يعني ولا هي تراستد ولا هي انتراستد تمام.
بس هي الفكره فيها ان هي بتكونكت الانتراستد نتورك بالتراستد نتورك. بس طب لو حد يقول لي مثلا انتراستد كده انا هيحصل لي يعني هتاذي او كده، بس خدوا بالكم ان الزون دي بتخلي مثلا لو هي انتراستد بتعدي على مجموعه من اللايرز، فالمجموعه من اللايرز دي وهي بتعديه ممكن بعد كده خلاص انا اطمنت ان دي تمام اقدر اكسس عليها من غير ما تاذي مثلا لو هي انتراستد. تمام. فالفكره هو ان الامبورتنس بتاعتها ان الحد اللي هيدخل على النتورك تمام من الانترنت لازم يعدي على شويه لايرز وهو ماشي علشان خاطر يبدا ايه يعلي السكيورتي بتاعتي. فالفكره ان اللايرز دي بيبقى عندي شويه فيها كومبوننتس يعني بتاع الدي ام زد، اللايرز دي بتاع الديفنس يعني مثلا هنا مثلا ممكن يحصل اتاك من كذا منعته، اتاك من كذا منعته، من الاخر هي حاجه في النص بتكونكت ما بين التراستد والانتراستد نتورك، بس اللي هيدخل عليها هيعدي على مجموعه لايرز، مجموعه اللايرز دي المفروض ان هي بتاكت اكنها ديفنس موجوده عندي عشان خاطر تخلي الدنيا تبقى عندي سكيور. البروكسي بقى لو فاكرين البروكسي لما كنا خدناه في النتورك ان انا بيكون عندي سيرفر والسيرفر ده مثلا بعيد وهاخد وقت وانا هدخل عليه، بيبقى عندي بروكسي سيرفر في النص وبيبقى كانها حاجه زي كاش كده كاش ميموري. يعني بص هو البروكسي مبدئيا كده مثلا انا عندي ريجسترز وعندي الكاش وعندي الميموري، فالريجسترز عايز تاخد حاجات من الميموري فبدل ما انا رايحه للميموري كل شويه بعدي على الكاش في النص اخد منها لو الحاجه باخدها كتير. نفس الكلام في البروكسي مثلا السيرفر موجود فانا ايه بدل ما انا اروح لحد السيرفر كل شويه وابدا استخدمه كده لا خلاص الحاجه دي هتتحط في البروكسي وانا هاكسس عليها كل شويه. طب ازاي ممكن استخدم ده في الفاير وول مثلا؟ هو اكيد الدكتور شارح ده يعني هنشوف دلوقتي ايه اللي موجود. مثلا لو انا دلوقتي عندي نتورك وانا هدخل على حاجه في الانترنت كل شويه فاخد الحاجات الاساسيه اللي انا بحتاجها وتتحط في البروكسي فانا هاكسس على البروكسي على طول وموجود عندي وانا في البروكسي محطوط فيه بس الحاجات اللي انا محتاجاها. تمام. يبقى انا كده ايه عملت جزء من الفاير وول برده. تعالوا بقى نشوف الدكتور كاتب لكم ايه. اول حاجه اهو اول حاجه ان انا هيبقى عندي هوست هيبقى هياكت ان هو بيهوف النظر يعني انا الهوست الاساسي اللي بعيد جاي واحد في النص البروكسي يعني بتعامل مثلا انا بتعامل مع الهوست الاساسي عن طريق البروكسي، انا بتعامل مع البروكسي والبروكسي في الحاجه لو انا عايزه ابديت الحاجه البروكسي بيابديت من الهوست الاساسي هيرجع تاني للبروكسي وانا بتعامل مع البروكس كده يعني هو حاجه في النص. تمام. اهو هو الهوست ده اللي هو البروكسي بيبقى عندي الابيليتي ان هو ياخد الدوكيومنتس من الانترنت. تمام. هي تعمل لها كونفيجريشن بالبروكسي سيرفر ازاي يعني من الانترنت؟ ما احنا عندي هوست اهو بايت الاساسي اللي هو هياخد من الهوست الاساسي ويتحط فيه، فكده خد من الانترنت واتحط في البروكسي سيرفر اللي موجود عندي، وبعد كده البروكسي كلاينتس اللي هم الناس اللي هم كونكتد بالبروكسي ده يبداوا يشتغلوا عليه. اعتقد ممكن مش يعني لحد دلوقتي هو بس الدكتور بيشرح لكم يعني ايه فمش لاقي حاجه تتسالوا فيها يعني لحد دلوقتي. كمان هو هنا الدكتور بيشرح لكم ان لما بيكون عندي مثلا حد في الانترنت اللي هي الحاجه الداخليه الانترنت بتاعتي اللي هي البرايفت اريا بتاعتي عايز يدخل حاجه على الانترنت يفيتش حاجه من الويب بيج فبدل ما يدخل على الويب بيج تبقى هي اليو ار ال موجود اصلا في البروكسي فهو يدخل على البروكسي على طول. ده كده اكزامبل. تمام. هو بيشرح لكم ايه اهو ان البروكسي هو بيكمل اهو البروكسي هيفيتش الدوكمنت من المكان اللي انا عايزاه ويرجعها للكلاينت من الاخر اكنه وسيط في النص. هو بيروح يتعامل مع الحاجه الاساسيه بتبقى موجودة عنده وانا كلاينت بتعامل مع البروكسي ماليش دعوة بقى ايه اللي وراه. تمام. اهو في الحالة دي الهوستس اللي موجودة تمام هيبقى عندها الابيليتي ان هي تاكسس الحاجات اللي موجودة في الانترنت من غير ما تدخل للانترنت دايركت. يعني انا اصلا لما باكسس عن طريق البروكسي انا مش بدخل دايركت للهوست اللي هو بعده اللي انا عايزه اكسس عليه، لا انا اكسس عملت اكسس عن طريق البروكسي في مسافه اقل فكده جبت كل الحاجات اللي انا عايزاها بس عن طريق ايه البروكسي. يا رب يكون الدكتور حاطط لكم رسمه توضح اكتر ان شاء الله هنوصل لها ان شاء الله يبقى في رسمه توضح لكم اللي انا بقوله ده. بعد كده الدكتور بدا يتكلم عن الفيرتشوال برايفت نتورك ازاي هي الفي بي ان اللي احنا كلنا عارفينها يعني بنستخدمها في حاجات كتيره قوي لو هنأكسس حاجه بقى مش مصلحه لنا بيها او عايزين نأكسس على ان انا حد تاني او مثلا في ناس مثلا بيبقى عندها امتحان ودكتور مثلا يروح يتشيك على الاي بيز مثلا لو اتبعت من نفس الجهاز عشان يعرف ان هم يعني مثلا انا ممكن اكون انا قاعده مثلا انا وصاحبتي وبعتين من نفس الحاجه في نفس الجهاز كده وش احنا غاشين من بعض بس لو انا دخلت من في بي ان وهي من في بي ان مش هنعرف نتقفش مثلا كده يعني. الفيرتشوال برايفت نتورك زي ما قلنا دي حاجه فيرتشوال مش بتبيني المكان الاساسي اللي انا موجوده فيه دلوقتي.
او ال VPNs دي بت provide ليا secure network access across the network. يعني عادي انا ممكن ادخل على النتورك باستخدام ال VPN فهي كده عامله لي حاجه secure access وانا داخله. كل دي components، هل معنى كده انا ممكن استخدمهم كلهم او اخد حاجات منهم او على حسب ال complexity بتاعه ال environment اللي انا شغاله فيها؟ تمام. ال VPN بتبقى من التوب اكزيستنج نتورك ميديا والبروتوكولز، يعني بتبقى موجوده على التوب. احنا اصلا بنستخدم ال VPN في حاجات كتير، فهي من الاكتر حاجات نتوركس اللي احنا بنستخدمها والبروتوكولز اللي موجوده فيها. ايه كمان في هنا؟ مفيش هنا برضه حاجه تانية زياده. بص هو دكتور هنا بيشرح لك يعني ان احنا ممكن نستخدمها في ايه. فان ال VPN مثلا ممكن تبروفايد ان انا مثلا بكونكت كمبيوترز من حاجه بعيده وانا اصلا من مكان قريب، تمام، وشغاله في برايفت، مثلا اكون في برايفت لاين فما بانش للناس مثلا ان انا في برايفت لاين عشان ما حدش ياكسس يعني عليا او يعرف ان دي حاجه مهمه، فبدخل على اني مثلا حد من مكان تاني. هو ده يعني دكتور عمال يشرح كل الحاجات اللي احنا كده كده عارفينها. حاجه تتسالوا فيها هنا؟ ما اعتقدش لحد دلوقتي ان دي معلومات عادي بيعرفها. بس يعني ايه كمان؟ فيرتشوال ماشين. طيب هو دكتور كمان بيقول لكم ان في الفيرتشوال برايفت نتوركس، تمام، اللي ممكن يبقى اللينكس اللي انا داخله عليها وبتعامل معاها وانا ببعت من مكان للتاني تبقى اوريدي انكربتد، اللينكس بتاعتي تبقى انكربتد وانا ببعت من حاجه لحاجه تانيه زي الراوترز كده. بس يعني انا الفكره ان انا هنا ببقى داخله من سورسز مختلفه، تمام. ايه كمان؟ ما فيش برضو اي حاجه هنا تانية. نفس الكلام الدكتور بيقوله بس هو عمال يعيده تاني كل شويه. ده كده اكزامبل لل VPN مثلا. بصوا هو هنا ادي مثلا، ادي هنا دي هوس موجوده عندي، وادي الايميل سيرفر اللي انا اكستنت عليه، دي شويه سيرفرز يعني موجوده، تمام. وادي دلوقتي مثلا ادي الفاير وول ده بس مستخدم VPN. فبص بقى هو مستخدم هنا VPN، انا عمال ادخل مثلا من كذا لاين على ان انا يعني بص ممكن مثلا ادخل من اللاين ده ومن اللاين ده ومن اللاين ده، بس كده ايه مش كل يعني اللي انا داخله عليه مش باللوكيشن اللي انا موجوده فيه دلوقتي، في كذا حاجه تانية مختلفه، تمام. فده بالنسبه لي كده اكنه فاير وول، منها عماله اكسس الحاجات التانية اللي انا عايزه ايه اشتغل عليه. بس كل دي اصلا كومبوننتس ممكن استخدمها. ما اعتقدش ان الرسمه دي ممكن تجيلكوا خالص يعني. مش مهندسه، هو برضو ما بينه وما بين الانترنت بيحصل فيه سيشن البي بي ان والانترنت ذات نفسه سيشن يعني، او ما تبقى سيشن زي ما انت اصلا كده كده وانت اللي انت دخلتي على الانترنت كده كده سيشن وقاعده شغاله فيها. حلو، لما قفلت وخلاص السيشن دي اتقفلت، مفيش كده، تمام. السيشن مفتوحه 24 ساعه، فاهماني؟ لما باجي اكسس تاني خلاص باخد بقى بالبولز بتاعتي وبتفتح لي سيشن وابدا اشتغل عليها. مش احنا في الطبيعي فاكره لما كنا بناخد في النتورك وانا باكسس على اي حاجه بتفتح لي بورت ادخل من خلالها استخدمها، وانس ان انا مشيت البورت دي بتتقفل عشان حد تاني يجي يدخل مكاني؟ ايوه صح، هي الفكره في كده. بس ايه يعني هو الدكتور عشان جايب الكلام بكذا طريقه مختلفه فبس يعني الدنيا ممكن تكون دخلت معاكي شويه في بعضها. نعم فعلا والله. يعني بس انت هتلاحظي اصلا هو في كل الليكتشرز كده هتلاقي الكلام والدكتور بيعيده تاني بطريقه مختلفه وتالت وكده عشان يفضل ثابت معانا يعني. طب تمام، يعني انا ابقى فاهمه بس ان هو مجرد ما اي يوزر يفتح الانترنت سواء بقى هيستخدم في بي ان هيستخدم او هيحصل راوتينج مثلا ان في سيشن على طول هتتكريت لوحدها، ومجرد ما يقفل مثلا الحاجه زي كده السيشن بتتقفل معاه. تمام. مش مهندسه. بعد كده بقى الدكتور بدا يتكلم على انواع الفاير وولز. احنا كده كنا عاملين نتكلم على الكومبوننتس اللي ممكن تكون موجوده والحاجات اللي احنا هنستخدمها، تمام. اول حاجه بقى عندي التايبس من الفاير وولز. الدكتور بيقول ان انا عندي 3 بيزكس تايب، اكونسيدر يعني التايب بتاعتي دي ممكن تجي لكم في كومبليت مثلا الثلاثه دول، ان انا عندي ابلكيشن جيت واي وعندي باكيت فلترنج وعندي هايبرد سيستم. خدوا بالكم بقى دي ممكن تجي وش هتجي يعني في كومبليت ملهاش حاجه ثانيه، حاسه اصلا ممكن تجي لكم في الفاينل يعني ان شاء الله. طيب انا دلوقتي عندي ايه 3 بيزك تايب، ايه هما؟ الابلكيشن جيت واي والباكيت فلترنج والهايبرد سيستم. هنبدا بقى الدكتور يتكلم على واحده واحده ان ديتيل. اول حاجه عندي الابلكيشن جيت واي، تمام. الدكتور بدا يقول لكم ان الابلكيشن جيت واي دي
فيرست فايل وول. ماشي. طيب اول حاجه الابلكيشن جيت واي دي بتبقى بالنسبه لي اول فاير وول بعدي عليها في الابلكيشن، تمام؟ بس ساعات بتبقى بالنسبه لي زي بروكسي جيت واي. يعني ايه بروكسي جيت واي؟ زي ما احنا كنا لسه عمالين نتكلم من البروكسي كده من شويه، ان انا بيبقى عندي مثلا الحاجه الاساسيه ونقليها في بروكسي، فانا الكلاينت بيتعامل مع البروكسي بدل ما يتعامل مع السيرفر الاساسي، تمام؟ فهنا الدكتور بيقول لكم ان الفيرست فاير وول، تمام، بتبقى الابلكيشن جيت ويز، والجيت ويز دي بتتقال عليها برضو بروكسي جيت واي. ف طيب دلوقتي بقى اول حاجه احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه عندي الابلكيشن جيت واي. الابلكيشن جيت واي دي محتاجين نعرف ان هي الفيرست فاير وول بتاعه الابلكيشن جيت واي، بيتقال عليها برضو بروكسي جيت ويز. فانتوا خليكم عارفين ان الاثنين بيريبريزنت نفس الحاجه. طيب الجيت ويز دي بتتعمل ازاي؟ احنا دلوقتي قلنا كنا عاملين كل اللي فات بنتكلم عن الكومبوننتس، هنبدا بقى ناخد الكومبوننتس دي ونشوف بقى ايه اللي موجوده ازاي بقى في ايه اللي هناخدها في الفاير وولز. طيب الابلكيشن جيت واي دي اصلا بتتعمل من ايه؟ من الباتشن هوست. اللي احنا الباتشن هوست اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شويه، ان هو كمان بيخليني اكونترول ايه اللي انا هنزله، وبيقلل الحاجات اللي موجوده عندي، ممكن يخليني اعمل انستول لحاجه او موديفاي لحاجه، وتبقى دي الحاجات اللي انا عماله اتعامل فيها، تمام؟ كده بالنسبه للباتشن هوست دي بترن سبيشال سوفت وير عشان ياكت كبروكسي سيرفر. ليه بقى؟ ما هو انا مش احنا كنا لسه بنقول ان احنا ممكن ننستول عليه حاجه او نخليه يموديفاي حاجه معينه، وهي الحاجه دي جايبها منين؟ من الهوست الاساسي. فانا هخليه ياكت كانه بروكسي سيرفر. يبقى انا خليكم عارفين لحد دلوقتي ان الابلكيشن جيت واي بيتقال عليها برده بروكسي جيت ويز، وبعدين اصلا بتتعمل من ايه؟ من الباتشن هوست دي، تمام؟ والباتشن هوست دي كده سبيشال سوفت وير يعني بتاكت اكنها بروكسي سيرفر، تمام؟ طيب السوفت وير ده، تمام، بيشتغل في الابلكيشن لاير بتاعه الاو اس اي ريفرنس موديل. فاكرين كنا واخدين او اس اي والتي سي بي اي بي موديل دول في النتورك؟ هو بقى بيشتغل في الابلكيشن لاير بتاعه الاو اس اي موديل دي، ممكن تجي لكم في كومبليت او كده، تمام؟ طيب ايه كمان؟ الناس اللي هيستخدموا الفاير وول بتوع الابلكيشن جيت واي محتاجين ان هم يبقوا حاجه اسمها بروكسيتسايز. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده عندهم نولج ازاي يستخدموا البروكسي، وازاي يبقى عندهم يعملوا كونفيجريشن عليه ويبداوا يستخدموه، تمام كده؟ اهو الدكتور كاتب لكم ان هو محتاجين يتعلموا ازاي يستخدموا البروكسي، وازاي يعملوا كونفيجرد، يعني ازاي هم عارفين يدخلوا عليه وما يدخلوش عليه عشان خاطر يقدروا يدخلوا على السيرفس. ان احنا نطلع بيه تاني من السلايد دي ايه؟ ان انتوا تبقوا عارفين ان الابلكيشن جيت واي دي كده فيرست فايف وول اتعملت، كان اسمها ابلكيشن جيت واي، وبيتقال عليها بروكسي جيت واي اللي معموله من ايه اساسا الفايف وولز بتاعتها وكده؟ من الباتشن هوست، وبتشتغل في سبيشال سوفت وير ده بيأكت زي البروكسي سيرفر، وكمان بتشتغل في الابلكيشن لاير بتاعه الاو اس اي موديل، وان الكلاينتس اللي هيستخدموها محتاجين يكون عندهم نوليدج ازاي يعملوا اكسس على بروكسي ويعملوا كونفيجريشن. بس هي دي الحاجه اللي موجوده لحد دلوقتي. لو حد مش فاهم اي حاجه طبعا يسال في النص. طيب الدكتور بيكمل كلام على الابلكيشن جيت واي. طيب مبدئيا كده اول حاجه في الابلكيشن جيت واي، الدكتور بيقول لكم ان الجيت واي دي من الحاجات الموست سكيور. ليه بقى هي موست سكيور؟ عشان هي مش بتخلي اي حاجه تعدي باي ديفولت، يعني مش اي حاجه معديه تقوم معديه من خلالها. لا، ايه اللي بيحصل؟ البروجرامز اللي هتعدي او كده محتاجه تكون مكتوبه ومتحوله بطريقه معينه في البوسنج ترافيك، عشان يقعدوا عشان يحصل نص تشيك وكده عشان يتاكدوا ان الحاجه دي امان. فاحنا نبدا ناكسس عليها الجيت واي بالنسبه لي واحنا شغالين عليها في النص، تمام؟ طيب ايه كمان بقى؟ دي الابلكيشن جيت واي ابطأ طريقه. ليه بقى؟ علشان خاطر في بروسيسز كتيره قوي لازم اعدي عليها من ساعه ما بعمل الاوردر لحد ما يتعمل له سيرفيس ويوصل لي، تمام؟ ايه كمان؟ ماشي. الدكتور بيعيد لكم تاني ان الابلكيشن ليفل جيت واي بيتقال عليها برده بروكسيس جيت واي اللي احنا لسه قايلين عليها، عشان هي سيميلر ماشي تو سيركت جيت واي اكسبت زي اور ابلكيشن سبيسيفيك. ماشي، بس هي الفكره فيها ان هي بتبقى سبيسيفيك لابلكيشنز معينه.
ماشي. خدوا حاجه كمان تعرفوها، ان الجيت واي اللي احنا هنعتبره على انه بروكسي تمام، مش هيبقى مسموح له ان هو يستخدم الاف تي بي ولا الترنت او اي ترافيك، يعني فاكرين الفايل ترانسفير بروتوكول والترنت والكلام ده كله، مش هيبقى مسموح له الحاجات دي ان هو يستخدمها. ده لو انا خليت الجيت واي دي تشتغل على انها ويب بروكسي تمام. برضو نفس الكلام، يعني هو دكتور قال نفس الكلام بس نزود حاجات بسيطه. خليكم عارفين ان احنا عرفنا ان الابلكيشن جيت واي بيتقال عليها برضو بروكسي جيت واي، ان البيزك بتاعه اللي هو البيرسون سوفت وير ده، وان هو بيشتغل في الابلكيشن لاير بتاعه الاو اس اي، وان الناس اللي هيستخدموه الناس اللي مسموح له ان هم بيعرفوا يستخدموا البروكسي، وان هو مور سكيور. ليه؟ علشان خاطر مش اي حاجه كده بتعدي، لا ده هو بيعدي على شويه بروجرامز واوبريشنز بس، بما انه بيعدي على حاجات كتير فهو ابطا حاجه. ليه؟ علشان الحاجه اللي بتتبعت وانس من وقت ما بتتبعت لحد ما بتعمل لها سيرفيس، وهي عماله تعدي على كذا بروسيس عشان خاطر حوار السكيورتي وكده، فده طبعا هياخد وقت كتير قوي، فعشان كده هو سلوست موجود عندي. غير كده كمان ان الجيت واي اللي بعتبرها على انها بروكسي مش هتخليني، مش هيبقى عندي الاو ان انا استخدم الاف تي بي او التلنت ترافيك تمام. ايه بقى كمان؟ طيب اول حاجه بقى الدكتور هنا بيتكلم برضو عن الفاير وول جيت ويز تمام. دلوقتي عندي الفاير وول دي بتشتغل على بروكسي بروجرامز. البروكسي بروجرامز دي بتعمل ايه؟ ممكن تعمل كذا حاجه. اول حاجه بتفلتر الباكتس اللي جايه لي واللي خارجه لي، يعني تشوف ده مثلا هيعدي، لا ده مش هيعدي كده، هي ماشي عماله تعمل ايه فلتر فيها. طيب ايه كمان؟ بكل الترافيك اللي جايه لي بتروح دايركت على الفاير وول، يعني بمعنى ان البروكسي بيعمل ايه؟ اي ترافيك وهو جاي مش بيبعته كده وخلاص، لا ده هو بيروح يوجهه على الفاير وول تمام. واللي جاي لي بقى من الفاير وول يعني بيبان اكنه جاي من الفاير وول. من الاخر يعني البروسيس دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتروح تشوف ايه الحاجات اصلا بتعمل فلتر، ايه الباكتس اللي هتعدي واللي خارجه اساسا، يعني دي الفلترز بتاعتها. وبعدين كل الفلترز كل الباكتس اللي جايه بتتبعت اوتوماتيك على الفاير وول، والباكتس اللي خارجه بتبقى خارجه من الفاير وول مبعوته بقى عليا انا تمام. ايه كمان؟ بوليسي امبيدد البروكسي بروجرام، ماشي. دي اللي هي البوليسيز دي بتبقى اوريدي موجوده جوه البروكسي بروجرامز، يعني ان انا مثلا البروكسي هيفلتر حاجه، هيمونيتور حاجه، هيعمل حاجه، دي بتبقى حاجه امبيدد في السوفت وير بتاعه نفسه. طيب عندي بقى نوعين من البروكسي. اول نوع عندنا الابلكيشن ليفل جيت واي اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده تمام. وده توليريتد زي ال HTTP وال FTP وال SMTP واحنا ماسكين، يعني شغال بكذا بروتوكول. يعني يا اما هيبقى عندي سيركت ليفل جيت واي بروكسز، ودي بتشتغل على TCP ليفل. خدوا بالكم فوق الابلكيشن ليفل العاديه كانت شغاله على ال OSI في الابلكيشن، السيركت شغاله في ال TCP ليفل تمام. دي ممكن تجيلكوا في كومبليت. ايه مثلا تو كوينز ستارت بروكسز، ان انا عندي ابلكيشن ليفل جيت واي وعندي سيركت ليفل مثلا جيت واي تمام، او الابلكيشن بتشتغل في ايه والسيركت بتشتغل في ايه، بس دي ضعيفه شويه ان هي تيجي. اللي هي ممكن تيجي اكتر التو كوينز نوعين بتاعهم ايه يعني. طيب تاني الابلكيشن ليفل جيت واي او البروكسز، اول حاجه الدكتور بيقول ماشي ان انتوا بيبقى عندكم فول اكسس بروتوكول. اول حاجه بقى ايه؟ ان اليوزر يعني بيريكوست سيرفيس من البروكسي تمام كده، والبروكسي بيشوف الريكوست اللي انا بعتها ده حاجه ليجل ولا مش ليجل. لو هو حاجه ليجل هيبعت للشخص يعني اللي طلب الريزلت بقى اللي هو عايزه. من الاخر كده في الطبيعي انا ببقى عايزه اكسس على هوست، بروح ابعت الريكوست للهوست الحاجه اللي انا عايزاها، والهوست بيرد عليا بالبعت الحاجه. البروكسي هيعمل ايه؟ انا هبعت للبروكسي، البروكسي هيشوف لو الريكوست ده اوريدي ليجل يعني خلاص تمام مفيش مشكله، هيرد عليا ويبعت لي ايه الحاجه اللي انا طلبتها بالاكشن بتاعتها، مفيش اي حاجه تانية في الحته دي. طيب انا بحتاج لكل سيرفيس سيبريت بروكسيز عشان اقدر استخدمها. يعني مثلا السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول ده كده بروتوكول، السيرفيس دي لو انا هستخدمها محتاجه بروكسي، يعني محتاجه بروكسي ليها معين. لو انا هستخدم ان ان تي بي او دي ان اس او ايا كان نوع، يعني من الاخر كده مش هيبقى عندي بروكسي بيديني كل البروتوكولز. اي سيرفيس هستخدمها هيبقى محتاجه سيبريت بروكسي ليها لوحدها عشان اقدر ادخل استخدمها. دي الفكره اللي الدكتور بيقولك عليها هنا دلوقتي.
طيب بعد كده عندي في الفاير وولز في الابلكيشن ليفل جيت واي نفس الكلام الدكتور هنا عمال يشرح لكم. يعني هنا عندي ابلكيشن ليفل جيت واي اهو، مثلا عندي التلنت والاف تي بي، وهنا عندي الاس ام تي بي، وكل دي كده جيت واي. الجيت واي دي كل حاجه منهم هتبقى هتبريزنت از بروكسي بستخدم معاه. فانا ده كده ده كده هوست عايز يتعامل مع اوتسايد هوست، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ ده كده بينا في النص اكنه وسيط، يعني من الاخر علشان خاطر اوصل للتاني، فالتاني ده بيعدي على البروكسي، فانا بتعامل بيه يعني معاه عن طريق الجيت واي اللي موجوده عندي في النص، بس مش بتعامل معاه دايركت. هي دي الفكره. فلما بتعامل معاه عن طريق الجيت واي اللي في النص دي، عماله تعدي بقى على سيرفيسز في النص وسوفت وير في النص والكلام، حاجات كتير قوي عماله تتشك على الحاجه اللي عندي عشان تتاكد عليها. غير كده كمان بقى ان هي من كتر الحاجات دي احنا زي ما قلنا ان هي بتعتبر ابطا طريقه. احنا كده لسه هناخد اصلا يعني لسه هناخد باقي الطرق التانية. كنا لسه عمالين نتكلم دلوقتي ان هي موجودة فين؟ موجودة في الابليكيشن ليفل بتاعة الاو اس ار، تمام؟ انا دلوقتي اهو جايلي الترافيك، تمام؟ لو الترافيك ده مش مسموح له ان هو يعدي خلاص مش هدخل عليه. طب لو مسموح له ان هو يعدي خلاص هيبدأ ياخد الترافيك ده ويعدي لي الحاجة التانية. يعني لو احنا زي ما قلنا كده كأنه بوابة في النص، لو قال ده هتعدي، مش قال خلاص ولا كأنها هتعدي. بس هو الدكتور هنا بس عمال يوضح لكم اكتر. هنا دي اللايرز بتاعت الاو اس اي، الفيزيكال لاير والديتا لينك لاير والانترنت. انتوا اكيد مش عليكم تحفظوا اللايرز عشان احنا خدناها في النتورك وامتحنا فيها، احنا دلوقتي بنتكلم في السكيورتي. بس هي الفكره عشان الدكتور كان بيقول ان هو موجود في الابلكيشن لاير، تمام؟ هنا الدكتور بس بيشرح لكم الديسمس والالاو يعني ايه، ان الترافيك هيتعمل لها فلتر، تمام؟ باستخدام ابلكيشن نورز معينه احنا يعني موجوده في البروكسي ده، تمام؟ او في ايا كان في اللي احنا هنستخدمه. وبعدين او البراوزر او البروتوكولز اللي انا لسه عماله اقوله لكم. الانون ترافيك مش هتعدي، يعني الانون ترافيك اللي هي ديسمس مش سكيور مش هتعدي، اما الحاجات الالاود هتعدي. بس دي ما فيهاش اي حاجه غير ان الدكتور بيفهمكم يعني اندرستاندنج اكتر، ما فيش حاجه فيها. طيب الحاجه الثانيه سيركت ليفل جيت واي. خدوا بالكم ان احنا فوق كنا عمالين نتكلم ايه على الابلكيشن ليفل جيت واي، وقلنا ان هي موجوده في الاو اس اي في الابلكيشن لاير، ده اللي احنا كنا عمالين نتكلم عليها من شويه. دلوقتي بقى هنتكلم عن السيركت ليفل جيت واي. طيب دي بقى بتشتغل فين؟ بتشتغل في السيشن لاير بتاعه الاو اس اي موديل، او في التي سي بي لاير بتاعه التي سي بي اي بي. يبقى بالراحه الابلكيشن لاير، الابلكيشن ليفل جيت واي كانت شغاله في الابلكيشن لاير بتاعه ايه؟ الاو اس اي. السيركت ليفل لاير دي شغاله في السيشن لاير بتاعه الاو اس اي، وشغاله في التي سي بي لاير بتاعه التي سي بي اي بي، تمام؟ خدوا بالكم بقى من يعني عشان ممكن تجي لكم في ترو فولس او في كومبليت او كده. مثلا الدكتور ياخد لكم مثلا يقول لكم ان الابلكيشن لاير مثلا شغاله في السيشن لاير بتاعه الاو اس اي، كده انعكست المفروض ان السيركت هي اللي شغاله فيه، تمام؟ ممكن ايه عشان ما تتلخبطوش، خدوا سيركت وسيشن السي والاس قريبين من بعض شويه، يعني ان هما السيركت هتبقى في سيشن لاير عشان ما تتلخبطوش يعني. طيب اللي بيحصل في التي سي بي ان انا بيبقى عندي بيحصل هاند شيكينج يعني بين الباكتس وهي بتتباك. فين هاند شيكينج اللي احنا كنا بناخده في النتورك والباكتس وهي بتتباك بتعمل لها هاند شيك، وبعد كده بيدخل عليها بيعمل تشيك هاند شيك ده عن طريق مثلا الباريتي بات، بيشوف الباتس مثلا بعددهم ويتشيك عليهم ان هم كده تمام او حد عدل فيهم والكلام ده كله. فهو الدكتور بيقول لكم ان انا بعمل مونتر للتي سي بي في الهاند شيكينج والحاجات اللي معديه ورايحه، بس مفيش فيها حاجه ثانيه لحد دلوقتي. طيب ايه كمان بقى؟ ماشي اوكي. بص دلوقتي عندي في السيركت ليفل، احنا دلوقتي خلاص خلصنا الابلكيشن بنتكلم على السيركت ليفل جيت واي. زي ما قلنا ان هي اصلا موجوده في الاو اس اي والتي سي بي، والاو اس اي موجوده في السيشن لاير، دي اللي اتقالت في السلايد اللي قبلها. طيب الفكره فيها ايه؟ ان هي دلوقتي في التي سي بي عندي بتعمل تو كونكشنز، تمام؟ في التي سي بي لاير. طيب بتعلي السكيورتي ليه بقى؟ عشان خاطر بتليمت ايه الكونكشنز اللي هتعدي ومش هتعدي. هي كده كده اي فكره اصلا في اي حاجه ان انا بليمت ايه الكونكشنز الالاوت والحاجات اللي انا هعمل لها ديسمس، تمام؟ الفكره فيها ايه بقى؟ ان وانس ان انا بعمل كرييت، تمام؟
فالترافيكس يعني ما انت ان هي كرييتد وخلاص ان دي هتعدي، الترافيكس هتعدي بقى ايه من غير ما يتعمل لها اكزامينج للكونتنتس وهي موجوده. بمعنى ان انا مثلا دلوقتي خلاص لما عملت الكونكشن وعملت ليميت للكونكشنز اللي موجوده، فالكونكشن دي خلاص انا متاكده ان هي تمام، مش هاكزامين بقى الكونتنت وهي معديه واحده واحده بقى، فالدنيا تبقى بطيئه. تمام اهو بصوا، بستخدمها امتى؟ لما بكون بترست الانترنال يوزر ده، تراست الكونكشنز اللي انا شغاله، يعني خلاص الكونكشن دي اوريدي تراستد، فانا مش قاعده تشيك بقى على كل حاجه رايحه جايه عليها واحده واحده. بعد كده الدكتور بيقول ان في حاجه اسمها سوكس از كومنلي يوز، مش عارفه ايه سوكس بصراحه، هشوفها لكم لو الدكتور مش شارحها ديتيلز قدام شويه. هتشيك عليها ايه دي. تمام، بس يعني لحد دلوقتي الفكره اللي فيها ان انا في الابلكيشن كنت عماله اعدي على حاجه حاجه وعماله ابص عليها واشوف الكونتنت، فكده دي بقت تو. الفكره هنا كمان ان دي بيبقى عندي تو كونكشنز، والفكره ان انا لو عندي الكونكشن دي اصلا اوريدي تراستد، فانا مش هتشيك بقى على الكونتنت بتاعها، فكده دي اصلا بالنسبه لي بقت اسرع. اهو بصوا هنا اللي حصل، ادي دلوقتي سيركت ليفل جيت واي، ادي ده مثلا خلاص الكونكشن هنا تراستد، فبقى عندي هنا ان واوت وخلاص عماله تتعامل مع بعضها على طول. بصوا الفرق اللي انا كنت بقول لكم عليه، لو انا كنت بتكلم في الابلكيشن هنا في الناس بتاعت الابلكيشن، بصوا عماله تعدي على حاجات هنا كتير اصلا جوه والبروتوكولز مش عارفه ايه، وعماله تشيك على الكونتنت، عشان كده كان بيتقال في الاول ان هي فيري سلو. لكن هنا الفكره وانس ان الكونكشن هنا تراستد في السيركت ليفل، فانا عماله اعدي ما بين الكونكشن هنا والكونكشن هنا خلاص، مش بتشيك الكونتنت بقى ان ديتيلز وانا ماشيه واحده واحده. هنا الدكتور عشان بدا يقول لكم ان هو موجود في التي سي بي لاير. تمام، ففي التي سي بي لاير هنا برضو بقى بيبدا يتشيك نفس الكلام اللي موجود فوق، ان هو هيدسمس، وعمال يشرح لكم بقى ان الترافيك هيتعمل لها فلترز عن طريق سبيسيفيك رولز موجوده في السيشن بتاعتي، وهيشوف لو هي اوريدي اكسبتد هيتعمل لها الاو، لو لا هيتعمل لها دسمس. دي ما فيهاش اي حاجه غير انه بيوضح نفس اللي الدكتور كان عمال يقوله تاني فوق. طيب نبدا بقى نتكلم على الباكت فلترنج. معنى الباكت فلترنج يعني احنا من الاخر عمالين نعمل فلترز للباكت، ونشوف ايه من الباكت بتاعتي هيتعمل لها الاو، وايه من الباكت بتاعتي هيتعمل لها دسمس وهي معديه. طيب اول حاجه الباكت فلترنج ده عباره عن ايه؟ عن تكنيك. التكنيك ده بستخدمه الراوترز يعني ساعات بستخدمه عن طريق الاكسس كنترول ليست. احنا كنا لسه بنقول ان لو فاكرين في الاكسس كنترول ليست الكونتنت اللي احنا بنبقى مستخدمينها، كنا لسه عمالين نقول ان عندي شويه كومبوننتس مع بعضها بتوبريت عشان تعمل الفاير وول، كان منها الراوتر وكان منها الاكسس كنترول ليست. الاكسس كنترول ليست كنا عمالين نقول ان احنا منها بنحدد ايه الحاجات اللي احنا الباكتس هتعدي منين، والريسورس والديستنيشن والبورتس ومش عارف ايه والكلام ده كله. ففي الباكت فلترنج دلوقتي ده الدكتور بيقول لكم ان ده تكنيك الراوترز من خلاله بتستخدم الاكسس كنترول ليست اللي هي المفروض تبقى تيرند اون، ان هي بتشوف بقى ايه اللي رايح فين وجاي منين. بعد كده باي ديفولت في الطبيعي ان الراوتر هيعدي كل الترافيك اللي مبعوتاله. اندوسو وزود اني سورت اوف ريستريكشن. ماشي، في الطبيعي خالص من غير الاكسس كنترول ليست ولا اي حاجه، ان المفروض الراوتر يعدي كل الترافيك اللي مبعوتاله، ويعني يخليها تدخل ويخليها برضو ايه تتحط يعني تتعمل لها من غير ما يبقى عندي اي نوع من انواع الريستريكشنز، يعني دي لا هتعدي بطريقه معينه او كده، ده في الديفولت. تمام ماشي. بصوا من الاخر كده هو الدكتور بيقول لكم ايه، ان انا في الراوتر في الطبيعي كان يسيب الداتا تدخل وهتخرج، لما جيت دخلت معايا الاكسس كنترول ليست فرحت جاي ايه حطيت الحاجات بقى بالسورس بتاعتها بتاعت الباكتس اللي جايه. فلما حطيت الاكسس كنترول ليست دلوقتي عملت انفورس للسكيورتي بوليسي بتاعتي ان هي تسورت الاكسس اللي انا عايزه ادخل عليه من انسايد والاوتسايد، فالموضوع بالنسبه لي كده بقى مور سكيور. ده كل الفكره اللي الدكتور ايه بيقول لكم عليها، يعني هو دلوقتي بعد ما قال ان الراوتر يعني باي ديفولت بيبوست الترافيك يعني اللي مبعتله، رجع قال ان انا لما بحط الاكسس كنترول ليست اللي انا بستخدمها اصلا في الباكت فلترنج بتخليني انفورس السكيورتي بوليسي بتاعتي ان هي تصورت الاكسس اللي معمول الاو من اوتسايد للانترنال بتاعي انا. تمام الباكت فلترنج
ماشي الدكتور دلوقتي بيقول ايه الاوفر هيد اللي انا بستخدمه في الباكت فلترنج بيبقى اقل من الموجود في الابلكيشن جيت واي. ليه؟ عشان لو تفتكروا احنا لسه في الجيت واي عملنا قلنا عادي ان احنا بنعدي على حاجه حاجه وبنشوف الكونتنت والكلام ده كله، لكن هنا في الباكت فلترنج خلاص انا اصلا عامله ليست وبعدي منها، فالاوفر هيد اللي بيحسب بيبقى اقل. بس هي دي الفكره، ما فيش فيها حاجه تانية يعني. مش عارفه الحاجات دي ممكن تجيلكم في ترو فولس، بس مش زي حتى حاجه فيها تيجي في ترو فولس قوي، بس خليكم فاهمينها ايه اهم حاجه عشان ايا كان نوع السؤال اللي هتيجي فيه تعرفوا تتعاملوا معاه. ماشي ايه كمان، خد بالكم ان الباكت فلترنج زي ما احنا قلنا بتتعامل عن طريق الراوترز والاكسس كنترول ليست، عشان الراوترز بتدخل الاكسس كنترول ليست وبتبدا تفلتر وتشتغل بالحاجه اللي موجوده. تمام، يعني الاكسس كنترول ليست لازم المفروض يكون معاها الراوترز يعني مش لوحدها. اهو بصوا نفس الكلام الدكتور بيعيده تاني دلوقتي، بيقولوا علشان خاطر الاوفر هيد اقل لما بستخدم الباكت فلترنج، تمام، اللي هو بنستخدمه عن طريق الراوترز والاكسس كنترول ليست، فاحنا ممكن نستخدمه اكتر يعني علشان خاطر الباكت فلترنج. والدكتور عمال يعيد تاني ان الباكت فلترنج اسرع بكتير من الابلكيشن جيت واي لتر جيت واي لاير، عشان احنا لسه قايلين اصلا الابلكيشن جيت واي دي ابطا حاجه. تمام، انا دلوقتي لما استخدمت الاكسس كنترول ليست مع الراوترز الموضوع بقى اسرع بالنسبه لي، فعشان كده الاوفر بما ان الاوفر هيد قليل فكده هيبقى اسرع، عشان كده احنا بنستخدمها يعني كحاجه اسرع يعني. ده اللي الدكتور حاطه هنا، ده ملخص الكلام اللي موجود هنا. ماشي، هو الدكتور دلوقتي بيقول لما احنا بنستخدم الباكت فلترز بنبدا نعمل يعني نعرف ايه الباكت اللي جايه من الانترنت وايه الباكت اللي جايه لي من الانترنال نتورك. بمعنى ايه؟ وانا ممكن في الانترنال نتورك اكون واخده باكت من حد جنبي، تمام، والانترنت برضو جاي لي منه حاجه، بس عشان خاطر انا دلوقتي عندي اكسس كنترول ليست، والاكسس كنترول ليست دي كل باكت فيها موجود الادرس بتاع السورس والادرس بتاع الديستنيشن والبورتس في معلومات عنها، تمام، فاقدر اعرف الباكت اللي جايه لي دي جايه لي من انترنال نتورك اللي انا اوريدي فيها ولا جايه لي من انترنت من بره. تمام، ايه كمان، بس هو الدكتور بيقول يعني دي اكتر حاجه احنا بنوصل لها، مش بندخل سبيسيفيك اكتر من كده غير ان احنا يعني نعرف هي جايه من الانترنت من بره ولا جايه من الانترنال نتورك اللي انا موجوده فيها. ماشي، بعد كده في الباكت فلتر احنا كل ده عمالين نتكلم على الباكت فلترنج. فاول حاجه الدكتور بقى بدا يتكلم الديتيلز اكتر، فبيقول ان الباكت فلتر ده بيشتغل في النتورك ليفل بتاع الاو اس اي مود. تمام، يعني احنا كده كده زي ما احنا عارفين احنا كان عندنا لايرز كتير قوي، الباكت فلتر بيشتغل في الليفل بتاع النتورك، تمام، بتاع الاو اس اي. بص انا عارفه ان هي اتلخبط شويه، بس وانتوا بتذاكروا كده هاتوا ورقه وقلم واكتبوا ده يعني مثلا الابلكيشن بيشتغل في الابلكيشن لاير بتاعه الاو اس اي، الجيت واي بيشتغل في السيشن لاير بتاعه الاو اس اي وبيشتغل في التي سي بي، وعندي باكت فلتر بتشتغل في النتورك لاير بتاعه الاو اس اي. يعني هاتوا ورقه وقلم بس اكتبوا كل حاجه بتشتغل في لاير ايه عشان لو جات لكم في ترو فولس او في كومبليت. تمام، انا عارفه ان هي اتلخبط شويه وان الليكتشر دي فيها نظر كتير جدا يعني. ايه كمان، ماشي، الدكتور بيقول لكم دلوقتي ان كل باكت هتعدي قبل ما تتبعت يعني تعملها فورورد الحاجه، هيتعدي على شويه كرايتيريا كده معينه هتتقارن بيها عشان يعني يشوفوا اه هي هتنفع ولا لا لحد ما تتبعت. نفس الكلام اللي كان موجود فوق يعني. طيب الباكت فلترنج في الفاير وولز، لو احنا مستخدمين فاير وولز بقى باكت فلترنج واحنا شغالين، ده بيبقى له كوست مش هيكلفني كوست كتير قوي. الفكره كلها ان انا عندي ليست وعندي راوتر والليست دي موجود فيها الحاجه والراوتر عمال يتشيك ويشوف ايه الحاجات وهي معديه وهي رايحه وخلاص، فدي كده هتبقى له كوست، بس كمان ليها له امباكت على النتورك بيرفورمانس يعني، مش يعني البيرفورمانس بتاعي هيبقى له شويه، لسه في حاجات هتبقى اعلى، لسه هناخد الهايبرد سيستم والكلام ده كله. طيب تاني الدكتور بيتكلم عن الباكت فلترنج،
فاكرين كده في الاول ان احنا كنا عمالين نتكلم على انواع الفاير وولز، قلنا ان احنا عندنا بنستخدمهم نوعين، يا اما سيمبل يا اما كومبلكس على حسب الانفايرمنت اللي انا فيها. فلو سيمبل هستخدم باكيت فلتر وخلاص، بس لو كومبلكس عادي على سيرفر لاير. احنا دلوقتي بنتكلم في سيمبل انفايرمنت اللي هي فيها الباكيت فلتر. الدكتور قدام شويه هيبدا يتكلم على الكومبلكس. اول حاجه عندي بقى دلوقتي نفس الكلام احنا عمالين نتكلم في الباكيت فلتر لحد دلوقتي، simplest of components دي اكتر حاجه سيمبل، عشان كده اصلا احنا بنستخدمها في السيمبل انفايرمنت. تمام، بتستخدم الترانسبورت لاير انفورميشن اونلي. يبقى بصوا في الورقه والقلم اللي انا بقول لكم تبقوا تكتبوا الحاجات وكده، بتزودوا ان هي بتستخدم الترانسبورت لاير في الانفورميشن بس. تمام، يعني الانفورميشن اللي هاخدها او كده بتستخدم فيها الترانسبورت لاير. ايه بقى الموجود يعني في الترانسبورت لاير؟ الحاجات اللي هتبقى موجوده وانا شغاله فيها، زي الاي بي بقى، دي الحاجات الموجوده في باكتس المفروض تبقى معروف عنها، السورس ادرس بتاعي، الديستنيشن ادرس، البروتوكولز اللي موجوده، التي سي بي والجي دي بي سورسز اللي انا هتتباكت، يعني كل دي المعلومات اللي موجوده عن الباكت. تمام، التي سي بي اي تي سي بي فلاجز اللي موجوده عندي لو انا هعمل سينكرونايزيشن بقى، والاكنولجمنت الحاجات اللي احنا كنا بناخدها في النتورك، الاي سي ام بي مسج تايب، يعني دي كلها المعلومات اللي هتبقى موجوده، الانفورميشن اللي موجوده عن الباكت بتاعتي. تمام، يعني مثلا انا عندي دي ان اس مثلا بتستخدم البورت 53 مثلا، يعني دي معلومه كان معناها ايه؟ ان دلوقتي مفيش بورد هتستخدم، يعني مفيش حاجه هتدخل على البورد 53 غير التراستد مثلا سيرفرز، غير كده خلاص، فخلاص دي تراستد فانا هدخل اكسس عليها مثلا، يعني ده فور اكزامبل. خليكوا بس عارفين ان هي سمبلست وان هي بتستخدم الترانسبورت لاير عشان تحط فيها الانفورميشن اللي هي بقى الحاجات الانفورميشن بتاعت الباكتس راح فين وجايه منين. ادي كده مثلا دي رسمه بتشرح الباكت فلترنج، عندي الانترنت عادي وادي البرايفت نتورك اللي انا شغال عليها، وهي المفروض الحاجات رايحه من الانترنت على البرايفت نتورك وانا رايحه وانا جايه بس. والفكره كلها ان انا هيبقى عندي راوتر وعندي اكسس كنترول ليست، وهو عمال او الباكت فلترنج راوتر وهو عمال شغال بس فلتر، وانا عمال اشتغل ما بين البرايفت نتورك والانترنت بتاعي. دي عشان الدكتور كان لسه بيقول لكم ان هي شغاله في الانترنت بروتوكول في الاي بي. تمام، فنفس الكلام بقى اللي هو موجود فوق تاني، ان الترافيك هتبقى فلتر بيزد على سبيسيفيك رولز انكلودنج السورس والديستنيشن بتاع الاي بي ادرس، عشان الباكت هيبقى فيها انفورميشن بتاعتها وانا انكلودنج ليها اصلا بختار من الاكسس كنترول ليست. تمام، بعد كده الدكتور بيقول لكم يعني ان الان نون ترافيك هتبقى الاود لحد ليفل 3 في النتورك ستاك بس. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني عشان هي دلوقتي، مش انا دلوقتي دي عندي ليفلز ماشيه من ليفل 1 لحد ليفل 5، وانا موجوده دلوقتي هي الباكت فلترنج ده بيحصل في اللاير بتاعه الانترنت بروتوكول. تمام، فهو بيحصل في اللاير دي، لو حاجه مش اكسبتد مش هتعدي باقي اللايرز بعد كده فخلاص. تمام، يعني مثلا زي لما كنا بنتكلم على الابلكيشن جيت واي، الابلكيشن جيت واي موجوده في الابلكيشن لاير، فعادي هي هتتقبل هنا وهتتقبل هنا وهتتقبل هنا وهتتقبل هنا، بس ممكن هنا تيجي ما تتقبلش فمش هتعدي. تمام، فعشان كده الفكره ايه؟ لما احنا كنا بنتكلم على حاجه سامبل حطيناها مثلا هنا، استخدمنا مثلا الباكت فلترنج، حاجه كومبلكس هنعدي على سيفرال حاجات ثانيه فالموضوع بقى اصعب شويه كده يعني. اما الكونسبت ليفل 3 وليفل 4 اللي احنا كنا عمالين نبص عليهم دول عشان كليفل في الترتيب يعني في اللايرز واحنا ماشيين. طيب تاني نفس الكلام، استخدام الباكت فلترنج بنستخدمها في ايه؟ عشان نفلتر الانكومنج والاوتجوينج انفرنس، الحاجات اللي رايحه واللي جايه بفلتر اللي فيها. تمام، زي مثلا الاي بي ادرس اللي جاي ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ان هي بتمنع يعني بتوقف او بتمنع بعض السيرفيسز. تمام، ماشي. كمان المفروض تبقى عندها نولج من التي سي بي واليو دي بي بورت، يعني عشان استخدمها محتاجه اعرف البورت بتاعتي دي تي سي بي ولا يو دي بي وانا شغاله، عشان لو تي سي بي هبقى محتاجه يبقى عندي اكنولجمنت وانا ماشيه، اللي هي الحاجات اللي كانت موجوده هنا دي ان انا محتاجه اعرف هي تي سي بي ولا يو دي بي والسورس والديستنيشن، خصوصا ان هي لو تي سي بي هيبقى لو فاكرين يعني لما كنا بنعمل في النتورك حوار ان انا ببعت اكنولجمنت ويترد عليا والكلام ده كله، فانا محتاجه كل الحاجات دي تبقى معروفه. ده اللي الدكتور بيقول لكم عليه هنا. طيب هنبدأ بقى نتكلم ازاي نعمل configure للباكت فلتر. تمام، اول حاجة الدكتور كاتب هنستارت ويز اسكيورتي بوليسي، هيبقى في بوليسي معينة كده هتتحط وهنبدأ نمشي عليها. تمام، طيب ايه كمان؟
طيب بص مبدئيا كده ازاي تكونفجرو، نعمل كونفجريشن يعني الباكت فلتر. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان هيبقى في بولس سكيورتي بولسي معينه احنا هنمشي عليها، ايا كان بقى سكيورتي بولس دي على حسب بقى ما بتتحدد. تمام، الفكره ايه؟ ان احنا هنشوف ايه الباكت اللي الاود ان هي تعدي. طيب هنشوف الباكت الاود اللي هي تعدي دي ازاي. هيبقى في كده يعني، هو الدكتور مش شارح لكم الديتيلز، بس هو بيقول لكم ان في بولسز في سكيورتي هنمشي عليها، وان في لوجيكال اكسبريشن، واللوجيكال اكسبريشن دي هي اللي بتخليني اعرف ايه انواع الباكتس اللي هي الاود ان هي تعدي. تمام، بيبقى عندي في جنرال رولز. الجنرال رولز دي ليها ليست بريفليج، يعني ايه؟ يعني مش كل البريفليج الحاجات الموجوده لازم استخدمها، دي جنرال رولز اخد منها اللي انا عايزاه. بمعنى زي ايه؟ مش كل الحاجات مثلا هتبقى بروهيبتد، ممنوعه. لو انا مش محتاجه مثلا حاجه معينه من الرول، ممكن اعمل لها اليمينيشن وما استخدمهاش. من الاخر تاني، الدكتور هنا مش كاتب ان ديتيلز احنا شغالين، بس هو بيعرفكم في بوليسي معينه هستخدمها، الباكتس اللي هيتعمل لها الاو هيبقى ليها لوجيكال اكسبريشن هتعرفها، هيبقى عندي جنرال رولز وبريفليج معينه لو انا مش هحتاجها ممكن اعمل لها اليمينيت عادي. طيب بعد كده اوكي، دكتور دلوقتي بيقول احنا زي ما احنا قلنا ان احنا قلنا في شويه رولز هنعدي عليها. تمام، فالدكتور اللي هي الجنرال رولز اللي موجوده هنا دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اخر السبت، جنرال رولز والبريفليتس اللي موجوده عندي. طيب دلوقتي الدكتور بيقول لكم ايه؟ ان كل رول اللي هعدي عليها هتبقى بعدها امبليسيت رول وانا ماشيه. يعني مثلا ادي الاكشن، وبعد كده عندي هنا مثلا الهوست بتاعنا، وبعد كده البورت بتاع البورت اللي انا هاكسس عليها للهوست بتاعهم، وبعد كده البورت اللي هتوصلني مثلا لحاجه، فكل حاجه وانا ماشيه عماله ايه تتبعت للتانية. تمام، مثلا الدكتور كاتب لكم هنا اكزامبل، ماشي. مثلا احنا دلوقتي في الاكزامبل الدكتور بيقول ايه؟ لو احنا عايزين مثلا نعمل ميل باستخدام السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول على البورت رقم 25. تمام، بس احنا عايزين عن طريق الجيت واي ماشين بتاعتنا احنا. تمام، ماشي. طيب بس الفكره بقى ايه؟ ان احنا عايزين نعمل ده، بس هنسبوز ان الميل فورم اللي احنا ماشيين فيه في بارتيكولر سايت مثلا هيبقى فيه حاجه اسمها الاس بي اي جوت دي، وده بلوكت واحنا ماشيين عليه، فلو هو بلوكت مثلا كده هيبقى فيه مشكله. تمام، فهو دكتور بس الفكره ان هو عمال يقول لكم ايه؟ ان كل رول هتوديني الحاجه بعدها، فانا عماله تشيك وانا ماشيه على الحاجات اللي موجوده عندي. طيب ايه السوليوشن بقى اللي انا ممكن اعمله؟ بصوا كده، ادي دي رسمه وضحت ايه، ادي البلوك اللي انا ماشيه فيه، وانا همشي عن طريق الجيت واي بتاعتي، فروحت للهوست. تمام، وبعد كده رحت جاي للبورت اللي بعدها، ادي اهو تمام، دي اتعمل لها الاو، بعد كده مشيت ودخلت على البورت رقم 25، جيت على دي راحت اتعمل لي فيها بلوك، وانا عايزه اوصل ايه؟ عايزه اوصل للاخر. ايه بقى السوليوشن اللي احنا هنحصل له؟ وي دونت تراست ذيس بيبل كونكشن تو اور اس تي ام. ماشي ماشي، هو كل اللي عمله هنا الفكره في ايه؟ يعني بص، اول حاجه الدكتور قال ايه؟ ان احنا واحنا ماشيين عمالين ايه، كل حاجه كل رول عماله تعدي على بعدها على بعدها واحنا ماشيين لحد ما نوصل للاخر. فانا دلوقتي في الاكزامبل ده الدكتور كان عايز يقول ان احنا هنبعت مين بالاس ام، بالاس ام دي بي باستخدام البورت 25، فراح جاي كده ادي البلوك بتاعتي اتعمل له الاو من الاول. تمام، ادي الهوست بتاعنا احنا، تمام، ادي في المسج والبورت اللي احنا هنأكسس عليه 25، راح جاي عند الاس بي اي دي او تي اللي الدكتور بيقول عليها دي اللي اتعملت بلوك، فالبورت هنا مفيش رقم خلاص ما اتقبلتش، عشان ايه؟ دي حاجه مش تراستد. تمام، ده اكزامبل تاني بقى الدكتور بيتكلم فيه. سبوز وي وانت تو امبلمنت سكوستين اني انسايد هوست كان سيند ميل تو اوتسايد. ماشي، دلوقتي بقى ايه؟ هو هنا كان الدكتور بيتكلم في ان هينفع، احنا هنا كنا عاملين الانسايد مش هينفع يبعت كده لاي حاجه خلاص، مش هينفع، مش كونكشن، مش سكيور. طب فلنفرض بقى ان احنا عايزين اي حد انسايد يبعت ميل للاوتسايد عادي، الدكتور بقى هنا عامل ايه؟ طالما اي حد انسايد هيبعت للاوتسايد، ادي الاكشن اتعمل له الاو. تمام، اوتوماتيك. بصوا نط منين بقى؟ نط من الهوست بتاعنا للبورت للهوست التاني، الهوست التاني بقى منه راح بعت بورت راح بعت على طول، فالكونكشن بقى ايه؟ اتعمل كونكشن بيهم دايركت. يعني بصوا الفكره هنا في اللي فات، مش عارفه الدكتور ممكن يسالكم حاجه زي دي ولا لا، بس ما اعتقدش. يعني هنا لما اتعمل له بلوك خلاص ما اتبعتتش ووقفت. طب لو انا عايزه اللي جوه يبعت على اللي بره على طول، خلاص انا ما عملتش بورت من جوه ورحت بعت من جوه اللي بره على طول من غير ما اعمل بورت من جوه ليهم ومن ليهم للحاجه اللي انا عايزه اوصل لها، انا نطيت عليهم على طول.
زي اللي موجوده في الرسمه هنا هنا. وانس ان اتعمل له الاو، رحت رايحه للبورت اللي طالعه من الهوست بتاعهم، ورحت ايه خلاص الحاجه بتاعتهم اوريدي ايه اتقبلت. ماشي. السوليوشن ده الدكتور قال ان هو بيقلاه بقى ان انا اخد اي حاجه من الانسايد ماشين للاوتسايد ماشين دايركت من غير ما تعدي على الرولز دي، كده سيمبل انف مثلا. بس كده ممكن يحصل مشاكل او طبعا يعني الدكتور هيشرح لكم الديتيلز دلوقتي. تاني بالراحه عشان مثلا كانوا تفهموا وديني هنا الدكتور قصده بيها ايه. في الاول مثلا كنت عماله اعدي على رولز وكده، فممكن الحاجه اللي عملناها بلوك ما عرفتش ادخل دايركت. طب لو انا كنت عايزه ادخل دايركت كنت عامله ايه؟ ما عدتش على البوست البورتس بتاعتي كده، وخليت اي حد من جوه يبعت لبره عادي، بس ايه دايركت من غير ما يعدي على البوست بقى بتاعي وياخد البورت بتاعي ليهم، لا رحت بعت دايركت. تمام. فدي بقت حاجه ايه سيمبل بالنسبه لي. بصوا بقى خدوا بالكم، هي بقت سيمبل اهي وعدى عليها دايركت، بس بقى فيها مشكله. ايه المشكله اللي حصلت لما عدت عليها دايركت؟ ان انا دلوقتي ما بقاش عندي ريستريكشن، حاجه يعني تحدد لي ايه اللي هيدخل ايه اللي هيطلع بره، كل عمال يطلع على طول. فممكن يجي كده اي انمي اي حد من النص يدخل يدخل على الانترنال ماشين بتاعتي ويقوم ايه يستخدم البورت دي ويبعت عليها على طول. فلنفرض يعني ان احنا شركه مهمه، والشركه المهمه دي هتبعت بيانات مثلا للعملاء، والعملاء دي ناس مهمين مثلا، وانا رحت مخليهم ايه ينطوا عليهم على طول. فانا مش عامله بقى رولز وبنط على طول، راح جاي واحد في النص داخل على الانترنال من عندي وراح بايت وراح عك الدنيا مثلا يعني. تمام. طيب يعني من اول كده خالص ايه اللي حصل، بس عشان تبقوا مجمعين الاكزامبلز، الاكزامبل بيدبنت على بعض. في الاول الدكتور بدا يقول احنا عايزين نبعت الميل على البورت دي، بس دلوقتي ده اتعمل له بلوك. فلما اتعمل له بلوك كان في مشكله. طب خلاص احنا حلينا المشكله بايه؟ بان احنا بدل ما هنبقى ماشيين ستيب باي ستيب احنا هننط على طول وهنبعت. طيب اتحلت اه، بس في مشكله. ايه هي؟ ان ممكن حد يجي في النص. طب ايه السوليوشن اللي احنا ممكن نعمله احسن من ده؟ ده اللي الدكتور وصل له لحد دلوقتي. طيب الدكتور بدا دلوقتي بقى في السوليوشن يعمل ايه؟ يعمل حوار الاكنولجمنت زي ما احنا كنا واخدينها كده، ان باكت هبعت ريكوست فيرد عليا يقول لي اه تمام دي وصلت لي، فانا ارد عليه بالاكنولجمنت وانا ماشيه زي ما كنا بنبقى واخدين. اللي حصل بقى قال دلوقتي ان الاكنولجمنت هيسيجنيفاي الباكت سبورت مش اون جوين كونفرزيشن. ماشي. الاكنولجمنت هيحدد لي ايه الباكت اللي رايحه وايه الباكت اللي راجعه وانا شغاله ما بين الاثنين. تمام. ماشي. الدكتور بيقول دلوقتي ان الباكتس اللي ما فيهاش اكنولجمنت تمام دي بس بتبقى من الانترنال هوست واحنا ماشيين، الانترنال هوست اللي موجود عندي، بس مع الاكسترنال هوست هيبقى فيه اكنولجمنت. عشان انا مثلا بتعامل من جوه لبره، فمن جوه لما يبعت لبره يبعت لي اكنولجمنت وبعد كده يرد عليا تاني جوه. فايه اللي حصل هنا بقى؟ حل الموضوع ازاي؟ ادي كده الاكشن اتعمل له الاو، ادي الهوست بتاعنا. بعدين ايه هيدخل على البورد بتاعت 25، دخل على البورد تمام. فراح جاي ايه للبورت بتاع البورت بقى ادي الديستنيشن اهو اللي انا هتعامل معاه، فمن الديستنيشن هيدخل على نفس البورت بتاعت 25. حلو كده. اتبعت عندي اكنولجمنت ان هو وصل، اعتبره مثلا ان ده يوزر وده يوزر واحنا شغالين كده. فده لما بعت راح ده بعت له اكنولجمنت ان الحاجه وصلت له، فانا كده خلاص تمام. فالباكتس ايه راحت وصلت بالريبلاي ان هي وصلت له. تمام كده. يبقى تاني المشكله دي كلها ريليتد من بعضها من اولها، من اولها خالص اتعمل بلوك. راح قالوا خلاص احنا هنبعت دايركت على طول. طب لما بعت له دايركت على طول من غير اكنولجمنت ولا حاجه، راح جاي حد ايه الدكتور في النص. طب خلاص، طب انا ببعت اكنولجمنت، ما انا كده عماله اتاكد. لان لو فاكرين ان ديتيلز، هو الدكتور هنا مش كاتب الاكنولجمنت ان ديتيلز، بس لو تفتكروا ان ديتيلز كان بيبقى فيه سيكونس نمبر وحاجات احنا بنبعت بيها ريليتد بالجهاز بتاعي. فانا ببعت ريليتد بالجهاز بتاعي بسيكونس نمبر وبيجمع عليه ويرد عليا، فانا ممكن تكونوا فاكرين الحاجات دي يعني، او لو نسيتوها مش مشكله مش هتسالوا فيها، بس انا بس بحاول افهمكم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. هيبدا هنا ايه نتأكد كده الموضوع بقى مو سكيور وحدنا ايه الدنيا اكتر. طيب كل احنا لحد دلوقتي عمالين نتكلم عن الباكت فلترز، ما رحناش في حته ثانيه. بعد كده الدكتور بدا يتكلم على الستيتفول باكت فلترز برضه. تمام. ماشي. الدكتور بيقول ان التراديشنال باكت فلترز، يعني بص انا دلوقتي باكت فلترز عندي عادي مفيش حاجه، في بقى حاجه هنتكلم عليها على الستيتفولز. تمام. فالفكره بقى في ايه؟ ان الترديشنال باكت فلتر اللي احنا عمالين نتكلم عليها دي مش بتكزامن الهاير لاير كونتنت، يعني مش بتكزامن الهاير لاير كونتنت زي ما احنا قلنا ان هي كانت واقفه في اللاير بتاعت الاي بي، فمش بتكزامن الهاير لاير. انا ماليش دعوه بقى باللاير واشوف الكونتنت بتاعها، انا واقفه على اللاير بتاعتي. تمام. طيب دلوقتي انا عندي في الترديشنال باكت زي ما احنا كنا بنقول ان هي مش بتكزامن الهاير لاير. تمام.
طيب بعد كده قالوا لو احنا عايزين نكزامن الهاير لاير وكده، يبقى عندي بقى الستيت فور باكيت فلتر دي بتادرس بتادرس اللي احنا عايزينه ده، ان احنا نكزامن الهاير لاير. تمام. طيب بيعمل ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل ده ازاي؟ عن طريق الستيت فور باكيت فلتر، ان هي بتكزامن كل اي بي باكيت معديه بالكونتنت بالكونتكست بتاعها. تمام. بمعنى ايه؟ اول حاجه ان هي بتكيب تراك ما بين الكلاينت والسيرفر سيشنز. بمعنى انا دلوقتي بتعامل مع السيرفر، عمال ايه ده، انا بعت كذا وسيرفر رد عليا كذا وعملت كذا، فعماله تشيك ايه اللي رايح وايه اللي جاي. تمام. وبتتشيك كل باكت، بتشوف الفاليديتي بتبلونج لايه بقى، يعني الباكت دي بتبلونج ايه. مش احنا اصلا عندنا مسج بتتقسم مجموعه باكتس، الباكت دي رايحه جايه، فبتشوف بقى ايه الباكت دي ريليتد بالباكت دي ورايحه مش عارفه ايه وكده. فكده الموضوع بقى احلى، يعني احسن عندي ان انا بديتكت الباكتس اكتر، وشايفه يعني رحت للهاير لايرز وانا ماشيه. تمام. دي في ايه؟ في الستيت فور باكتس. طيب الدكتور بقى بدأ يتكلم، احنا كل ده لحد دلوقتي بنتكلم في السيمبل انفايرمنت، لو انا بتكلم على باكيت فلترز. الدكتور بقى دلوقتي بيقول لكم ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل في الباكيت فلتر. اول حاجه ممكن يحصل اي بي سبوفينج. تمام. طيب ايه بقى الاي بي سبوفينج ده؟ الفكره مبدئيا كده اصلا السبوفينج ده كده بس اتاك، مش اكتف اتاك. تمام. خدناه في الاول كده. في السبوفينج ان حد قاعد عمال، يعني مثلا لو الداتا بتاعتي انكربتد وكده، عمال يعمل اناليسز للداتا كده وهي معديه وهي رايحه وهي جايه، عمال يعمل ترافيك اناليسز. تمام. طيب الاتاكس اللي بتحصل، يبقى اول نوع من انواع الاتاكس ان يحصل عندي اي بي ادريس سبوفينج. الفكره في ايه؟ الدكتور بيقول دلوقتي ان هيبقى عندي فيك سورس ادريس تو بي تراستد اوكي اند فلتر اون راوتر تو بلوك. حلو. انا دلوقتي هكريت ادريس ان حد يعني يتراسته، واصلا الادريس ده فين. تمام. وبعد كده هحط بقى ايه الراوتر، هحط الفلترز في الراوتر ان هي تبقى بلوك بالنسبه لي. مش احنا دلوقتي عندنا الراوتر بيبقى عندي الاكسس كنترول ليست وبيبدا شغال منها وكده، فانا رحت حاطه فيك ادريس في وسط الاكسس كنترول ليست دي وانا شغاله. فكده النوع من انواع الاتاك ان انا ممكن اعمل ايه اي بي ادريس سبوفينج. تمام. ورحت داخله بقى في النتورك معاكم في النص وقاعد عمال اشوف ايه الدنيا عمال يحصل فيها ايه. نوع كمان من انواع الاتاكس ممكن تحصل على الباكيت فلترز، ان انا يحصل عندي سورس راوتنج اتاكس. هاتاك يعني هاتاك على الراوت، على السورس. مش انا دلوقتي قلنا من شويه ان انا ببعت من سورس الديستنيشن، وبعد كده ده ممكن يدخل اتاك لو انا بعت الديستنيشن على طول من غير ما اعدي بالستبس. وبعد كده دخلنا على حوار الاكنولجمنت عشان خاطر نعلي الموضوع اكتر شويه. فممكن دلوقتي يحصل عندي سورس راوتنج اتاك. الفكره بقى فيها ايه؟ ان الاتاكر ستراوتر اذر زين ديفولت، ماشي. بيخلي الاتاكر بيعمل ايه بقى في السورس دي؟ بيخلي الراوتر يشتغل على انه ديفولت. يعني ايه يشتغل على انه ديفولت؟ ما يستخدمش الاكسس كنترول ليست ويسيب اي حاجه داخله وطالع عادي. بالظبط نفس اللي حصل هنا. بصوا ده اللي حصل هنا كده، فين 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 كده، بصوا كده ايه اللي حصل. دايركت ما عدتش على حاجه، الراوتر اشتغل كانه بيشتغل عادي من غير اكسس كنترول ليست. ففي الحاله دي احنا قلنا ايه اللي كان ممكن حد يدخل؟ هو ده اللي الدكتور بيتكلم عليه هنا في الاتاك ده، في السورس راوتنج اتاك. تمام. ماشي. طيب في حاجه اسمها تايني فيجمنت اتاكس. التايني فيجمنت اتاكس دي بيعملوا ايه؟ بنقسم، مش احنا دلوقتي الباكت بيبقى معاها هيدر، والهيدر بتاع الباكت دي اتمنى ان انتوا تكونوا فاكرين الحاجات دي خدناها في النتورك. الهيدر بتاع الباكت دي بيبقى فيه معلومات عن الباكت، وبيبقى فيه حاجات بتخلينا تشيك الباكت دي حاجه تعدل فيها ولا لا، وحاجات كتيره قوي. فهي الفكره ايه؟ ان يجي الاتاكر يقسم الهيدر لتايني باكتس، يعني الهيدر نفسه هقسمه لباكتس صغيره. تمام. هو ده اعمل ريسامبل بقى فيها والعب فيها زي ما انا عايزه، واقوم مجمعه وحطها تاني وكده. ايه ده نوع من انواع الاتاكس ممكن اعملها. تمام. ايه كمان؟ طيب الدكتور بقى بيقول لكم بس يعني ان الحاجات دي من الكومن اللي بتحصل، فانا محتاجه اديل مع الترافيك وهو رايح وهو جاي، وان انا اصحح اهم من السبيد بتاعتي. ان انا اصحح ايه اللي رايح وايه اللي جاي اهم عندي من السبيد، من الحاجه بتاعتي، عشان محدش يدخل يعمل اتاك. بعد كده هنبدا نتكلم عن الهايبرد سيستم. بس طيب بصوا احنا يعني كنا عمالين نتكلم من السي بيز الكومبوننتس اللي موجودين عندي وكده، فكنا عمالين نتكلم على الابلكيشن جيت واي، وبعد كده اتكلمنا عن الباكت فلترنج، وبعد كده هنتكلم عن الهايبرد سيستم. كان كل سيستم ليه مميزاته. اعتقد لو دكتور هيجيب لكم كومبارزون ممكن يجيب لكم كومبارزون مثلا بين الثلاثه لو ممكن يسالكم فيهم، وخدنا وكل واحد فيهم شغال في انهي لاير وكده.
ان الابلكيشن كان بطيء، فبعد كده جبناها الباكت فلترنج كانت اسرع. بعد كده دلوقتي هنبدا نتكلم عن ايه، عن الهايبريد سيستم. تمام، بس انا متاكد انه بيسجل. تمام. طيب دلوقتي بقى هنبدا نتكلم عن الهايبريد سيستم. الدكتور كاتب فيها ايه؟ اول حاجه ان احنا ممكن نحتاج نعمل كومباين للبيزكس يعني بتاعه الفاير وول، بحيث ان احنا نعمل سكيورتي اعلى. وفي الطبيعي مثلا لو انا عندي سيستم مثلا في حاجه وده في حاجه، لو انا حطيت الاثنين مع بعض اكيد الموضوع لما يبقى هايبرد هيبقى ادفانسد شويه، زي مثلا كنا ناخد في النتورك كده لما كنا واخدين مثلا الستار والمش مش عارفه ايه وكده، لما كنا بنحطهم مع بعض الموضوع كان بيبقى هايبرد، فكان بيبقى احسن بالنسبه لي. فالدكتور هنا بيقول يعني مثلا هنعمل كومباين علشان نعلي السكيورتي. فمثلا عندنا الابلكيشن جيت واي مع الفلكسبيليتي بتاعتها، تمام، والسبيد بتاع الباكت فلترنج. ليه بقى؟ احنا زي احنا قلنا الابلكيشن جيت واي هي كانت فلكسبل بس كانت فيري سلو، صح، والباكت فلترنج كان فيري فاست. فاحنا هنخلي الاثنين مع بعض عشان خاطر ناخد الادفانتج اللي هنا والادفانتج اللي هنا، تمام. وبعد كده الدكتور بيقول ان في بعض الناس يعني بيعملوا سيستم يكون فيه بيكونوا بيابلاي يعني التو برنسبلز الاثنين دول، ان هم يستخدموا الابلكيشن جيت واي وان هم كمان يستخدموا الباكت فلترنج، تمام. طيب كمان ايه، في بعض السيستمز دي اللي هي بتبقى شغاله بالاثنين يعني واخده الابلكيشن مع الباكت فلترنج، تمام. لو انا هعمل نيو كونكشن، كل نيو كونكشن لازم اعملها لازم تكون اوثنتيكيتد يعني انا واثقه فيها، وما كمان معمول لها ابروف في الابلكيشن لاير. يبقى تاني انا دلوقتي لما كنت بتكلم على الهايبرد سيستم وبقول ان انا هستخدم الابلكيشن جيت واي وهستخدم كمان الباكت فلترنج، لو انا دلوقتي مستخدمه السيستم ده كل كونكشن جديده، تمام، لازم يتعمل لها تكون اوثنتيكيتد، وفي نفس الوقت كمان يكون معمل لها ابروف من الابلكيشن لاير. اللي موجود اصلا في الابلكيشن لاير ايه؟ اللي هو الابلكيشن جيت واي. اتمنى ان انتوا ما تنسوش الحاجات دي او تجيبوا ورقه وقلم تكتبوا كل واحد موجود في انهي لاير. طيب ايه اللي بيحصل بقى بعد ما الشخص اللي عامل كونكشن جديده ده اتعمل له اكسبت في الابلكيشن لاير، تمام، هيبدا الكونكشن بتاعته تتنقل للسيشن لاير. لو فاكرين برضو احنا لما جينا نتكلم على السيركت جيت واي كانت موجوده في السيشن لاير، تمام، هتنقل بقى بعد كده للسيشن لاير. وبعد كده كمان كان عندي باكت فلترنج موجوده فيها في السيشن لاير برضو. فهو خلاص انا دلوقتي انا عامله ايه؟ عامله ميرج ما بين التو سيستمز دول. وهو في الاول اتعمل له ابروف في مين؟ في الابلكيشن لاير. لما اتعمل له ابروف هيبدا يتنقل للسيشن لاير، تمام، اللي موجود فيها الباكت فلترنج، تمام. نتاكد ان الباكت اللي طالعه ابروفد واللي داخله في الحاله دي خلاص هيبقى بوز ويبدا يشتغل. يبقى انا كده حققت تو بنفيتس، خدت من الابلكيشن جيت واي الفلكسبيليتي بتاعته، وخدت من الباكت فلترنج السرعه بتاعتها. وخدوا بالكم بقى ان هو اللي بيجي بيدخل على الابلكيشن وبعد كده لما بيتعمل له ابروف بيدخل على سيشن لير. طيب ايه كمان؟ طيب ممكن كمان احط الباكت فلترنج والابلكيشن لاير بروكسز، مش ما دي البوسيبيلتيز ان احنا حطيناها. ايه بقى اللي هيزودها؟ البنفيتس. طيب الدكتور بيقول لكم ايه كمان؟ في سيرفيسز حلوه ممكن كمان نستفيد منها. ان انا مثلا دلوقتي لو انا بقدم سيرفيسز على الويب، يعني انا مثلا عامله حاجه وبرفعها على الويب عشان الناس تستخدم بيها وكده، فانا دلوقتي لما بستخدم الهايبرد سيستم دول، الهايبرد سيستم اللي انا بستخدم التو تكنيكس يعني مع بعض، انا كده بخلي السكيورتي بتاعتي تبقى اعلى وانا شغاله من الانترنال بتاعتي. لان لو تفتكروا كان ساعه المشكله الكبيره ان انا كان عندي من الانترنال وانا ماشيه ستيب باي ستيب، بعد كده لما نطيت مره واحده، بعد كده لما حطيت اكنولجمنت والكلام ده كله. فهو الدكتور بيقول لكم ان لو في حاجه زي دي دلوقتي هتبقى مور سكيور اكتر، تمام. كمان بقى ايه، ان انا دلوقتي بقى بزياده كمان في الهايبرد سيستم، ان لو انا عندي اتاكر عايز اكسس السيستم بتاعي هيضطر يعدي على الانترنال نتورك اللي المفروض هيكون فيها عندي الاكسس راوتر، المفروض في الاكسس كنترول ليست وكده يخلص منها، ويخلص كمان حوار البستشن هوست والتشيك والتشوك راوترز. كل دي يعني انا خدت الفاير وولز الموجوده هنا والفاير وولز الموجوده هنا وعملت لهم كومباين في هايبرد سيستم، فالموضوع بقى اصعب قوي، فبقى صعب ان على الاتاكر اللي هو جاي ان هو ايه ياكسس كل الحاجات دي، فطبعا كده الهايبرد سيستم احسن. طيب
ايه الليميتيشنز بقى اللي موجوده في الفاير وول عندي. اول حاجه ما يقدرش يحمي من الانترنال ثريدز. ليه بقى؟ احنا قلنا احنا دلوقتي ناس شغالين انترنال في السيستم، تمام؟ ممكن انا اعمل ثريد في السيستم من جوه وانا قاعده شغاله، فهو مش هيعرف ايه يأجنس ده. ليه بقى؟ عشان اصلا المفروض في الطبيعي كمان انا بشوف اللي داخل واللي خارج، مش الانترنال اللي انا قاعده ببعتي. انا ممكن انترنال يبقى فيه ثريد انا اعمله، تمام؟ unless against attack from inside. الا بقى لو الاتاك كان من جوه، بمعنى هو مش هيم يعني محدش من بره هيعمل لي انترنال ثريد. حلو، لو انا شغاله اصلا انترنال انا، بس لو انا ببعت من انترنال لانترنال تاني والاتاك كان جاي لي من حد مثلا في نفس البرايفت نتورك بتاعتي اللي انا شغاله فيها دي، ممكن ايه يبقى الاجينست الانترنال ثريد دي، تمام؟ ده اللي انا كنت عماله اقول لكم عليها. ايه كمان؟ كمان الليميتيشنز بتاعته ان انا دلوقتي لو انا عندي اورجانيزيشن ويز جريد انسايد الثريد زي البنك والميلتري، البنك عشان خاطر الداتا بتاعته كبيره جدا والميلتري كبيره جدا، فيعني الثريدز بتاعته يعني سهل ان حد يعمل له ثريدز. بس طبعا السكيورتيز اللي بتتحط هو مش بس فاير وولز، ده بيتحط بوليسز كبيره قوي عشان خاطر ايه الاورجانيزيشن الكبيره دي. بس يعني من الليميتيشنز ان انا ايه ما ينفعش اعتمد مثلا على الفاير وول بس في حوار ايه لو بتكلم على يعني اورجانيزيشن كبيره وكده، تمام؟ ايه كمان؟ ما يقدرش يبروتكت من الاتاكرز باي باسنج ات. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا مثلا ممكن دلوقتي اكون تراستد اورجانيزيشن وانتوا واثقين فيا وكل حاجه، وانا بقى رحت ايه عملت لك اتاك عن طريق التراستد اورجانيزيشن دي، فخلاص انا كده ما هو انا في الطبيعي ان انا معروفه ان انا تراستد، فعمال ابعت، فانا بقى كمان اتعاملت اتاك للاورجانيزيشن التراستد دي، فانا كده ايه بوظت الدنيا، تمام؟ غير كده كمان ان انا لازم يبقى عندي بروتكشن في كل لاير بعدي عليها في الطبيعي. يعني مثلا انا عديت على اللاير دي، ان انا عندي طبعا كذا لاير وانا ماشيه عليهم، كل لاير بعدي عليها لازم يكون فيها شويه بروتكشن وريستريكشنز كده تحدد لي الحاجه اللي ماشيه ايه. فدي كل دي ليميتيشنز الفاير وول، مش بيعمل بروتكشن في كل لاير، تمام؟ وكمان مش بيقدر يحمي من كل الفيروسز اللي بتتفكت من البروجرامز والفايل، لان كل شويه في فيروسز بتابديت وكده. يعني ايه بنقف ان احنا مثلا ابسط حاجه مشغلين فاير وول مثلا في اللابتوبس بتاعتنا، في فيروس بيدخل عشان هو مش بيرتكت من كل انواع الفيروسز اللي موجوده. طيب ايه الفيوتشر بقى بتاع الفاير وول مثلا؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب الدكتور بيقول دلوقتي ان الفاير وولز يعني بتحاول ان هي يعني يقوي الانفراستراكشر بتاعتهم ويخلوها معقده اكتر علشان خاطر الاتاكرز ما يقدروش يدخلوا عليها. يعني مثلا يدخلوا معاك كذا كومبوننت مع بعض في الانفراستراكشر بتاعتها الاساسيه وكل الكلام ده واحنا شغالين، تمام؟ ايه كمان؟ ده كل ده هيبقى في الفيوتشر. يعني طيب وبيقول كمان ان يعني ممكن بعد كده الكلاينتس بقى والسيرفرز والابلكيشنز كل الناس اللي جايه تبقى بتستخدم بروكسيز انفايرمنت اكتر. يعني بدل ما انا بقى يعني في ناس ساعات بتاكسس دايركت، في ناس ساعات بتاكسس عن طريق بروكسي، لا يبقى المعظم بقى خلاص بعد كده يبقوا بيسبورت البروكسي انفايرمنت معظم الناس، تمام؟ ايه كمان؟ هيخلوا كمان يعني في الفيوتشر بتاعها ان الفاير وولز هتسكان كل تسكان الفيروسز يعني اللي بتدخل النتورك في سيرفر كذا مره، يعني تقعد تسكان كل شويه كل حاجه داخله، فتحاول ايه ان هي يعني ريكوجنايز الفيروسز اكتر. يعني ده بس الفيوتشر مش اكتر كده. احنا خلصنا الحته بتاعت الفاير وولز بتاعتها من الاخر كده ملخصها. يعني الدكتور كان عمال يتكلم في الاول على الكومبوننتس بتاعه الفاير وول اللي بتكونها، بدا يتكلم مثلا ان انا عندي راوترز وعندي مثلا الاكسس كنترول ليست وعندي البروكسي وعندي كان ال دي ام زد ده اللي هو بيبقى في النص ما بين الاوثرايز والان اوثرايز بالكنترول الحاجات اللي ماشيه. بعد ما خلص دول راح بدا يتكلم على الحاجات البيزكس بتاعه الفاير وول الاساسيه. ثلاث حاجات كانت اول حاجه الابلكيشن جيت واي، وبدا يتكلم هي موجوده بقى فين وبطيئه ومميزاتها وعيوبها. بعد كده اتكلم عن الباكت فلترنج، بعد كده اتكلم عن الهايبرد سيستم اللي بتجمع الاثنين والمميزات بتاعتها، بعد كده اتكلم عن الليميتيشنز بتاعت الفاير وول والفيتشر بتاعتها. ده كان كل الفاير وول اللي بيتكلم عليه. دلوقتي بقى ندخل في جزئيه ثانيه، نبدا نتكلم عن الانترودرز اللي هم الناس اللي بيبقوا داخلين عشان يعملوا اتاك للسيستم بتاعي، تمام؟ فالدكتور دلوقتي بيقول لكم من اكتر الثريدز اللي بتحصل في السكيورتي من الانترودرز، عندي كلاسز معينه من الانترودرز، كذا شخص يعني الانترودرز ممكن يعملوا كذا حاجه.
اول حاجه عندي الماسكرادل، اللي احنا عارفين الماسكرادل ده الواحد بيجي بيبريتند ان هو شخص تاني وبيبدا ايه يبعت للناس، يعني مثلا اقول لكم ايه ده انا ندى وانا مش ندى اصلا وعماله اتكلمت على ان انا ندى وانتم مقتنعين بده، فالدكتور بيقول لكم ان هو انديفيديوال مش اوثرايز اصلا ان هو يستخدم الكمبيوتر، وبيبريتند يعني بياخد الاكسس بتاع السيستم وبيبدا يدخل على ايه على السيستم بتاع تاني، فاعمل نفسه ان هو ايه حد تاني. بعد كده عندي حاجه اسمها مس فيزر دي، تمام؟ الفكره فيها ايه ان ممكن يبقى اوثرايزد او مش اوثرايزد، بس هي إيه الفكره ايه ان حد يعني بص احنا مثلا في السيستم متوزع علينا اكسس كنترول معينه، حلو؟ فانا مثلا ممكن اكون انا مثلا ليه اكسس كنترول على الحسابات وانا جوه ليه اكسس كنترول على الحسابات العب في الحسابات كده انا عملت اتاك، او ممكن يبقى حد معايا في نفس السيستم ملوش رول للاكسس كنترول دي مش اوثرايزد بس يقوم داخل على الحسابات ويلعب فيها. فهي دي الفكره ان هو يوزر، تمام، هي اكسس الداتا ماشي سواء هو اوثرايزد ولا مش اوثرايزد فور ساتش اكسس، هو دي دخل على الاكسس اهو بس ايه هي ميس يوز البريفليجز بتاعتي، يعني المفروض مثلا ما يعملش ده، لا هو هيروح عمله، تمام. طب النوع الثالث بقى اللي هو اسمه كان الستايم يوزر، ده الفكره فيه ايه ان هو راح جاي واخد السوبرفيجن بتاع الاكسس كنترول اللي هو اللي بيوزع على السيستم، مثلا انا اللي معايا سوبر مش اكسس كنترول ده بيبقى فيه واحد هو المسؤول بيوزع عليهم، يستغل بقى الاوديتنج بتاع الحاجات دي بطريقه مش كويسه. هو الفكره ايه ادي شخص اهو هيعمل ايه هياخد السوبرفايزر السوبرفيجن يعني بتاع الايه الاكسس كنترول بتاع السيستم ويستخدم الكنترول ده ان هو ايه ده يبقى يعمل حاجه في الاوديتنج بقى يأثر في اي حاجه. يبقى دي ايه ثلاث انواع من الانترودرز من اشهرهم يعني من 3 كلاسز اللي عندكم، تمام. دي ممكن تجي لكم في كومبليت ممكن تجي لكم في ترو فولس. الدكتور مثلا يقول مثلا السكرادر هو اللي بياخد ايه سوبرفيجن كنترول مثلا، ده طبعا غلط، تقولوا مين اللي هو الشخص ده كده يعني. الحاجات دي ممكن انا متاكده ان السلايد دي هيجي لكم منها في الامتحان ان شاء الله، يعني ركزوا عليها وانتوا بتذاكروا. طيب بعد كده الدكتور بدا يتكلم عن التكنيكس بتاعه الانتروجن. قال ايه بقى ماشي، هي الفكره ان الاوبجكتيف بتاعه الانترودر اللي هو الشخص اللي جاي يدخل عندي السيستم ده ويأذيني ان هو بياخد اكسس للسيستم وبيزود الرينج بتاعه البريفليج الاكسس للسيستم دي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما جيت دلوقتي دخلت وانا اصلا ماليش بريفليج هنا استخدمتها ودخلت عليها وعكيت الدنيا دي، هو كده يعني، تمام. اي فهو دلوقتي هو بس بيشرح لكم يعني ايه بس بطريقه ثانيه بس بايا كان بقى اللي بيحصل. طيب بعد كده بدا يتكلم على البيزك اتاك ميثودولوجي. ايه الميثودولوجي بتاعه الاتاك بتاعه الانتروجن بقى؟ اول حاجه تارجت اكوزيشن اند ديفيجن ماشي، وانا شغاله ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقعد اجمع معلومات من كذا حد، وانا المعلومات اللي انا عماله اجمعها دي ده بيعمل كذا وده بيعمل مش عارف ايه وده بيدخل الساعه كذا، منها هلاقي مثلا ثغره ان انا هدخل اتاك بقى واعمل اللي انا عايزه. ممكن من انيشال اكسس ان انا مثلا خلاص انا ليا اكسس للسيستم عادي يعني الاكسس كنترول على حته، وبعد ما جمعت معلومات رحت داخله ايه سرقه منها. كل دي حاجات ايه ميثودولوجيز بمشي عليها يعني لو انا لو انا اتاكل يعني، تمام. البريفليج اسكليشن يعني انا ليا بريفليج معينه، لا ده انا كمان هتخطاها بقى واقعد اشوف ايه اللي انا عاملاه. مثلا اروح انا مثلا ليا تراك معين ماشيه فيه او ماشيه في تراك تاني واقعد ايه اخد من حاجات الشخص التاني وكده، كل دي ميثودولوجيز ممكن الاتاكر ده يعملها، تمام. ممكن ساعات الجول في ده كله ان انا اكون عايزه اخد باسوردز بتاعت ناس، فالباسوردز دي هتخليني اكسس كنترول في حاجات تانية كتيره، تمام. سوزان اكسرسايز رايت وذ اونر ماشي، عشان خاطر ايه يبدا يتعامل مع الحاجات دي. هو بعد كده اكيد الدكتور هيكلمكم على الباسوردز يعني بما انه الجول بتاعتهم ان هم ايه ياخدوا الباسورد. طيب لسه الدكتور مكمل لكم بعد كده الانتروجن تكنيكس. في الموست كيسز تمام الانفورميشن بتاعت اليوزر بتبقى عباره عن ايه عن الباسورد، تمام. فالباسورد ده يعني من الاخر كده ان هو طبعا الشخص اللي بيبقى داخل سواء هيعمل ماسكرودنج او ياخد بريفليج بتاعته او هياخد الكنترول وكده، ده بيبقى عن طريق ان هو خد الباسورد اللي هيديله اكسس لده، فبيبقى الجول اكتر للباسورد. فالباسورد ده احنا ممكن ايه نعمل له بروتكشن بطريقتين، ممكن نعمله بوان واي انكربشن او ممكن نعمله باكسس كنترول. الوان واي انكربشن لو تفتكروا زي الهاش كده ان احنا وان واي هاش فانكشن هيعمل له انكربت وهيطلع هاش فاي حاجه بعد كده هتبقى داخله. فدلوقتي في الوان واي انكربشن الدكتور بيقول لكم السيستم بيستور اونلي ذا انكربتد فورم اوف يوزر باسورد، هي دي زي الهاش فانكشن السيستم بيسيف الهاش ملوش دعوه بالكلام العادي، ولما باجي ادخل تاني اللي انا بدخله الباسورد بيتحول اوتوماتيك لهاش وبيقارن هاش بهاش لكن مش بيرجع للهاش تاني. يبقى دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا اعمل اكسس كنترول. الاكسس كنترول ان انا اعمل ايه كل باسورد هيبقى ليه ليميتس معينه هيدخل عليها عن طريق الباسورد بتاعه. يعني مثلا انا كستودنت البين كود بتاعي لما هدخل بيه
هيدخلني على الحاجات الخاصه بالستودنت. انا لما هدخل بالبين كود بتاعي دلوقتي كمعيده هدخل على حاجات انتوا مالكوش اكسس عليها، تمام؟ مثلا لما يجي مثلا الدكتور ياكسس مثلا بالبين كود بتاعه ياكسس على حاجات احنا مالناش اكسس عليها كده يعني. حاسه الحته دي الجزء بتاع الانتروجن عموما حاسه جبت فيه اسئله كتير عشان هو لطيف وحاجته برده مهمه. يعني بص لحد دلوقتي من الاخر احنا اتكلمنا في الانتروجن ده شخص غريب بيدخل ليه ثلاث انواع ان شاء الله هجيب غالبا هجيب واحده فيهم يعني اوف كومبليت اوف ترو فولس. طبعا عشان احميه عندي طريقتين، يا اما استخدم وان واي هاش فانكشن وان واي انكربشن زي الهاش فانكشن يعني وانا بعمل له بسيب الهاش تمام، يا اما ممكن اعمل اكسس كنترول لان اللي بيعمل ده كله بيبقى عايز ياخد الباسورد عشان ايه يبدا يشتغل. طيب الدكتور بقى دلوقتي هيبدا يكلمكم عن الباسورد مانجمنت، احنا عايزين بقى ايه نظبط الباسورد بتاعنا عشان محدش يعمل له اكسس بسهوله. طيب اول حاجه في الباسورد مانجمنت الدكتور بدا يتكلم على حاجه اسمها فرونت لاين ديفنس، ودي بتبقى ايه ده ديفنس بيبقى ضد الانترودرز اللي هم الثلاث انواع اللي احنا اتكلمنا عنهم تمام. طيب اول حاجه بيقول ان اليوزرز عادي بتوع السيستم هيسبلاي ايه، هيبقى عندي لوجن وباسورد. اللوجن ده بيديترماين البريفج بتاع اليوزر والباسورد اللي بيدنتيفاي اليوزر. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي هلوجن مثلا باسمي والباسورد بتاعي تمام، او الباسورد ده هيخليني اعمل لوجن يعني، فالباسورد ده عرف ان ده انا يعني انا مثلا ليا بين كود بدخل بيه تمام. البين كود ده مش مع حد تاني، مفيش حد ليه يعني، كل واحد فينا ليه بين كود للسيستم بتاع الجامعه مش مع حد تاني، حلو كده؟ والبين كود ده هو اللي بيعرف مثلا ان ده تبعي او كده او الاي دي بتاعي تمام كده. اللوجن بقى على حسب الباسورد بتاعي ده اللي اداني البريفليج بتاع اليوزر اللي هو مثلا عرفني اه ده طالب ده معيد ده دكتور كده يعني واحنا ماشيين تمام. طيب الباسورد غالبا بتستورد انكربتد، بمعنى ان انا وانس ان انا دخلت الباسورد عادي هيدخل مثلا على وان واي فانكشن هاش فانكشن مثلا، فهو هي او ايا كان نوع الانكربشن اللي هيدخل بيه هيتسجل ايه الباسورد عندي انكربتد. مثلا اليونكس بيستخدم مالتيبل ديسك وكمان with variant salt. يعني احنا خدنا الديس تمام multiple ديس يعني بياخد تريبل ديس وتو ديس كده يعني variant salt. salt دي value بتتقاد على الكي بتاعي بحيث ان هو يبقى صعب قوي ان حد ايه يقدر يكسره او يعمل له اتاك. فالفكره مثلا احنا مثلا اليونكس بيستخدم مين الديس دي ممكن تجي لكم كومبليت تمام. معظم السيستمز حاليا الاكثر يعني بتستخدم الهاش فانكشن. اللينكس بيستخدم هاش فانكشن، اليونكس بيستخدم مالتيبل ديسك تمام. طيب عشان كده انا محتاجه ايه ابروتكت الباسورد فايل في السيستم. يعني المفروض يعني انا دلوقتي الفايل الباسورد بتاعتي متسيبه على انها هاشز او حاجه يعني انكريبتد جوه فايل. انا بقى المفروض كمان احمي الفايل ان الحاجه متسجله فيه انكريبتد، لان انا ممكن لو خدت الفايل اللي الحاجه متسجله فيه انكريبتد اقعد احاول بقى اعمل بقى بروت فورس اتاك او كريبت اناليست اناليسز عليها عشان خاطر ايه اجس الباسورد بتاعي واطلعه. طيب بعد كده الدكتور بدا يتكلم على اليوزر نيم باسورد تكنيكس يعني التكنيكس بتاعت الباسورد وكده. ماشي ازاي بقى ممكن حد يعني يتعلم في الباسورد وكده؟ اول حاجه بيجرب يعني انا مثلا عايزه اكسس السيستم هجرب الديفولت باسورد اللي الناس ممكن تستخدمها يعني مثلا ايه اجرب احط اسمي ورقمي تاريخ ميلادي كده يعني اللي هي الديفولت باسورد تمام. في حاجه اسمها اكزستفلي تراي كل شورت باسوردز بقى كل الحاجات المكونه من 3 كاركترز. اصل في ناس مثلا هي بتعمل باسورد بتقول لك ايه بقى طب انا خلاص اخلي الباسورد مثلا تاريخ ميلادي عشان ما انساهوش، طب انا هخليه رقم تليفوني عشان ما انساهوش كده يعني. فالاول بنجرب ايه ده لو حد يعني هيأتاك يجرب ايه الديفولت يجرب مثلا كل حاجات من 3 حروف مثلا. في لو مثلا الباسورد مكون من 3 حروف او حد عادي ممكن يعمله من 3 حروف او مثلا الناس اللي بتيجي تعمل في الديفولت مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وتاخدها بالشقلوب مثلا كده. كل دي حاجات ايه ممكن حد يعملها اتاك او ممكن اجمع انفورميشن عن اليوزر ومنها مثلا زي الفول نيمز بتاعته. يعني مثلا اروح اقول ايه ايه ده ندى هو انت اسمك كله ايه وانت تاريخ ميلادك ايه مش عارفه ايه. انا من المعلومات بتاعتها دي ممكن اخمن ممكن تكون ندى ما تعرفش بقى رولز وكده وعامله باسورد تاريخ ميلادها ولا اي حاجه من اللي هي حكت لي عليها دي، بس خلاص ايه انا كده قفشتها تمام. ممكن مثلا اجيب ووردز من اونلاين ديكشنري او ليست لايك باسورد في ويب سايت كده او حاجات بتبقى موجود فيها ايه الكومن باسورد يعني الموجوده اجيبها واقعد اجرب منها. ده كل ده لو انا عايزه ايه اجرب اخد باسورد مثلا بتاع حد تمام. ممكن مثلا اهو اجرب الفون نمبر مثلا مثلا رقم اوتو اي حاجه ليها نمبر سوشيال نمبر بتاعه كده يعني تمام.
ممكن يعني بص هجرب كل اللايسنس وكل النمبرز وكل حاجه، كل دي طرق عشان احاول اعرف ايه الباسورد بتاع الشخص اللي قدامي، كل دي تكنيكس. طيب الباسورد بروتكشن بقى ازاي بقى احمي الباسورد بتاعي؟ طيب الدكتور دلوقتي بيقول فيرتشوالي عموما ان المالتي يوزر سيستم، السيستمز اللي احنا بنبقى شغالين عليها هي مش بس بتطلب اي دي، ده كمان بتطلب مع الاي دي باسورد. يعني احنا مثلا بنيجي داخلين بنحط الريجستريشن نمبر بتاعنا ومعانا البين كود، ادي دلوقتي ادي اي دي عادي اهو مع باسورد خاص بيه، دي معظم السيستمز بتبقى شغاله كده. طيب اول حاجه الاي دي ده بيديترماين يوزر ان اليوزر بتاعي اصلا اوثرايزد ان هو يجين اكسس للسيستم ولا لا، وان الاي دي ده بيحدد البريفليج بتاع اليوزر، والاي دي ده بنستخدمه عشان الاوبشنال اكسس كنترول. ابسط حاجه خلينا نقيس على الاي دي بتاعنا، انا مثلا حطيت الاي دي بتاعي، الاي دي بتاعي ده عرف انا مين اوثرايزد ولا لا، انا الكاتيجوري بتاعتي ايه دلوقتي في الجامعه مثلا، طالبه في الاندر جريد ولا في الماسترز ولا معيده ولا بعمل ايه في حياتي، تمام. والاكسس كنترول بتاعتي لما هدخل بيه، وطبعا مع الباسورد عشان اكسس يعني، بس الاي دي ده عرف انا مين اوثرايزد ولا لا، البريفليج بتاعتي ايه والاكسس كنترول بتاعتي ايه. طيب نيجي بقى نعمل ايه؟ اول حاجه السولت بقى، السولت دي فايدتها ايه؟ اول حاجه احنا قلنا السولت دي فاليو بتتحط على الباسورد بتاعي، اول حاجه بيبنت دوبليكيت باسورد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا دخلت على السيستم وكريت باسورد ليا، وبنت تانية جت دخلت على السيستم وكريت الباسورد ليها، احنا الاثنين بالصدفه، يعني مثلا رحت عامله الباسورد بتاعي مثلا مون لايت وهي رحت عامله مون لايت، طب ايه ده احنا الاثنين نفس الباسورد، يعني معنى كده ان انا مثلا ادخل لما اجي ادخل اقوم داخله على يعني ادخل يوم مدخلي على الاكونت بتاعها؟ لا، الفكره ان في سولت فاليو بتتضاف، السولت فاليو بتتضاف على الباسورد بتاعي غير اللي بتتضاف على الباسورد بتاعها، فالفكره ان هي ايه بيمنع الدبليكيت باسورد، ان الباسورد تبقى شبه بعض، تمام كده. ايه كمان؟ بينكريز اللينث بتاعت الباسورد، يعني انا مثلا مدخله الباسورد بتاعي 8 حروف وعلى اللينث بتاعه 8 ايا كان، يعني لما احط عليه سولت بقى اكبر، بس مش السولت دي انا اللي بحطها، ده سيستم اوتوماتيك هو اللي بيحطها، تمام. انا بحط الباسورد عادي وهو بيزود عليها. ايه كمان؟ هاردوير امبلمنتيشن، ماشي. هو بيقول بيمنع ان احنا نعمل امبلمنتيشن في هاردوير بتاع الديسك، لو فاكرين في اليونكس من شويه كنا قلنا ان احنا بناخد الديسك نحط عليه سولت في مالتيبل ديسك ونستخدمه في الباسورد بتاعتي، يبقى دي كده البربز اللي انا بستخدم فيها ايه السولت دي. ممكن تجيبكم ترو فولس، وممكن تجيب ما فاجئتش كومبليت عشان كبيره شويه، بس ممكن تجيبكم ترو فولس، بس لحد دلوقتي الدنيا لطيفه يعني الكلام احنا عارفين. طيب الدكتور بدا يتكلم على ايه؟ على الباسورد جيزنج، ان احنا بقى نبدا نخمن الباسوردز والكلام ده كله. طيب ده من 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 اكتر الكومن اتاكس اللي احنا بنعملها مبدئيا كده، اصلا الباسورد جيزنج زي الحاجات اللي احنا كنا عمالين نقولها فوق بقى، مثلا رقم تليفون مش عارفه ايه معلومات عنه والكلام ده كله. فالباسورد جيزنج من اكتر الكومن اتاكس اللي بتحصل، تمام. الاتاكر مثلا هيبقى عارف يعني الاتاكرز مثلا يبقى عارف لوجن مثلا الايميل الويب بيج كده، يعني مثلا انا عارفه الايميل بتاع حد، اقعد بقى اجرب بقى في الباسورد بتاعه احاول اكسس. اعتقد ممكن مثلا في ناس زمان مثلا في اول مثلا كنا عندنا اكونت على فيسبوك وكده وحد عارف الايميل بتاعنا، كنا بندخل كنا بنسيرش على بعض بالميل، ما كانش بالاسماء وكده، مثلا ايه ده اديني الاكونت بتاعك فنكتب الايميل بتاعنا لبعض عشان نسيرش عليه جوه الفيسبوك مثلا عشان نلاقي بعض، فياخد بقى الميل ده ويقعد يجرب باسورد. لو كل شويه مثلا ابعت لكم مسج على الموبايل ان مثلا حد بيحاول يلوجن مثلا كل شويه كده طول ما انتوا ماشيين، تمام. طيب يبقى هو ايه مثلا لو الاتاكر ده عارف مثلا الحاجات اللوجن انفورميشن زي الايميل، عارفه البين كود مثلا، عارفه سوري الاي دي بتاع حد وعمال اجرب في البين كود هوبا راحت جايه معايا كده مثلا يعني. فالفكره ان هو ايه بيقعد يجيز بقى الباسورد للحاجات المعلومات اللي جايبها دي، مثلا يجرب الحاجات الديفولت، يجرب الباسورد القصيره، يجرب الحاجات الكومن ووردز، يستخدم مثلا انفورميشن عنه زي عيد ميلاده رقم تليفونه وعنوانه، يقعد يدرب مثلا كل الباسوردز المتاحه. يعني من الاخر معايا مثلا احنا قلنا عندي اي دي وعندي باسورد، جبت الاي دي عماله ايه اجرب في الباسورد بتاعي، تمام. مثلا اهو ممكن اعمل ايه فورجيت باسورد اللي هي ستولن باسورد فايل مثلا، واقعد ايه اجرب بقى ان هو يعمل فورجيت باسورد ويقعد يجرب ويتبعت له، طب يجرب يبعت على الموبايل يسرق رقمه ايا كان بقى اللي هيعمله، تمام. فكل دي ايه حاجات بستخدمها في الباسورد جيتنج، الدنيا لطيفه وسهله يعني، الحاجات دي كده المفروض ان احنا كلنا عارفينها، تمام. طيب الافكتفنس بتاعت الجيسنج بقى، الاستراتيجيز مثلا اللي بتحصل واحنا بنجسم كده، يعني احنا عمالين نعيد الكلام تاني نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ممكن مثلا نجرب اليوزر نيم، الاكونت نيم،
اي ريليفنت انفورميشن، عيد ميلاد بقى، رقم تليفون وكده. اجرب مثلا كلام، نفس الكلام والله هو تاني، اجرب مثلا كلام من ديكشنريز، اجرب مثلا كلام من متكون من 3 حروف، اجرب مثلا اكبر، مثلا اخلي حاجه كابيتال ليتر وسمول ليتر، وافضل ايه عمال اجرب في كل الحاجات دي. طيب تاني حاجة بقى من انواع الاتاك، احنا كنا بنتكلم كده في الاول ايه باسورد جيسنج، انا عمال اخمن. في بقى حاجة تانية من انواع الاتاك اسمها باسورد كابتشر، انا هكابتشر بقى الباسورد نفسه. طب هي الفكرة بقى ايه؟ ممكن اعمل ايه مثلا، انا اكون قاعدة جنب حد واقعد ايه ابص كده هو بيدخل باسورد ايه، فانا اقوم لقطة الباسورد مثلا يعني. حلو، فاحنا كده ايه عملنا كابتشر، انا مش عمال اجرب بقى وادخل كده، لا ده انا لقطه وهو بيحطه. تمام، او مثلا احط كاميرا من وراه فتلقط مثلا حاجه تقوم متسجله كده يعني. ففي الباسورد كابتشر ايه بقى الحوار اللي فيه؟ بوتشنج اوفر، يعني حد بيكون بيحط الباسورد بتاعه فانا اقوم ايه اقوم واخداه مثلا، او استخدم تروجن هورس بروجرام عشان تعملها، يعني مبعت له فايل والفايل ده فيه مثلا فيروس اللي هو تروجن هورس، ياخد يجمع الداتا بتاعته ويجمع الباسوردز بتاعته. كانت بتحصل زمان بس يعني ما اعتقدش ان كل الناس بتعملها دلوقتي. الناس اللي بتعمل سيف باسورد مثلا على جوجل كروم والحاجات دي، في الاول زمان ما كانش فيه السكيورتي العالي قوي كده، كان ممكن لو حد دخل على اللابتوب بتاعك وانت عامل مثلا سيف للباسوردز كذا مكان بتدخل عليه عشان يدخل دايركت، بيطلع فايل فيه كل الباسوردز اللي موجوده، يوم حد يدخل يجي عندك يجي ياخد الفايل ده خلاص، خد كل حاجه خاصه بيك. تمام، عشان كده ما كناش بنعمل مثلا ندخل على الويب سايت يقول سيف باسورد، في الطبيعي بنقول لا بلاش احسن يعني. مثلا احاول بقى ايه اشوف النتورك لوجن، مثلا احاول اعمل اتاك عن طريقها مثلا واعرف الباسورد بتاعتي، كل دي باسورد كابتشر، انا هاخد الباسورد مش هقعد اجرب واجسم كده طرق ليها. تمام، اهو ان انا بستخدم فاليد لوجن وباسورد علشان خاطر ايه اقدر ايه اخدهم، انا مش بجرب خلاص عملت لهم كابتشر. نفس الكلام بس الدكتور بيكتبه ايه بطريقه ثانيه. نيجي نتكلم بقى على الاكسس كنترول. الاكسس كنترول احنا زي ما قلنا ان كل واحد بياخد بريفليج معينه في السيستم ويبدا ايه يدخل عليها. طيب في الاكسس كنترول الدكتور كاتب باسورد باسورد طيب ممكن في الاكسس كنترول مثلا انا دلوقتي لما انا ببقى عامله كل يعني بعد الباسورد كمان بقى والاتاكس وكده، اخلي كل واحد ايه ليه كنترول معين، عشان حتى لو مثلا يعني سرق حاجه ما يبقاش ليه كنترول على كل حاجه في السيستم. تمام، كذا بقى استراتيجي موجوده. مثلا اهو وانس ان الاتاكر مثلا جلد اكسس باي سام مينز، خد الاكسس باي طريقه بقى يعني جاب الباسورد ايا كان جابه ازاي، ممكن يكون عنده مثلا كولكشن من الباسوردز. تمام، ماشي، عامل ايه تاني؟ سوري عشان بتعرض بعد ده. ماشي، طيب في الاكسس كنترول احنا بنقول ممكن نعمل ايه عشان مثلا نقلل الريسك. تمام، نعمل ايه؟ نعمل سيشنز مثلا، كل شويه لوجن سيشن بتقعد مده معينه ونجرب ندخل تاني كده يعني عشان حوار الباسورد. ايه كمان؟ ممكن مثلا باي اكسيدنت، تمام؟ يكون حد عامل الاكسس فايل، الفايل اللي فيه الباسوردز كلها يكون عامله ريدبل، الناس تقدر تدخل عليه. ممكن باي كده كده اللي عامل الاكسس كنترول ده هو اللي بيكنترول كل حاجه. لو تفتكروا لما خدته الاو اس وخدته فيه مثلا، خدته في الاوبونتو كده، ان انت كنت بتعمله مثلا كان عندي روت والروت ده كان بيعمل مثلا كذا حد يشتغل معايا، بس هو كان بيدي كل واحد اكسس كنترول في حاجه. فكده ايه هو دلوقتي ممكن بالغلط وكنا بنحدد مثلا فايل ده ريد بس ولا ريد ولا رايت ولا ده ولا ده كده يعني، باي اكسنت خليه ريدبل كده، رحنا في داهيه. تمام، اهو نفس اللي انا كنت بقول لكم كمان، ان بعض الناس بتبقى عامله اكونتس على الماشين بتاعتها، ان انا لما باجي اقوم عامله ايه يلا سيف باسورد يا جماعه اي حاجه، تلاقي الاكونتس بتاعتي متسجله على الماشين نفسها، مش مثلا انا عملت لوجت فخلاص مش موجوده بقى فحاجه اجرب من اول وجديد، لا على الجهاز بتاعي نفسه. او ممكن مثلا اللي هو ايه انا ادي ايه اجيب فايل اكتب فيه الجيميل الباسورد كذا، فيسبوك الباسورد كذا، الحساب بتاع البنك ده الباسورد كذا، وحطهم في فايل وعامله لهم سيف، قال يعني عشان لما انساهم اروح افتح الفايل، ممكن حد يسرق الفايل ده ورحت في داهيه برضه. تمام، كل ده بس الدكتور كان عامل ايه يكلمكم في الحوارات دي. طيب الباسورد سيلكشن استراتيجي، ازاي اسلكت الباسورد؟ طيب علشان خاطر يعني نعمل اليمينيت ان حد يجيس الباسورد بتاعي والكلام ده كله، في 4 بيزك تكنيكس هستخدمهم. اول حاجه يوزر اديوكيشن، ان اليوزر يعني يكون متعلم ازاي يعمل الباسورد، كمبيوتر جنريتد باسورد،
يعني بص لو انا مثلا اللي بحط الباسورد وكده المفروض ايه ابقى عارفه مثلا احط حروف وكلمات بقى وكابيتال ليترز وسبيشال كاركترز ومش عارف ايه وكده. ممكن الكمبيوتر ساعات هو اللي بيجنريت الباسورد للناس، احاول الباسورد اللي بتعمل له جنريت ده يبقى قوي، الكمبيوتر يعني هو بيعمل له جنريت الالجوريزم اللي ماشي عليه يطلعه قوي. تمام إيه مثلا يبقى عندي كل شويه تشيكنج على الباسورد وانا شغاله إيه سواء ري اكتف او برو اكتف مثلا، يعني وانا بدخل او سيستم من جوه هو هيقعد يشيك على الباسورد كل شويه. او الدكتور بقى هيبدا ايه يتكلم، هنتكلم بقى كل واحده فيهم الديتيلز دلوقتي. اول حاجه اليوزر ايديوكيشنال عشان الباسورد بتاعتي. احنا دلوقتي بيقول ان اليوزر المفروض نبقى معرفينه قد ايه مهم ان احنا نعرفه ان الباسورد بتاعه صعب ان حد يعمل له جس. تمام فنديله جايد لاينز كده عشان هو بيسلكت الباسورد، نقول له اعمل كذا وحط جبت الليزر وحط سبيشال كاركترز وحط حروف حط مثلا ارقام واعمل مش عارفه ايه كده يعني. تمام اليوزر اديوكيشن استراتيجي دي من يعني حاجه كويسه يعني ان هو ايه هتخليه بيشتغل من الباسورد بتاعه يتعمل له ابديت. او دلوقتي مثلا بيقول مثلا فور اكزامبل ان بعض اليوزرز مثلا ممكن يكونوا فاكرين ان انا مثلا لو خليت اول حرف كابيتال والباقي سمول ان انا كده مش هينفع يتعمل له جاسم مثلا، يعني لو هو مش ويل ايديوكيتد في الحوار ده فلا عادي يعني ده ممكن يتعمل له جاسم. احنا الفكره احنا عايزين نخلي الباسورد مور كومبليكيتد على قد ما نقدر، نفس الكلام اللي احنا عاملين ايده بس الدكتور ايه جابه مقسمه بقى بطريقه ثانيه. طيب مانجنج باسورد مش مهندس سؤال بس السلايد اللي قبلها دي هل دي مش هنجري فيها سؤال كنظري كومبليت او ترو فولس اللي قبلها؟ دي بتاعت اليوزر ايديوكيشنال لا مش لاقي فيها حاجه تتسال يعني مفيش، اصل هي الفكره يعني الدكتور هيسال في ايه، هو المعنى منها ان احنا المفروض نعلم اليوزر عشان خاطر يبقى عارف ان صعب ان احنا نعمل باسورد لحد يعمل جيست الباسورد، فالمفروض بقى ايه نعلمه ازاي. فما اعتقدش ان ممكن الدكتور يسال في دي حاجه، بس كده انتوا فاهمينها يعني اي كان ممكن يجيبها ازاي، بس انا مش لاقي طريقه يتسال فيها في الحته دي. تمام يعني ممكن نسأل فيها ان ايه التكنيكس اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نظبط الباسورد. فاحنا قلنا ايه اول حاجه مثلا الايديوكيشن بتاع اليوزر اللي احنا بنتكلم فيها. تمام واحنا ماشيين بقى كل شويه مثلا الكمبيوتر زي بتطلع احنا كده عمالين نتكلم على السيرفس نفسها. مثلا اهو احنا دلوقتي بقى عمالين نتكلم الديتيلز اللي هو الكلام اللي احنا عارفينه مثلا في الايديوكيشن باسورد، ان البوليسيز اللي احنا المفروض نعدي فيها ان احنا ندي جايد لاينز زي مثلا مينيمم لينث بتاع الباسورد يبقى ما يبقاش مثلا اقل من 6، يبقى عاملين لور ليتر وابر ليتر، حاطين نمبر حاطين بانكتويشن حاطين سبيشال كاركتر، ما يبقاش ديكشنري ووردز يعني مش كلام معروفه مثلا اللي هو ايه يلا يا جماعه سان رايز ده الباسورد سان رايز 520 اللي هو ايه يا جماعه ده كده يعني حطوا بقى حاجات كومبليكيتد. تمام بس بالطبيعي يعني ان في ناس بتكنور بتعمل اجنور للكلام ده وبتعمل حاجات عبيطه. طيب بعد كده تاني حاجه الدكتور بقى هيتكلم عليها هيبدا يتكلم عن الكمبيوتر جنريتد. احنا كل ده ايه من انواع الباسوردز اللي بتحصل. طيب في الكمبيوتر جنريتد باسورد احنا ممكن خلاص عشان نعالج الموضوع ده هنخلي الكمبيوتر نفسه هو اللي جنريتد باسورد ونبدا نشتغل بالباسورد اللي الكمبيوتر هيجنريته. طيب طيب لو احنا هنخليها راندملي من غير ما هنتشيك تمام فدي هيبقى فيها مشكله. الكمبيوتر لو هو بيعمل راندم بحيث ان اللي طلع ده يتاكد ان هو ما طلعش قبل كده وهو ما بيتاكدش كده احنا رحنا في داهيه ممكن الاثنين ياخدوا نفس الباسورد. تمام طيب فالفكره ان احنا ايه يعني هو راندملي هيطلع ايه لو هو هيطلع باسورد. طيب ايه كمان ان لو الكمبيوتر هو اللي بيجنريت نخليه مثلا الكمبيوتر هو بيجنريت يحط بقى ايه حاجات في البنكتويشن بقى وحاجات مش مترتبه ومش مظبوطه وكده يعني تطلع بحاجات بطريقه صعبه. مثلا عندي الاف اي بي اس بي يو بي مثلا 181 ده كده مثلا وان اوف ذا بيست جنريتورز من احسن جنريتورز اللي بتطلع. تمام عندي في ديسكريبشن وسامبل كود ليه. تمام يعني ده كده في ديسكريبشن وسامبل كود ليه يخليني اجنريت مثلا باسورد كمبيوترز سوري الكمبيوتر يجنريت الباسورد كل شويه. تمام من الاخر كده يعني هو عمال يحكي ايه الكمبيوترز ممكن تجنريت ايه والكلام ده كله. ماشي مع ان الكمبيوتر لما هيجنريت الباسورد هيكونسيدر الحاجات اللي احنا عايزينها الكابيتال والسمول ليتر والكلام ده كله. في مشاكل هي المشكله اللي انا كنت بقولها لكم لو الباسوردز دي راندملي ان ناتشر بتطلع راندم. تمام
اليوزر ممكن ما يفتكرهمش. يعني مثلا هتلاقي المره دي راندوم باسورد، انا مش ده كان صعب قوي، انا مش فاكراه مثلا. يعني بيطلع حاجات مثلا اللي هو ايه، تلاقوا في حاجات كده بتدخل عليها اول مره بيجي لكم الباسورد، مش عارفه انتوا عديتوا بحاجه زي دي ولا لا. بيطلع حاجات غريبه كده اللي هو حرف وسبيشال كاركتر، سبيشال كاركتر مش محدش متخيله اصلا، هيبقى صعب ان حد ايه يبقى ريمبر ده. فهيضطر اليوزر يكتبه في ورقه، يكتبه في حاجه عشان يفضل فاكره. فاحنا كده ايه برده ما حلناش الموضوع، ما هي دي مشكله. تمام. بس عموما اهو ان جنرالي الهيستوري بتاعه الكمبيوتر جنريتد باسوردز بتبقى بور اكسبتنس باي يوزر، يعني الناس ما بتنفعش معاها قوي. هو فعلا لو جيت دلوقتي خليت الكمبيوتر هو اللي عمل لي جنريت الباسورد، راح مطلع لي باسورد ابن لذينه بس انا مش عارفه احفظه، هعمل ما انا هضطر اسجله واكتبه في حته، فخلاص برده انا ما حلتش الموضوع. فدي مشكله. بس ما عنديش، في سؤال عندي بس في السلايد اللي قبل دي اللي قبلها، هل السكند بوينت لا اللي تحتيها يا باشمهندس اللي هي 65، السكند بوينت دي ممكن تيجي ترو فولس؟ اللي هي السكند بوينت اللي هي فين؟ If the password are quite random in nature, users will not be able to remember them. دي قصدك يعني دي ممكن الدكتور يقول ان دي مشكله، يعني من الحاجات اللي ممكن تيجي في ترو فولس مثلا. دي حقيقه يعني بدل ما تبقى مثلا لو بدل will not be able ممكن يقول لي will be able وانا يقول لي true ولا false. ممكن الدكتور يعمل كده. دي حقيقه. تمام. عشان كده بقول لكم افهموا كويس، انتوا لو فهمتوا خلاص. احنا فعلا بيولوجيك اهو، انا دلوقتي خليت الكمبيوتر عمال يجنريت لي باسورد، احنا طلع لي حاجه انا مش فاهمها. تمام. طب انا هفضل حافظها ازاي؟ طيب الموضوع صعب فعلا، ما انا لازم اكتبها، مش عارف احفظ الاسكيلر الغريبه اللي طلعوا لي دي. تمام. بعد كده هنبدا نتكلم بقى على ري اكتف باسورد تشيكن. ري اكتف باسورد تشيكن الفكره فيها ايه؟ ان دي بتبقى عندي استراتيجي ان انا بتشيك الباسورد يعني كل شويه بطريقه بريودك، يعني عماله كل شويه تشيك فيه. تمام. علشان خاطر اتاكد يعني ان محدش ايه هيعمل جس للباسورد بتاعي وانا ماشيها. تمام. ايه كمان اهو السيستم بقى بيكنسل اي باسورد ممكن تبقى تعملها جس. يعني من الاخر انا دلوقتي وانا بدخل الباسورد السيستم هيقعد ايه يشوف كده الباسورد اللي انا دخلته ده ممكن يتعمل له جس ولا لا، عمال يجرب. تمام. فلو السيستم شايف ان الباسورد ده، يعني ساعات كده لما تدخلوا مثلا حاجه مثلا اسمكم السيستم يقول لكم لا بلاش كومن مثلا، طب ده ايه ده كده عمل رياكتيف باسورد الاول، ايه شايف الحاجات دي ممكن يتعمل لها اتاك ولا لا. طيب بسجل. اوكي ماشي. المهم بقى ان انا دلوقتي ايه لما السيستم بقى دلوقتي هيكنسل اي باسورد، تمام، ممكن يتعمل له جسم. حلو كده. بس فدي هتبقى حاجه كويسه ليا. ان اكزيستنج باسورد ايه فيرنبل او تقدر يعني رياكتيف باسورد تشيكس فايند. من الاخر يعني اختار الموضوع ده ايه، انا دلوقتي هحط باسورد، اول ما احط الباسورد يقوم السيستم يقعد يتشيك كده يشوف لو حد سالني يعمله جيسنج ده هيقول لا احط لي باسورد تاني. هي دي الفكره في الايه في رياكتيف باسورد تشيك. طيب مانجنج الباسورد بقى، احنا دلوقتي لسه الدكتور مكمل في رياكتيف باسورد تشيك. اهو ان الرياكتيف اهو بيرن باسورد جيسنج تول، هيبقى عندي جيسنج تول هيشغلها، فيقعد يجرب الحاجات اللي انا دخلتها من الديكشنريز بقى من كذا مكان، لو عمل له تشيك هيقول لا بلاش ده. فهو بيعمل ايه؟ بيكراك الباسورد اور ديسيبل. يعني من الاخر الباسورد كراكد اللي هي ممكن تكون موجوده دي بتبقى معمولها ديسيبل، يعني هي موجوده جوه السيستم انا مش بدخل اشوفها ايه هي، بس هو يقول لي لا بلاش ده كده يعني. تمام. الباد باسوردز اور فيرنبل تيل فاوند، بس برضه ايه خد بالكم ان ممكن حد يروح عامل باسورد، الباسورد ده مش موجود عنده مثلا في الحاجات اللي بيعمل لها جيسنج، بس ممكن يكون الباسورد ده بايت برضه سهل، فحد بقى عموما بيعمله جيسنج بس مش موجود في التولز دي يدخل ايه يقدر يعمل اتاك برضه. طيب بالنسبه بقى للتو اكتف مثلا باسورد تشيكينج، دكتور بيقول في السكيما دي اليوزر الاو ان هو يسلكت هيز اون باسورد. يعني هنا الباسورد كانت عماله تشيك الحاجات الموجوده في الايه في اسمه ايه دي كان اسمها ايه فري اكتف. تمام. هنا بقى بيعملوا ايه بقى،
بيخلي معلش ثانية واحدة وجاي هزور بس. طيب في البرو اكتف باسورد بقى الفكره فيها ايه؟ احنا هناك كنا عمالين بنخليه دخل وعمالين نتشيك مثلا نجرب ايه في الحاجات اللي شبهها وكده تمام. هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ هنا بقى الفكره ان في السكيم دي بنخلي اليوزر يدخل الباسورد بتاعه تمام وهو يختاره كل حاجه، وبعد كده بشوف هو ده ممكن الاوبل ولا لا. حد هيقول لي طب هو شبه التاني، التاني بيروح يشوف من الحاجات الجيسنج اللي شبهها ويقول لا بلاش، لكن هنا بيأكسبت او بيريجكت بس ديبند على ايه؟ ان مثلا ان انا حاطه رولز لازم يكون مثلا 8 حروف ويكون فيه مثلا 5 كارقام ويكون فيه سبيشال كاركتر، الحاجات دي موجوده اه هاكسبت، مش موجوده هريجكت، هقول لا ناقص كذا. لكن التاني انا حطيت باسورد عادي قاعد يعمل لي جيسنج للحاجات، اه ده موجوده عندي لا خلاص بلاش، لكن ايه ده مش موجود حتى لو مش حاطه فيه سبيشال كاركتر هيتقبل. هي دي الفكره. هنا بقى ايه؟ عندي تو ابروتشز في البرو اكتف باسورد تشيكينج دي. اول ابروتش إيه؟ ان انا هيبقى عندي رول هينفورس اللي جاي يحط الباسورد عليها. فور اكزامبل مثلا الفولوينج رولز ان هو هيعملها ان الباسورد اهو لازم يبقى مثلا 8 كاركترز، لازم الباسورد يكون ابر كيس وفي لور كيس، يعني في شويه رولز انا بجبر اللي بيحط الباسورد او حط الباسورد اللي انت عايزه بس انت لازم تطبق الرولز دي عليه. ده في البرو اكتف باسورد. مكملين بقى البرو اكتف باسورد. ماشي كل ده احنا بنقول الفكره ان احنا عايزين امبروف الباسورد سكيورتي، نقلو اليوزر يسلكت هيز اون باسورد احنا قلناها، بس السيستم فيريفاي او السيستم هيحدد يعني هو اكسبتابل ولا لا. ان احنا مثلا يبقى عندي اهو سمبل رول انفورسمنت اللي احنا عمالين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها فوق، ان هو نديله ان هو يبقى في حاجات معينه لازم تبقى موجوده في الباسورد تمام، او هكمبير اجينست ديكشنري اوف بيت باسورد، اروح اشوف مثلا في الديكشنري الباسورد يعني الباسورد اللي هو حاطه هكمبير بالحاجات الموجوده في الديكشنري مثلا يعني تمام. او ممكن استخدم ارثماتيك مثلا ماركوف موديل او حاجه اسمها بلوم فلتر عشان اديتكت البول تشويسز مثلا، لا القلب ده شكله ضعيف بلاش. لكن التاني عشان تلخبطوش، هنا انا بكبره بحاجات او بروح اقارن في الديكشنري، التاني انا عماله اشوف بجس الحاجات كلها الاوبشنز اللي ممكن تحصل كلها، لو هي جيسنج هقول له لا بلاش شوف لنا حاجه تانية. بعد كده دكتور اذا اصلا باسورد بوزيشن اسمبلي ماشي. ماشي دكتور بيتكلم بقى ايه المشكله بقى في الابروتشز اللي موجوده عندي دي في السبيس والتايم تمام. في السبيس مثلا الديكشنري المفروض هيبقى عندي هيبقى فيلي رولز عشان يبقى افكتيف، في التايم اللي انا هاخده عشان ابص في الديكشنري، يعني انا بتكلم ايه في اخر تو ابروتشز الموجودين عندي اللي هو الانتر اكتف والبرو اكتف الاثنين. المفروض ان انا هيبقى عندي مثلا ديكشنري هقارن بيه تمام، او هقعد اجيس واشوف الحاجات اللي موجوده عندي. فاول مبدئيا كده عشان احط الديكشنري فالمفروض ان هو يكون كبير قوي عشان يبقى افكتيف، انا مش هحط الديكشنري مثلا فيه 100 حاجه، انا محتاج اشوف كل الحاجات اللي ممكن تعمل لها جسم، فكده عملت ويستنج للسبيس. طب والتايم كمان ان شاء الله على ما اقعد بقى ابص في الديكشنري واجرب كل الاوبشنز دي عشان اقول له اه ولا لا، انا خدت تايم رهيب عشان اعمل حاجه زي دي. فمع ان هم كويسين بس الفكره ايه ان فيهم مشاكل في السبيس والتايم دي ممكن تتسالوا فيها. طيب نيجي بقى نتكلم عن الانتروجن ديتكشن، ازاي اديتكت ان حصل ان بقى في عندي انتروجن اللي هما الثلاث انواع اللي احنا كنا عاملين نتكلم عليهم. بعد كده الدكتور بيقول انا عندي حاجه اسمها سيستم سكند لاين اوف ديفنس، يعني خلاص بقى يعني احنا كنا عمالين نتكلم في الانتروجن ديتكشن، كنا اتكلمنا اول حاجه في الفيرست لاين في حوار الباسوردز وكده، وقعدنا نتكلم احنا ممكن نعمل ايه في الباسورد والكلام ده كله. السكند لاين بقى بتاع الديفنس ايه هو؟ اول حاجه ماشي طيب السكند لاين في ديفنس هنفرض ان هو خلاص خد الباسورد وكده وعدى الفيرست لاين، المفروض ان انا احاول اخلي السيستم بتاعي يبقى فيه شويه الحاجات اللي موجوده عندي هنا دلوقتي. اول حاجه ان انا احاول اخلي الانتروجن يتعمل له ديتكشن كويكلي، يعني وانس انا دخل احاول اعمل له ديتكت بسرعه، يعني مثلا هو عدل في الحاجه والحاجه دي مش مسموح ان حد يعدل فيها اقوم لقطه بسرعه قبل ما يلحق ايه يعدل في حاجات تانية كتيره. فالانتروجنز ممكن اعمل لهم ايدنتيفايد واعمل لهم ايجكتد من السيستم، يعني خلاص ايه ده حد عمل حاجه، ده الشخص ده عمل كده خلاص هطلعه بره السيستم. ليه؟ ما هو كده كده ده اكتب اتاك فانا شفته حصل، فطالما اكتب اتاك اقدر اعمل له ديتكت. فوانس ان هو خد الباسورد وخلاص دخلت طب ماشي انا قفشتك بقى يلا اطلع بره ما تجيش عندنا هنا تاني مثلا يعني تمام. من effective intrusion detection مثلا
ماشي من الافكتيف، يعني لو انا عملت ديتكشن ليها المفروض من من الحاجات الكويسه ان انا اعمل له بريفنت، المفروض يعني احاول ان انا اعمل له بريفنت، بس هو لو دخل خلاص اعمل له ايجكت واطلعه بره. حلو كده. ايه كمان؟ حلو. الدكتور بيقول كمان الانتروجن ديتكشن، لما احنا مثلا عملنا ديتكت الانتروجن ده بيخليني اتعلم او اعرف تكنيكس اكتر امنع بيها الانتروجن بطريقه مختلفه. يعني مثلا انا دلوقتي لما عملت ديتكت الانتروجن اللي حصل ده هشوف حصل ازاي، احاول ايه اشوف الطريقه اللي هو دخل بيها منها وعالجها بحيث ايه ان ما حدش يدخل بيها تاني، يبقى انا كده ايه عليت السكيورتي بتاعت السيستم بتاعي. اهو ازاي بقى بديتكت الانتروجن، فهو بيبيز على الاسامبشن بتاع البيهيفير، بمعنى ان معروف ان البيهيفير بتاع الشخص ده انه بيعمل 1 2 3، فلما حد دخل عمل اتاك ولقيت حاجه غريبه في السيستم فرحت خلاص بقى انا عرفت كده، يعني خلاص في حاجه ابنورمال فكده انا ايه قفشته ابدا بقى اتعامل معاه. تمام. اهو مثلا زي الناتشرال بتاع التاسك اللي انا شغاله عليها، الحاجات اللي المفروض يعملها نفس الكلام بس الدكتور ايه يعني كاتبه تاني. مبدئيا كده يعني من الاخر اي حاجه ابنورمال مش متعوداها من الشخص ده هبدا اشك فيها على طول بقى واشوف. طيب الانتروجن ديتكشن مكملين. الدكتور بيقول ان احنا مثلا هيكون عندنا سكيورتي فيليرز، في حاجات مثلا هتحصل فيليير في السكيورتي حتى لو احنا عاملين مثلا ديتكشن وكده، فاحنا بقى محتاجين ان احنا نديتكت الانتروجنز اللي داخلين دول علشان نعمل بلوك يعني لاي ديتكت بسرعه، يعني وانس ان انا عملت الديتكت المفروض بسرعه اعمل له ديتكت وبعدين اكت بسرعه بناء على الديتكت اللي انا عملته ده، فكده هامبروف وده يساعدني ان انا امبروف السكيورتي. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده تاني؟ حد دخل عملت له ديتكت اتعاملت معاه بشوفه دخل ازاي وامنع الحاجه اللي دخل منها دي، فانا كده عليت كمان السكيورتي بتاعتي. تمام. اهو ان انا ان هو حاجه عمل ابنورمال فانا ايه قفشته. كمان بس ما فيش هنا حاجه تانية. طيب مكملين بعد كده برضو في الانتروجن ديتكشن، عندي تو ابروتشز للانتروجن ديتكشن عشان اعمل له ديتكت بقى. ايه هما؟ اول حاجه ان انا اعمل حاجه اسمها statistical anomaly detection او حاجه اسمها rule based detection. دي ممكن تجيلكم في complete بقى او في true false كده. يعني الstatistical anomaly detection الفكره ايه؟ ان انا بجمع الداتا بتاعت البيهيفير بتاعت يوزر معين تمام في وقت معين. فمثلا لو في بقى اي حاجه مثلا حصلت غريبه يبقى انا يعني هي الفكره الموضوع كله بتبند على الاستاتستيكال، اليوزر ده انا متعوده انه بيدخل الساعه كذا وبيعمل كذا وبيروح كذا ومش عارفه ايه كده، ففي حاجه غريبه حصلت في الاستاتستكس بقى اللي هي متخزنه عندي بتاعته دي يبقى انا كده ايه في مشكله في كده ايه عملت ديتكت للانتروجن. تمام. تاني حاجه بقى اللي هي رول بيست ديتكشن دي الفكره بقى ان انا ايه هحط شويه رولز وهديها للشخص اللي هيعمل البيهيفير ده، لو في رول ما عجبهاش صح او مش بالطريقه اللي انا معلماه بيها يبقى كده خلاص ايه ساعتها يعني خلاص عرفت ان في انتروجن حصل، يبقى دول النوعين الموجودين عندي. دي مثلا اهو ادي مثلا هنا البيهيفير، البيهيفير مثلا اتسجل عندي في الفايل بتاعه ده كذا والفايل مثلا بتاعه كذا، حصل حاجه في النص ما بين الاثنين دي حاجه غريبه مثلا رحت ايه قفشته مثلا كده، يعني هي دي البيهيفيرز اللي متسجله عندي في السيستم. الدكتور بقى هيبدا يتكلم عنهم ان ديتيلز كمان اكتر. اول حاجه بدانا نتكلم عن statistical anomaly detection. anomaly يعني حاجه abnormal كده حصلت. تمام. طيب ايه statistical anomaly detection؟ قلنا اول حاجه الدكتور بيقول ان هو هيقع ما بين تو كاتيجوريز، يا اما 3 sort detection يا اما profile based. يعني ايه بقى الاثنين دول؟ اول حاجه 3 sort detection دي الفكره ان انا يعني مثلا في ايفنت الشخص ده بيعمله هشوفه بيعمله كام مره وعلى اوقات قد ايه، هي دي سي شورت ديتكشن. تمام. لو في حاجه فيها غريبه وكده يبقى انا كده ايه عرفت ان في مشكله حصلت. يعني انا دلوقتي بتكلم عن الاستاتستيكال جواه نوعين، عندي سي شورت ديتكشن والبروفايل بيز. السي شورت انا عامله ايه؟ هعد عدد الاوكيرنس اللي بتحصل لايفنت معين على انترفلز معينه ومنها هعرف. تمام. اما البروفايل بيز فبيركز على البوست بيهيفير بتاع الانديفيديوال يوزر، بمعنى ان انا متعوده ان اليوزر ده مثلا في الطبيعي ان بيدخل على ده فجاه راح داخل على حاجه غريبه ما بيدخلش عليها اصلا، فكده لا ايه في كده مشكله حصلت، ده في البروفايل بيز. تمام كده.
تاني الدكتور كاتب ال 3 سورد ديتكشن اللي هو نفس الكلام ان هو بيعدي الابيرنس بتاع ايفنت معين وقت على تايم معين. فلو هو عدى التايم مثلا اللي بيدخل بيه او حاجه يعني او الايفنت ده مثلا فيه مشكله فخلاص كده عرفت ان فيه انتروجن فابدا ايه اتعامل معاه. اما البروفايل بيز فانا بشوف الباست بيهيفير بتاع اليوزر ده، اليوزر ده اصلا كان بيدخل على ايه عموما، يعني مش مثلا ايفنت معين او كده. فمثلا لما لقيته دخل على حاجه غريبه فانا في الحاله دي عرفت برده ان في انترودر فرحت ايه مسكاه. ده بالنسبه للستاتستيكال انوملي ديتكشن. البروفايل بيزد بقى احنا قلنا نوعين، ادي الاستاتستيكال خلصناه. البروفايل بيزد بقى بيبيز على كذا حاجه، الكاونتر والجوب والانترفال تايمر وريسورس يوتيلايزيشن. ايه بقى كل حاجه من دول؟ ماشي. اول حاجه في البروفايل بيز ديتكشن عندي من الحاجات اللي انا بستخدمها حوار الكاونتر. الكاونتر ده بيعمل ايه؟ بيقعد كل شويه عمال يعد وعمال يعني يعد كل شويه ودخل امتى وعمل ايه مش عارفه ايه، كل شويه عمال يعد الاكشنز اللي عماله تحصل. يعني مثلا هقول لكم لو انا مثلا عماله ادخل واطلع وادخل واطلع وادخل واطلع اللي هو ايه ده في ايه، في حاجه في البروفايل غريبه مثلا كده تمام. دي حاجه جوه البروفايل برده من الكاونترز وكده. الدكتور بيقول ان هو بس هي الفكره فيها ان هو بينكريمنت او كل شويه بينكريمنت، بس هي غريبه يعني هو مش صارح هو بيعمل ايه بالظبط. ماشي ما علينا. المهم يعني ان الاتريبيوت ده دايما بينكريمنت بس مش بتعمله ديكريمنت. فلو هو ما تقريبا اتعمل له ديكريمنت يبقى انا كده هعرف ان في حصل عندي انترودر. الانترفال تايمر لو انا عندي مثلا ايفنتس بعملها ريليتد ببعض، كل ايفنت مثلا المفروض يكون ليه انترفال معينه حلو، فالانترفال المعينه دي لو مش مظبوطه مثلا في وقتها يبقى انا كده ايه مثلا عرفت برده ان في انتروجن. ريسورس يوتيلايزيشن انا عارفه مثلا الكوانتيتي بتاعت الريسورسز اللي الشخص ده بيستخدمها في الوقت ده قد كذا، يعني بيستخدم الريسورسز دي لقيت حاجه مثلا مش طبيعيه برده. يعني بصوا هي كل دي كلها عماله ايه عمالين نتكلم على حاجات اب نورمال بتحصل اللي ممكن تيجي في الكومبليت الحاجات البيزك نفسها الكاونتر والانترفال مش عارفه ايه. او دكتور يقول لك مثلا يجيب مثلا الكاونتر عباره عن كاونت كوانتيتي اوف ريسورس كونسيومد مش عارفه ايه كده يعني. الرول بيزد انتروجن ديتكشن ماشي. دكتور بيقول على الرول بيزد انتروجن ديتكشن ان شويه رولز بحطها تمام اللي هي بتعرفني يعني لو حد ما مشيش عليها ان ده حد كده suspicious حد غريب يعني دخل عليها عشان ما مشيش على الرولز اللي انا مديها له تمام. نفس الكلام هنا وعمال يقول ان في anomaly detection ان في حاجه غريبه حصلت وكده. مفيش هنا اي حاجه تانية برده زياده، نفس الكلام اللي احنا كنا عمالين نقوله فوق. ماشي. الدكتور بقى بعد كده بدأ يتكلم على حاجة اسمها rule based penetration identification. ماشي. هو الدكتور بيقول لكم بعد كده ثانية واحدة. ماشي. الرول بيزد بنتريشن ايدنتيفيكيشن دي فكره بيعمل في ايه الناس اللي هيبقوا داخلين في السيستم تمام. سواء بقى هما مثلا ادمنستريتور او هياخد يعني سيناريو منهم وكده يعمل انترفيوز ليهم تمام، ومنها هيطلع سكيلز هيشوف ايه الرولز يعني ان هو يبقى عندي سترينجز الرولز اللي تبقى محطوطه تبقى قويه جدا ان محدش ايه يعني المفروض ان الناس يعني تمشي عليها عشان تابلاي يعني حاجه معينه واحنا ماشيين تمام. الفكره كل ده في الاول وفي الاخر الدكتور عمال يتكلم على الرولز هنمشي عليها. لو الرولز دي حد يعني ما مشيش عليها بالطريقه المظبوطه اللي موجوده يبقى كده في انتروجن عندي حصل. ايه كمان نفس الكلام اهو بأوبزرف مثلا في الرول بيز ده اهو بروح اشوف الايفنتس اللي حصلت المفروض ان ليها رولز معينه. لو في حاجه هنا مش مظبوطه يبقى في الحاله دي في حاجه suspicious حصلت مثلا تمام. فبروح اشوف مثلا تشيك الرول ده الايفنت ده المفروض كان الساعه كذا ويحصل كذا ووقت كذا ومش عارفه ايه وكده في حاجه مش مظبوطه ولا خلاص كده في اي حاجه حصلت تمام. ايه كمان هو نفس هو الكلام ان احنا عمالين نوبزرف الكرنت بيهيفير ونشوف الاستاتستيكال انوميلي ومش عارفه ايه نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. لو في حاجه جديده هقولها لكم على طول يعني.
طيب في رول بيست بنتريشن ايدنتيفيكيشن، واحنا بنعرف يعني الرول بيست دي نعمل ايه بقى، نستخدم ايه عشان نحط الرولز اللي احنا نشتغل عليها. نستخدم مثلا اكسبرت سيستم تكنولوجي. الاكسبرت سيستم تكنولوجي دي الفكره اللي فيها ايه، ان هي اصلا بتكون مجمعه نولج يعني من كذا حاجه، ان مثلا الرول دي المفروض تحصل كذا وتحصل كذا ومش عارفه ايه وكده، فانا مجمعه ايه، مستخدمه اكسبرت سيستم تكنولوجي وانا بعملها. تمام. ايه كمان، اكون عارفه مثلا ايه الويكنس وايه الحاجات السسبيشس وكده، وقاعده معرفوها عشان لو في اي حاجه فيهم حصلت لا ده خلاص عملت له كابتشر يعني على طول. بقارن اهو مثلا بالحاجات اللي بتحصل بالرولز، يعني مثلا الشخص ده دخل على كذا والمفروض في الرول يدخل على كذا، رحت انا ايه قلت لا برضه ده كده انتروجن. تمام. بس ما فيش حاجه تاني هنا. دي بقى examples مثلا من الرولز اللي احنا بنقول عليها. مثلا examples ان اليوزر مثلا ماشي، يعني مثلا ما ينفعش ان يوزر يدخل يقرا دايركتري بيرسونال بتاع يوزر تاني. فلنفرض يعني ان احنا يعني عشان تفهموها اكتر، انا دخلت مثلا على البروفايل بتاعي، انا دخلت شغال على البروفايل بتاعي، خلينا ندخل على البروفايل بتاع الشخص التاني، الشخص التاني معايا في الشركه دي كده، في حاجه مش طبيعيه. دي مثلا من الرولز اللي هو كل واحد يدخل على البروفايل بتاعه مش دعوه بحاجه مثلا، يعني اللي المفروض مثلا ان اليوزرز ما ينفعش يكتبوا الاون فايلز بتاعتهم. يعني انا مثلا انا يوزر هستخدمه اوتوماتيك مثلا، او حد هو مسؤول اللي يكتب الفايل بتاعي في السيستم، ما ينفعش ان انا اكتبه. دي من الرولز مثلا اللي انا حطاها، لو دخل حد وعمل كده يبقى دي كده ايه، عرفت ان في انتروجن حصل. تمام. مثلا ان ما ينفعش اليوزرز يدخلوا بعد ساعات معينه، الاقي لي حد دخل لا كده رحت قفشاه كده. يعني من الاخر كده شويه رولز عماله احطها وبقارن بيها بس مش اكتر، ما فيش فيها اي حاجه صعبه يعني، الدنيا لطيفه. طيب هنا الدكتور عامل ايه؟ ماشي. مبدئيا الدكتور بيتكلم عن ال distributed intrusion detection. اصلا معنى كلمة distributed ان انا عندي كذا حاجة في كذا مكان مختلف، والاتنين انا شايفاهم على انهم حاجة واحدة بس هي اصلا حاجات كتير مع بعض. تمام. فاحنا دلوقتي مثلا هنعمل intrusion detection بس بطريقة distributed. ازاي بقى؟ دكتور بيقول مثلا من الاكزامبل بتاع distributed intrusion detection system في university كانت عاملاها في كاليفورنيا ومش عارفه ايه. المهم يعني ان هي ليها main 3 components وهي شغاله. ايه هي بقى main 3 components؟ اول حاجه فيها ان انا عندي الهوست ايجنت موديول، فيها الهوست ايجنت موديول دي وظيفته ان هو يعني اكنه مثلا مونيتور سيستم عندي، عمال مجمع فيه كولكشنز بتاعت الاوبريشنز اللي بتحصل عليه. فهو الفكره ان هو هي اودت كولكشن موديول بت اوبريت از باك جراوند بروسيس از ا مونيتور سيستم. يعني الفكره في الهوست ايجنت موديول ده وظيفته اكنه مونيتور سيستم كده، عمال قاعد يسجل كل حاجه بتحصل عليه. طيب بعد كده عندي اللين مونيتور ايجنت موديول، الموديول ده وظيفته ايه؟ ان هو يعني بيوبريت في شغله زيه زي الهوست ايجنت موديول، الاثنين زي بعض. بس الفكره العكس، يعني الحاجه اللي هتفرق فيه ان هو بيعمل اناليسيس للترافيك لين وهي ماشيه، الترافيكس وهي ماشيه عليه، وبيدي ريبورت للريزلت وهي ماشيه. يبقى دي ايه معنى كلمه ديستريبيوتد؟ ان انا عندي اهو كذا حاجه واللي كلهم بياكتوا على انهم حاجه واحده، فالتلات حاجات دول مع بعض بيعملوا ايه؟ بياكتوا ان هم يعملوا انتروجن ديتكشن، بس كل حاجه فيهم لوحدها. فالهوست ايجنت زي ما قلنا ان هو بيعمل مونيتور، اللين مونيتور ايجنت زيه زي الهوست ايجنت، بس الزياده عليه ان هو بيعمل اناليسيس للترافيك وهي ماشيه. بعد كده في سنترال مانجر موديول، اعرفوا بقى يعني الثلاث حاجات دول كل حاجه بتعمل ايه. بتاخد الريبورتس اللي جايه من اللين. تمام. يعني ده خلاص طلع له ريبورتس، هو بياخد الريبورتس دي حلو كده، وبيبدا ايه يديتكت بقى لو في مثلا انتروجن حصل. يعني ده كده خلاص عمل مونيتور، وده عمل مونيتور وعمل اناليسيس، راح ده واخد منها وبيقارن بقى بالحاجات اللي المفروض تبقى موجوده. لو في انتروجن هيديتكت الانتروجن على طول. يعني الثلاثه مع بعض بيكونوا الديتكشن، بس كل حاجه بتشتغل سيبريتلي لوحدها، وفي الاخر كلهم بيتجمعوا مع بعض، عشان كده بيتقال عليها ديستريبيوتد. ادي اهي مثلا، ادي اللين ادي الايجنت مونيتور شغال اهو على الهوست، هنا في ايجنت مونيتور وهنا في ايجنت مونيتور اهو، راح جاي اللين بقى اللي هو كله مع بعضه، راح جاي عامل مونيتور هنا، وراح جاي راوتر، راح جاي بقى السنترال مانجر هنا، راح جاي هنا المانجر مونيتور اللي هو الكبير ده، واخد الريبورت اللي طالع من اللين، وبصص بقى لو في حاجه اب نورمال حصلت او ما حصلتش. تمام. الدكتور بعد كده بيتكلم على الاوديت ريكورد اناليسيس،
عايزه اعمل اناليسيس بقى للريكوردز اللي موجوده عندي دي. تمام. حطيت فيها ايه هنا؟ طيب من الاخر كده باخد الريكوردز اللي عندي بطلع منها ستاتستيك، بتعامل بيها عن طريق الاستاتستيكال ابروتش اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شويه. طب الاستاتستيكال ابروتش دي هعمل ايه بقى؟ هجيب الريكوردز بتاعتي دي واطلع منها شويه ماتريكس عن طريق التايم، زي ايه؟ الاربع حاجات اللي احنا كنا عمالين نتكلم عليهم اللي هو الكاونتر والبوج والانترفال تايمر والريسورس يوز. يعني عمال يتجمع منها، طلعت الماتريكس مثلا بيستخدم الريسورسز قد ايه، بيدخل ايفنتس تايم قد ايه، كاونتر دخل كام، بيدخل كام مره في الطبيعي، مش عارف ايه وكده، عماله اجمع الداتا دي. تمام. ده انا كده معنى ان انا بقى من الاخر بعمل اناليسز للريكورد بتاعتي، هو ده اللي الدكتور بيتكلم فيه. تمام. فبستخدم بقى بعد كده دكتور بيقول بنعمل تيستس كتيره قوي على الحاجات دي عشان نشوف ان البيهيفير اللي بيحصل ده اكسبتد ولا لا، بناء على الماتريكس اللي موجوده دي، ان كل شخص بيدخل قد ايه وبيعمل ايه وبيروح فين وبيجي منين. تمام. فبناء عليها بقى كده انا قاعده بحدد الماتريكس، يعني اللي حصلت مثلا اللي هو المفروض كان عمل ده او ما عملش ده كده يعني. يعني هديتكت مثلا ان في انتروجن ايه حصل عندي. من الكي ادفانتج بتاعت ده ان انا يكون عندي بريور نولج يوزد، يعني مثلا اكون اللي انا خلاص بريور نولج يوزد، يعني انا عارفه الماتريكس بتاعت كل شخص قد ايه، فدي كده بريور نولج، فلما يجي حد يدخل هبقى عارفه الداتا، غير لما يجي بقى حد جديد يدخل لسه مش عارفه عنه حاجه. طيب بصوا بقى دلوقتي بقى يعني نفس اللي احنا كنا موجودين فيه بقى، ان احنا عمالين نتكلم عن الانتروجرز وان احنا نعمل رولز والكلام ده كله. دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها الهاني بوتس، الدكتور مش متكلم عليها كتير، هو بس هنا نفس الكلام برده عشان خاطر نعرف الاتاكرز والكلام ده كله، هو ده سيستم عشان خاطر برده نديتكت الاتاكرز. هو بيبقى بعيد عن الاكسسنج ان هو كريتيكال سيستم، بعيد عن السيستم بتاعي ان انا هدخله. الفكره ان هي عباره عن انفورميشن من الاكتيفيتيز اللي بتحصل عموما. يعني السيستم ده الهاني بوتس دي عباره عن ايه؟ يعني حاجه كده فيها الاكتيفيتيز اللي بتحصل عموما من الانتروجرز، فممكن ناخدها بقى ونستخدمها ونعرف ايه لو في اتاكرز وكده يعني. فهو ممكن تنكورج نخلي السيستم ادمنستريتور يعني عامل كيب تراك بكل الكلام ده كله. بس الفكره بقى في الهاني بوتس دي اللي ممكن اتاكرز من خلالها، تمام، يدخلوا يحطوا بقى ايه مثلا حاجات متفبركه او كده، او انا اضحك بيها على الناس اللي هم يعني هيدخلوا. فاعمل يعني بص هقول لكم هعمل ايه، انا راح اروح حتى فيك انفورميشنز واخلي الانتروجنز يدخلوا عليها بدل ما يدخلوا على السيستم بتاعي الاساسي. فلما يدخلوا عليها انا رحت عامله لهم ايه ديتكت بدل ما يدخلوا على السيستم بتاعي الاساسي ويأذوا، فعشان كده تبقى فيها فابريكيتد انفورميشن. تمام. وكده بتجمع الانفورميشن عن الاتاكر اكتيفيتيز. تمام. فمنها بعرفنا من الاخر كده ان هي الهاني بوتس دي كانها طعم بالنسبه لي، يعني بالنسبه للاتاكرز هو بيعتبرها سيستم، بس هي بالنسبه لي اصلا تبقى بره عن السيستم. فيجي الاتاكر يدخل عليها فانا اريكورد منه البيهيفير بتاعه واعرف حتى الاتاكر دي ايه عشان اخد بالي في السيستم بتاعي الاساسي محدش يدخل عليها. دي فكره الهاني بوتس. هندخل بقى على حاجه ثالثه ثانيه، يعني غير الانتروجرز وغير الفاير وولز هنبدا نتكلم على الفيروسز والمالشيس بروجرامز. اول حاجه الدكتور بدا يقول لكم ان الثريدز اللي موجوده عندنا ممكن نقسمها لتو كاتيجوريز. ايه هما الثريدز اللي هي هتكون محتاجه هوست بروجرام، تمام، او هتكون اندبندنت، يعني مش محتاجه هوست، يعني حاجه اندبندنت كده لوحدها مش محتاجه هوست بروجرام ولا حاجه. هنشرح ان ديتيلز كده كده كل حاجه دلوقتي. كمان كمان يعني هو الدكتور بيقول على ثريدز مثلا ممكن تبقى ديفرنشيتد ما بين الحاجات اللي بتريبليكيت نفسها، يعني جايه مكان حاجه تانية، او الناس اللي بيعملوا كده اصلا. هنفهم ان ديتيلز بعدين، دي ما فيش فيها اي حاجه تتسال، هو بس الدكتور بيكلمكم كده بالروح الاول على السوفت ويرز والكلام ده كله. طيب اهو ادي بقى مبدئيا الدكتور بدا يتكلم، ادي المالشيس بروجرامز بتتقسم لحاجتين، حاجه بتحتاج للهوست بروجرام عشان تشتغل، او حاجه اندبندنت بتشتغل مش محتاجه هوست بروجرام اصلا، هي تدخل على طبق الدنيا على طول. تمام. طيب الحاجات بقى اللي محتاجه هوست بروجرام زي ايه؟ تراب دورز واللوجيك نمبرز وتروجن هورسز والفيروسز. تمام. طب الاندبندنت اللي هي مش محتاجه
مش محتاجه يكون عندي هوست بروجرام كده زي مثلا البكتيريا والفيروس. تمام. بعد كده احنا قلنا ايه؟ ان في حاجات ريبليكيتد بتقعد تريبليكيت في نفسها، تكرر كل شويه نفسها وكده، وفي حاجات ما بتعملش كده. طب من الريبليكيتد دي زي ايه؟ زي الفيروس والفيروسز والبكتيريا. رسمه دي ملخصه كل حاجه، دي حلوه جدا. دكتور بقى يبدا يتكلم ان ديتيلز واحده واحده اهو. اول حاجه انواع الفيروسز. انواع الفيروسز، ايه ده الكلام مش باين قوي؟ ماشي. انواع الفيروسز عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها ترانزستنت فيروس وعندي حاجه اسمها ريزيستنت فيروس. تمام. الفكره في الترانزستنت فيروس هي ما بتبقاش افكت، يعني ما بتبقاش سوري اكتف غير لما البروجرام بيكون انفكتد مثلا وقت الرننج. يعني مثلا البروجرام وانا شغال عليه، تمام، احنا قلنا الفيروسز دي من الحاجات اللي بتحتاج هوست، محتاجه بروجرام يعني، تمام، فهي مش هتتعمل لها اكتف غير البروجرام مثلا وقت وهو شغال راح ليه الفيروس ده بيشتغل. يعني مثلا لو انا شغلت في بروجرام يقوم جاي لي في حته معينه ويقعد يحصل فيه مشاكل، دي كده ايه الترانسنت فيروس دي. تمام. الريسيدنت فيروس بتعمل ايه؟ بتعمل لنفسها ميموري اساسا نوع الفيروس ده. تمام. لما البروجرام بيبقى معمول له انفكتد وقت الرننج، تمام، الفيروس ده ممكن يبقى ايفن حتى لو البروجرام يعني بعد ما البروجرام اصلا خلاص اتعمل له راننج والكلام ده كله، عشان هي بتعمل لنفسها ميموري. يعني من الاخر احنا قلنا ان الفيروسز محتاجه بروجرام عشان تشتغل. حلو كده. عندي نوعين. النوع الاولاني ان هو مش هيبقى اكتف غير وقت الراننج البروجرام. التاني بقى بيعمل لنفسه ميموري بحيث ان انا اما اشغل البروجرام بدا يتعمل له اكتف، وبعد كده بقى ايه، ما هو موجود خلاص عمل لنفسه ميموري وشغال. بعد كده التراب دورز والباك دورز، دي كده برضو انواع من الحاجات الموجودة عندي، بس التراب دور من الحاجات اللي بتحتاج ايه، برضو هوست، بتحتاج بروجرام هوست. يعني بصوا الرسمة دي اهم حاجة ملخصة كل حاجة، خلوكم حاطين الرسمة دي في دماغكم وعلى اساسها ايه ابدأوا يعني تعملوا بعد كده. خلو بقى من تحت. ماشي. طيب نيجي بقى نتكلم على التراب دورز والباك دورز. ايه الحاجات دي؟ الفكره ان دي بتكون سيكريت انتري بوينت للبروجرام بتاعتي، عارفين كده من ساعات بيتقال عليها الاوبن دورز كده، اللي هي اماكن كده زي ثغرات كده ممكن من خلالها ادخل فيها، هي سيكريت بوينتس بس ممكن حد يعرفها وممكن يدخل للبروجرام عن طريقها. تمام. اهو الاوز هو نوز، الناس اللي هتبقى عارفه تراب دور اكسس، تمام، ان هم اي عارفه الاماكن دي ان هم يقدروا يدخلوا بقى من خلالها. ديفلوبرز كتير قوي بيبداوا يدخلوا عن طريق التراب دورز اللي موجوده. تمام. ايه كمان؟ كمان ممكن بقى يبقى عندي ايه، ده عندي ثريت. ده كده بالنسبه لي ثريت الاوبن دورز او التراب دورز او الباك دورز دي، ده بالنسبه لي ثريت ممكن يتعمل له اكسبلود من ايه، من الاتاكرز دلوقتي ان هم عملوا له اكسبلود، فبقى دلوقتي بقى عندي اتاك اتحول لاكشن. تمام. بيبقى صعب قوي ان انا اعمله بلوك في الاوبريتنج سيستم، سبيشالي الحاجات الاوبن سورس بتبقى صعبه فعلا ان انا اقفل التراب دورز دي. تمام. فبتبقى محتاج ان انا اكون عامله ديفلوبمنت كويس قوي واكون عامله ابديت حلو قوي. يعني لو تلاحظوا مثلا الويندوز اللي بتبقى نازله بيتا فيرجن والكلام ده كله بيبقى فيها تراب دورز، فلما حد بيدخل من عليها وكده خلاص الحاجات دي بيتعمل لها تراك وتعمل لها مونيتور فتسجلت، فياخدوا في الفيرجن الابديت اللي نازل بعده سوفت وير في الديفلوبمنت، يعني خلاص قفلوا الحته دي فيبداوا يحسنوا ويفضلوا شغالين كده. تمام. طيب عندي حاجه اسمها لوجيك بومب. اللوجيك بومب ده من اقدم انواع الماليشيوس سوفت وير اللي موجوده. تمام. الفكره ان ده بيبقى كود بحطه جوه البروجرام، شويه كود صغيرين كده بحطهم في البروجرام بتاعي. بيتعمل له اكتيفيت لما يكون في شويه كونديشنز معينه بتحصل. ايه الكونديشنز دي بقى؟ مثلا في فايل مثلا معين، يعني فايل اتحط او فايل مثلا اتشيل، لو الفايل ده اتشيل او اتحط ايا كان بقى الكونديشن ده هيتعمل له ايه اكتف، وفي نفس الوقت تايم وديت معين ومن يوزر معين. في الحاله دي اللوجيك بومب دي هتبدا تشتغل، يعني هي مش بتتعمل لها اكتيفيشن غير في ايه، في كونديشنز معينه. زي مثلا الفايل زي ما قلنا يبقى موجود في وقت معين من يوزر معين، او فايل لسه مش موجود في وقت معين مع يوزر معين في يوم معين كمان. تمام. طيب بالدمج سيستم ازاي؟ ممكن بقى تديليت فايل، تموديفاي فايل، تلعب في الديسك، تعمل اي حاجه يعني في الماشين، توقف الماشين بتاعتي كده يعني. طيب انتروجين هورسز كده، دي فكرتها ايه؟ الفكره ان هي بتبقى هيدن، تمام، وبيبقى ليها سايد افكتس بقى، ممكن اصلا تجمع الداتا، ممكن تعمل حاجات كتير قوي، تجمع الفايل اللي بيحط فيه الباسوردز والكلام ده كله. فالفكره ان هي بتبقى بروجرامز هيدن سايد افكت، انا منزلها الجيم عادي دي جيم
والجيم دي جواها الفيروس ده هيعكل الدنيا بقى. ف يوجوالي مثلا الحاجه بتتحط مثلا في الحاجات الاتراكتيف زي الجيم ابديت كي جنريتور مش عارفه ايه حاجات اتراكتيف ان الناس يعملها داونلود، وانا جواها رمي التروجن هورس بتاعي اللي هو هيجمع الهورس بتاعي اللي هيجمع لي الداتا بتاعتي تمام. لما بيتعمل له ران بقى بيبدا ايه يعمل تاسكس كتيره، بيخلي بقى ايه الاتاكر اندايركت يعني يجيني الاكسس في الحاجه بتاعتي تمام، اللي ليها دايركت اكسس ملهاش دايركت اكسس مني. يعني مثلا لما عملت داونلود والحاجه دي كانت جوه تروجن هورسز هيخلي الاتاكر يقدر يكنترول اللابتوب بتاعي دلوقتي عن طريق الفيروس اللي انا نزلته ده تمام. غالبا بتستخدم يعني في كفيروس او وول بعمله انستول عن طريق مثلا الباك دور، انا هدخل من الباك دور وهحطه مثلا ممكن. ممكن كمان تعمل ديستروي او تعمل ستيل للديتا، كل دي حاجات ممكن تحصل بسبب تروجن هورسز. بعد كده الفيروسز عباره عن ايه؟ ريبليكيتنج كود اتاتشنج تو سام اذر كود. بص من اكتر الحاجات مثلا بتاعت الفيروسز، عارفين الفيروس اللي بيقعد يطلع سكرين وسكرين وسكرين كتير كده ورا بعض ونوع ندوس كانسل وعماله تطلع كتير كده، حاجه عماله تريبليكيت نفسها كل شويه تمام. زي مثلا البيولوجيكال فيروس يعني طيب هي بتروباجيت اتسلف انت كارز ابلود، يعني بتبدا ايه شغاله مع نفسها، وانس ان انا دوست بالغلط ولا حصل حاجه هتلاقي بس الصوره عماله تطلع 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 وانا مش عارفه ايه اعمل حاجه ولا تعمل تمام. او هي عماله تعمل كوبيز من نفسها وهي شغاله بقى في كل حته، وعماله تعمل كوبيز مثلا من الفايل عماله تطلع لي سكرين عماله تطلع ورا بعضها وقرفاني كده يعني ماشي. الفيروس اوبريشن ايه الاوبريشنز مثلا اللي بتحصل، الفيزز اللي بتعدي عليها. اول حاجه عندي اسمها دروميننت، الفكره ان انا ببقى مستنيه ايفنت معين يحصل تمام عشان ابدا ايه الفيروس مثلا بتاعي يشتغل. او عندي مثلا البروباجيشن ان هو عمال ايه عمال يريبليكيت مثلا بروجرام او يريبليكيت حاجه على الديسك عمال يكررها كل شويه، فعمال بقى يوست ميموري بقى يعمل اوفر هيد على البروسيسور عمال يكرر الحاجات في البروسيسور عمال شغال مش لاحق مثلا. عندي منها مثلا تريجرنج بس ده هيبقى حد هيعمل مثلا ايفنت وبعد كده ايه هيتعمل له اكسكيوت. الاكسكيوشن بقى اللي هو خلاص يعني اتعمل اكسكيوشن بدات الحاجه بتاعتي تشتغل. كمان بس هي دي بقى الفكره ان هو بتعمل ويكنس في السيستم بتاعي بقى ايا يعني كان هتاثر على ايه. بعد كده بقى دي انواع من الفيروسز تمام. عندي حاجه اسمها باراستيك فيروس ماشي. اول حاجه الباراستيك فيروس ده عباره عن ايه، هي عباره عن شويه فايلز كده موجوده تمام، مش بيشتغل غير لما الهوست يران بروجرام معين. اول لما الهوست هيران بروجرام معين الفايلز دي هتبدا تشتغل. طيب الميموري ريزيستنس فيروس دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، اللي هي بتكريت الميموري بتاعتي. اول مره لما عملت اكتيفيت مثلا البروجرام ده خلاص بدا يتعمل له اكتيفيت للفيروس وعمل الميموري بتاعته، يعني حتى لو قفلت البروجرام خلاص ده هو عنده ميموري بتاعته شغال ايه فيها. طيب عندي حاجه اسمها بوت سيكتور فيروس، دي بتاثر على السيكتورز اللي موجوده في الديسك بتاعي، بتاثر على البوت اب بتاع الديسك. مش احنا لو انتوا خدتوا اوبريتنج سيستم مش انتوا كنتوا عارفين لما السيستم يعني لما بيجي يتفتح بيروح يدور على بوت اب الديفايس عشان خاطر يبدا البوتنج بيبدا السيستم يشتغل والكلام ده كله والكيرنل تاخد وظيفتها والكلام ده، فبقى ممكن يدخل يلعب في السيكتور بتاعي تمام. في حاجه برضو تانية اسمها دي كل دي انواع فيروس دي يعني. في ممكن تجيلكم في كومبليت بقى او ترو فولس كده يعني. ستيلس فيروس دي بقى بتعمل ايه، بتهايد يعني بتعمل هايدنج للبروجرامز معينه، فانا مش يعني هي موجوده بس انا بس هي معمولها هايد فانا مش شايفينها. في حاجه تانية اسمها بوليمورفوليك فيروس بيوستو بريفنت سيجنتشر ديتكشن ماشي. دي بتعمل ايه بقى، بتعمل ميوت للهوستس عشان تمنع ان انا اعمل ديتكشن للسيجنتشر اللي بتحصل. يعني مثلا انا عامله سيجنتشر لحاجه وحتى المفروض يعني اعملها سيجنتشر وتتاكد، هي بتبريفنت ان انا ديتكت ان الحاجه دي سيجنتشر ده من حد اوثنتك ولا لا والكلام ده كله، تعمل لها ميوت فيتقال لي ده اوثنتك وهو اصلا انا اتعمل له اي حاجه اصلا تمام. بعد كده في نوع فيروس تاني اسمه ماكرو فيروس بقى الصغيره دي ماشي.
ماشي. وبدا يتكلم عن المايكرو فايروسز مبدئيا كده. يعني دكتور كاتب لكم في المايكروسوفت اوفيس احنا عندنا حاجه اسمها ماكرو، ذات اللي باينه قوي في الاكسس كمان. هي الفكره فيها ان هي بتخليني اكتب شويه كود صغيرين كده او احطهم، وفعلا بتبدا تشتغل لما باجي اعمل حاجه معينه في الدوكيومنتس او افتح فايل معين. تمام. دي بلاتفورم اندبندنت، يعني الفكره ان هي عادي مش لازم يعني بلاتفورم معينه عشان تبدا تشتغل فيها. انا الماكروز دي لما هعملها هتشتغل على اي بلاتفورم عادي خالص. بتعمل ايه بقى؟ بتقصر على دوكمنت بوك، تديليت فايل، تجنريت ايميل، تاديت ليتر، تعمل كل حاجه يعني ايه مع نفسها كده. الماكرو كود بتبقى اتاتشد لبعض الداتا فايل، يعني ممكن اكون مثلا منزله داتا فايل فيه حاجه ويكون محطوط مع ماكرو كود يعوك لي الدنيا برده. وكل دي انواع فيروس دي يعني ممكن تحصل. ايه كمان؟ اهي موجوده اهي في الوورد والاكسل الماكروز، اعتقد ان انتوا خدتوها اكيد، يعني كتبت فيها سامبلز من الكود الصغيره. واصلا ممكن تسجل مثلا ايفنت عادي بيحصل وقت ما احنا عايزينه يبدا يشتغل كده يعني. فهي على قد ما ليها ادفانتج ممكن حد يستخدمها في ديس ادفانتج يعني، ويحط فيها فيروس ويبعتها مع فايل كده. بعد كده الدكتور بدا يتكلم على الايميل فيروس. ماشي. في الايميل فيروس مثلا الدكتور بدا يقول ان انا مثلا هيبقى عندي ماكرو فيروس نحطه في وسط الايميل، زي مثلا في فيروس اسمه ميليسا. تمام. هيشتغل امتى؟ لما اليوزر يفتح اتاتشمنت معين، يعني انا ممكن اكون بعت لحد صوره وحط فيها الفيروس ده. احنا اصلا كنا هنحط الفيروس في صوره، يعني نفتح نحاول الصوره، الصوره اصلا دي عباره عن ماتريكس، ناخد البيكسلز الصغيره ونحط الفيروس بتاعنا جواها. وانت لحد مثلا فتح الصوره وعملها داونلود، الفيروس بدا ايه يتعمل له اكتيفيت. ماشي. يوجوالي مثلا ممكن يبقى موجود في الحاجات اللي بتبقى موجوده في الوورد والاكسل دوكيومنتس والكلام ده كله، ممكن تتحط فيها يعني، بس ده اللي كل مكتوب عليها. كمان هنا. طيب بعد كده الورمز بقى هي ريبليكيتنج بس مش انفكتنج بروبلمز، يعني بتقعد تتكرر وكده بس مش بتاذيني يعني. تمام. تيبيكالي هي موجوده على نتوركس كتيره قوي، زي موريس انترنت ده كان ورم كان في سنه 88. ايه كمان؟ طيب في ناس يعني بتستخدمها علشان خاطر يعني بتبقى مثلا بيكون عاملين بريفليج مختلفه او الكلام ده كله، عن طريقها ممكن ادخل الورمز وازي يعني فكره. بس هي الفكره في الورمز اللي هي عماله تريبريكيت نفسها بس مش بتنفكت البروجرام نفسه، يعني ان هي مثلا راحت مسحه لي حاجه او كده، لا هي عماله تريبريكيت نفسها جوه كل حاجه عندي. اهو مثلا الناس بتستخدمها كتير مثلا في حاجه اسمها زومبي بي سي. الفكره في ايه؟ احنا قلنا اهو ان هي عماله تريبليكيت نفسها بس مش هتفكت، فانا عماله اخليها تريبليكيت نفسها في كل حته عشان في وقت معين استخدمها في الفيتشر اتاك، اقوم بقى بعتها مثلا عن طريقها حاجه تقوم ايه مبوظه لي الدنيا. هي دي المشكله اللي فيها. ماشي. بعد كده بدانا نتكلم على الورم اوبريشن. الورم اوبريشن بيعدي على فيزز، نفس الفيزز بتاعت الفيروس بتعدي عليها، اللي هي الدورمنت والبروباجيشن وبعد كده تريجر والاكسكيوشن. يعني ايه الاوبريشنز اللي بتبقى؟ يعني مثلا هو دخل وبعد كده بيتعمل له بروباجيشن، هو بيروح يدور على مثلا ايه المشكله، الحاجات الضعيفه في السيستم او يدخل فيها وكده، وبعد كده يعمل كونكشن مثلا مع السيستم وكده يعني، وبعد كده يبدا خلاص يظبط بقى مكانه اللي لقاه ده، وبعد كده تعمل له اكسكيوت ان هو خلاص عمال يريبليكيت نفسه بقى في كذا حته. دي الفيزز اللي بيعدي عليها. ممكن تتسالوا على الفيزز بتاعت الفيروس او الورم، يعني الاثنين عادي نفس الحقيقه. طيب موريس وورم ده كان نوع من انواع الورم اللي احنا كنا لسه واخدين عنه اكزامبل صغير كده فوق من شويه. دكتور كاتب لكم ان ده من الكلاسيكال وورمز، يعني اللي معروفه من اكتر الحاجات، اتعمل سنه 88. بيتارجت اليونكس سيستمز. تمام. اكتر الحاجات اللي بيدخل عليها. بيستخدم بروباجيشن تكنيكس، كذا تكنيكس يعني، منها بقى ايه كمان؟ بيعمل الكراكنج مثلا للسمبل باسوردز، بيشوف مثلا يعني لو مثلا عندي مثلا باب في حته يعني يدخل عن طريقها كده، يعني يدخل عن طريق الكاب دورز. هي دي الفكره اللي فيه. وبيقعد يريبليكيت بس نفسه، لكن هو مش بينفكت يعني البروجرام بتاعي، او ينفكت بقى لو اللي هياخده اللي بعد ما يعمله الريبليكيت يستخدمه بقى في فرز اليوزز، ان هو بقى يبعت عن طريقه حاجه ثانيه ويبدا يعك الدنيا. التكنولوجي بقى كل دي تكنولوجي في الورم. عندي حاجه اسمها مالتيبل فورم.
وعندي حاجة اسمها multi exploited وحاجة اسمها ultra fast spreading polymorphing ومش عارفة الدكتور كتبها شرحها لكم ان ديتيلز ولا حطيتها، بس غالبا هبقى شارح بقى كل حاجة حاجة فهنعرف دي ايه. في حاجة اسمها metamorphic وtransport vehicles وzero day exploited. تعالوا بقى نشوفهم كل حاجة فيها عبارة عن ايه، مشرحش كل حاجة ايه. طب مش الكوانتر ميجرز بقى بتاعت الفيروس، فاكرين الحاجات اللي احنا كنا بناخدهم التلاتة اللي انا بديتكت وببريفنت وبريبلوي والكلام ده كله، ونفس الكلام هنلاقيه هنا تاني. البيست كوانتر ميجرز، احسن حاجة ان انا اعمل بريفنت لأي حاجة، تمام، اللي هي نفس الحاجات اللي احنا خدناها في الاول خالص في اول لكتشر لو فاكرينها. بس ان جنرال مش بيبقى سهل ان انا اعمل بريفنت لكل حاجه، ساعات في حاجات بتدخل، فعشان كده بيبقى عندي كذا حاجه. اول حاجه ان انا بديتكت لو في فيروس حصل عندي، بعد كده بايدنتيفاي ايه نوع الفيروس اللي موجود ده مثلا، يعني خلاص في فيروس حصل طب ده ايه مثلا، ده سباي وير، ده تروجن هوست كده، هورس كده يعني. بعد كده بعمل ايه، ريموف، بس بمسح الفايلز اللي نزلت فيها الفيروس ده عشان ايه اخلص منه. دي الستبس اللي انا بعملها علشان ايه اقلل من الفيروس بتاعي. بعد كده الانتي فيروس ابروتشز، بقى الابروتشز بتاعت الانتي فيروس نفسها اللي احنا بنستخدمها. عندي كده جنريشن عدينا بيهم. اول جنريشن الدكتور بدا يتكلم على حاجه اسمها سكانرز. السكانرز دي فكرتها ايه، ان هي بتقعد تدور على الفايلز او اللايبريز بتاعت نون سيجنتشرز معينه، ومنها بتعرف ان في فيروس. يعني مثلا انا عارفه ان الفيروس مثلا بتاع عارفه ان سباي وير ليه حاجه معينه، ليه سيجنتشر معينه بعرفه بيها، فهقعد اسكان في الفايلز اللي عندي، لو لقيته اقول فيه سباي وير، ما لقيتوش خلاص يبقى. بس هي بتدبند على ايه، ان السكانرز دي بيبقى عندها فايلز عارفه الحاجات بتاعتها ايه. يعني مثلا لو السيجنتشر بتاعه السباي وير دي حد عدل فيها مش هعرف اقفشها الا لو كانت عندي باك جراوند عنها وعارفاها. الجنريشن اللي بعد كده بقى عندي حاجه اسمها هيورستيك سكانرز. دي بتعمل ايه، بتدور على مور جنرال ساينز specific signature، يعني بتدور على حاجات اكتر من signature بس معين. زي ايه مثلا، زي segments معينه لفيروسز والكلام ده كله، او مثلا لو check some changes. ليه check some changes، انا عندي مثلا فايلز لما بعملها سيف حاجات معينه مش عارفه انتوا خدتوا ازاي الفايل بتتسجل والحاجات والهاش بتاعتها اللي بتتحط وكده، بيبقى في check some بيتعمل للفايلز، فممكن مثلا تشيك سامز دي حد عدل فيها، فمش بس بقى ان السكانر العادي كان بيدور على سيجنتشر، لا ده بقى كمان مش على سيجنتشر بس، ده بيروح يشوف كمان ساينز معاها. يعني زي مثلا تشيك سامز اللي بتحصل، او الهاس مثلا لو اتغير او كده. جه بعدها جنريشن تالت اتقال عليه حاجه اسمها اكتيفيتي تراكس. ده كل ده بنتكلم على ايه، على انتي فايروس، تمام. الفكره فيه بقى ان هو بيعمل ايه، بيروح يشوف في الميموري، يروح يشوف باترنز معينه في السوفت وير بيهيفير. يعني مثلا الفايلز دي كانت معموله بيهيفير معينه، يعني مش بس كمان بقى بيشوف الهاش وكده، بيشوف البيهيفير نفسه اللي بيحصل في الفايل. لو في حاجه غريبه او كده بيقول ايه، ان دلوقتي في برضو في فيروس عندي. الفورس جنريشن ده كان الفول فيتشرز اللي كان مجمع كل الفيتشرز اللي مجموعه، دي بتجمع كل التكنيكس اللي موجوده في الثلاثه دول، يعني جمع ده وده وده مع بعضه فتعمل فيه الفول فيتشر في اخر جنريشن موجود في الانتي فيروس اللي موجود عندنا دلوقتي. بعد كده الدكتور بدا يتكلم على البيهيفير بلوكينج سوفت وير. لو انا هعمل بلوكينج يعني السوفت وير ايه بقى اللي هو كاتبه لكم فيه. البلوكينج سوفت وير مبدئيا هو كاتب ان هو بينتجريت ويز هوست سوفت وير. يعني عندي انا عندي هوست مثلا دي اوبريتنج سيستم، فاحط معاه البلوكينج سوفت وير ده، الاثنين انتجريتد يعني مع بعض، تمام. الفكره بقى ان هو بيعمل ايه، بيمونيتور البروجرام بيهيفير في ريل تايم. يعني انا مثلا انا دلوقتي شغاله على البروجرام دلوقتي، انا فاتحه البروجرام ده معاكم دلوقتي، عمال اشوف البيهيفير اللي شغال عليه، دخلت امتى، اتحط فين في الديسك، مش عارفه مين اللي دخل عليه، نتورك ايه كده يعني. وبعدين بيروح يشوف لو في اكشنز مثلا ممكن تكون حاصله، يعني هيديتكت مثلا لو في مثلا بلوك حصل فجاه، في حاجه مثلا اتمسحت فجاه كده يعني، تمام. ليه ادفانتجز اكتر من السكانر، يعني بص هو مبدئيا كده دي حاجه من الانتي فايروس اللي هو البلوكينج سوفت وير ده، بينزل مع الاوبريتنج سيستم بتاعي، وظيفته ايه، ان هو عمال يمونيتور البروجرامز بتاعتي في الريل تايم دي، تمام، وبيشوف لو في حاجه ايه حصلت مش مظبوطه. دي ادفانتج عن الاسكانر، ليه، عشان الاسكانر كان بيدور على سيجنتشر معينه، لكن ده عمال يمونيتور طول ما انا ايه شغاله، تمام. بس ممكن يكون عندي كود فيه، يعني كود ماليشس حصل قبل ما يتعمل له ايه ديتكشن، فيكون برضو عكل الدنيا قبلها. الدكتور بقى بدا يتكلم يقول لكم يعني ايه زومبي كمبيوتر.
الزومبي كمبيوتر، الدكتور بيقول ان انا هاخد يعني من اخر هتعامل على كمبيوتر عن طريق كمبيوتر يعني، تمام؟ هستخدمها اندايركت يعني هبعت لحد حاجه ومن الحاجه دي راحت ايه خلتني اجيني الكنترول، فانا بتعامل الكمبيوتر عن الكمبيوتر بتاعه مش هو اللي بيتعامل مع دايركت. هو دي فكره الزومبي كمبيوتر، او هو بيستخدم بعد كده اندايركت لونش اتاك، انا هاتاك بس اندايركت، تمام؟ بيتقال عليها ساعات ديستريبيوشن لاين اوف سيرفيس اللي هي دي دوس اتاك. ليه بقى؟ علشان انا دلوقتي هاتاك مش من يعني باتاك عن طريق جهاز ياتاك الجهاز التاني مثلا، عشان كده بيتقال عليه دي دوس اتاك، دي من الاتاكس المشهوره قوي. بس ما فيش هنا حاجه تاني. الدكتور بقى بدا يتكلم يعني ايه دي دوس اتاك او ديستريبيوتد لاين اوف سيرفيس اتاك. ماشي، الاتاك ده الدكتور بيقول ان هو بيبقى جاي من significant threat بيبقى موجود عندي، تمام؟ بيخلي النتورك سيستم عندي يبقى unavailable، تمام؟ فهي الفكره فيها ايه؟ ان هو يعني هو في الاخر بيخلي عندي يبقى عندي زومبي كمبيوتر، يعني ان انا خلاص هدخل على اتاك جهاز عن طريق الجهاز تاني وافضل بقى ايه شغاله كده indirect عمال اعمل في الجهاز اللي انا عايزاه يعني. يعني هو مشهور كتير قوي، في اتاكرز كتير قوي بتستخدمه، وفي كذا تكنيكس يعني، بس هو الدكتور كاتب ايه تكنولوجيز او تكنيكس بيحاولوا يعملوا سترابل ضد الدي دوس اتاك اللي بيحصل ده، بس ما فيش فيه اي حاجه تانية هنا الدكتور كاتبها لحد دلوقتي. ادي اهو بصوا مثلا الدي دوس اتاك مثلا ده بيتعامل مع ده بالانترنت عادي، حلو؟ فراح جاي بقى اللي في النص ده واخد الحاجات اهو عمال يدخل ايه كنترول عن طريق اجهزه تانية كتير قوي كده، الدنيا اتعكت مني. ده الدي دوس اتاك ده اللي بيحصل. بعد كده الدكتور بدأ يتكلم على نكمل يعني على الدي دوس اتاك. الفكره ان هو ينفكت لارج نمبر اوف زومبيز نيد، عشان ينفكت يعني كذا زومبي الكمبيوتر. يعني معنى زومبي كمبيوتر احنا قلنا ايه؟ وانس ان انا قلت على الكمبيوتر بتاعي زومبي، ان في كمبيوتر بينتراكت من يعني بيبقى فيه اندايركت انتراكشن مع الكمبيوتر اللي انا شغاله فيه، يعني مش انا بانتراكت معاه اساسا. طب عشان خاطر بقى يعني يبقى انفكت بقى كمبيوترز كتيره قوي، محتاجه ايه؟ محتاجه ان السوفت وير امبلمنت دي دوس اتاك بتاعي ده، تمام؟ يكون عندي بقى ايه فيرنابيلتي اون مور سيستم، ماشي، يكون عندي كمان فيرنابيلتيز في السيستم بتاعي فمنها اعرف ادخل بقى وكده. والسكاننج استراتيجي مثلا اللي هي موجوده في السيستم بتاعي، يعني من الاخر يعني كل ما بدور على فيرنابيلتيز اكتر والكلام ده كله، ببدا اخلي عشان اتارجت يعني مور زومبيز كمبيوتر عن طريق دي دوس اتاك الموجود عندي. فالمفروض السوفت وير ده يكون نازل في حاجات كتيره، احاول انزله يعني على قد ما اقدر في كذا حاجه. طيب الدي دوس اتاك كونتر ميجرز بقى ازاي بقى امنعه ولا الكلام ده كله؟ قال لي عندي ثلاث انواع للديفنس ممكن اعملها عشان الدي دوس اتاك. ايه هي؟ اول حاجه ان انا اعمل بريفنشن من قبل اي حاجه اصلا، اعمل بريفنت ان الدي دوس اتاك ده يحصل. طيب ده من خلاص كده في الاول وخلصنا. تاني حاجه، طب لو هو حصل هعمله ديتكت، ده نفس الكلام اللي فوق بس جاي بطريقه ثانيه. طالما اعمله ديتكت ما في وقت ان انا اعمله ديتكت اكيد ده ديورنج الاتاك لان هو بيحصل دلوقتي. طيب التريس بورد بقى، الاتاك سورس تريس بورد دي خلاص بعد ما الاتاك حصل وكده عماله تريس ايه اللي حصل ده عشان ايه اعالجه بقى بعدين، تمام؟ ده كده ايه ان انا هريكفر بقى، اللي هم الثلاث حاجات الاساسيه اللي احنا عارفينها. بعد كده الدكتور كاتب لكم ان في انواع كتير قوي من الاتاكس ممكن تحصل، واحنا عشان كده بنبقى محتاجين نعمل لها كونتر ميجرز. اكستندد ريدنج بقى حاجات زي ده. ادي هي انواع الفيروسز، الدكتور كاتب اكستندد ريدنج عليها زي اللوجيكال بومبس والبوردز والبوت سيكتور فيروس، والدكتور كده كده كان عمال يتكلم عليهم فوق، والتروجن هورس نفس الكلام اللي فوق، معرفش الدكتور عاده تاني ليه، دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها فوق، ان الفيروس بيأكتف وانس البروجرام اشتغل ولما قفل خلاص، والتاني كان ليه ميموري فقاعد شغال. انواع الفيروسز هي اللي احنا قلناها فوق، بس برضو الدكتور كاتبها تاني، ما فيش اي حاجه زياده لحد دلوقتي. الدكتور بقى هيبدا يشرح ايه بقى البلومورفوليك فيروس كده، بس ده الاكستندد ريدنج اللي انتوا قلتوا ايه الدكتور مش هيجيب لكم منه حاجه. في البلومورفوليك فيروس دي ماله بقى ان اوردر تو افويد ديتكشن. ماشي، الدكتور بيشرح الفيروس ده وظيفته اللي هو بيعمل ايه. الفكره ان هو بيبقى عامل حاجه اسمها بيتشنج الفورم بتاعه كل شويه عشان محدش يعمل له ديتكشن.
يعني مثلا ان هو كان نازل بفورم معينه شويه وهيتشنج الفورم بتاعته عشان الكمبيوتر ما يقدرش يعمل له ديتكشن. طب هي الفكره بقى اللي هو بيعمل ايه، بيقعد بقى يمسح في فايل وموديفاي في فايلز ويفضل شغال ايه عليه كل شويه تمام. عشان بقى يافويد الديتكشن زي ما احنا قلنا ان هو ايه كل شويه بيتشنج الفورم بتاعته، عشان كده ممكن يتقال عليها برده ميوتيشن تمام كده. الميوتيشن ده بيخلي بيبقى صعب على الانتي فايروس سوفت وير ان هو يديتكت الفيروس بتاعي، عشان عماله كل شويه تشينج الشكل بتاعه فمش عارف اعمل له ديتكت. الحاجات دي مش هتتسالوا فيها، انتوا قلتوا ان الدكتور قال لكم مش هيجيب لكم الحاجات الاكستندد ريدنج يعني. بعد كده عندي نوع تاني من انواع الفيروس تمام. ماشي. الستيلس فيروس ده بيعمل ايه؟ بيخبي نفسه عن الابلكيشن برضه، عشان كده عشان يعني بص عشان الفيروسز دي عشان ما يتعملهاش ديتكت الاولاني كل شويه غير شكله، ده بقى بيخبي نفسه بحيث ان الانتي فيروسز الثانيه ما تقدرش تعمل له ايه يعني تمسكه كده. بس نفس الكلام بقى بيقعد يرن البروجرامز بقى يمسح بروجرامز يعمل يستيل بقى داتا معينه كده يعني. دي ما فيش حاجه ثانيه، نفس الكلام اللي كان موجود. ده بقى بيعمل ايه؟ ده بقى ده بيعمل حاجه ال ريد فيروس ده، ده موضوع اكبر كمان. ده الفكره فيه ان هو بيعتبر انتي للانتي فيروس، يعني هو ضد الانتي فيروس خالص. الفكره ان هو ايه بي يعني كمان مش بيهاجم مثلا البروجرامز بس اللي عندي، لا ده بيروح يهاجم الانتي فيروس نفسه ويمسح الفايلز داتابيس فايلز بتاعت الانتي فيروس عشان خاطر ايه ما يعرفش مثلا يعني مثلا الداتا بيس بتاعه الانتي فايروس موجود فيها سيجنتشرز معينه وحاجات بيبدا يشتغل عليها، ده بيروح ياتاك الحاجات دي نفسها، فعشان كده هو بيتقال عليه انتي فايروس للانتي فايروس اللي موجود عندي. ماشي. البوت ستراب ده احنا لسه كنا متكلمين عليه من شويه، اللي هو اصلا بيأثر يعني بيروح يدور على البوت سيكتورز اللي موجوده فبيأثر عليها، عشان بعد كده بقى يعني بيدخل على الفايروس بتاعي عشان الكمبيوتر اصلا لما السوفت وير يجي يقوم ما ينفعش يقوم، فكده ده بيعكل الدنيا اساسا يعني. ايه كمان؟ ده نوع ثالث من الفيروس اسمه بارستيك فيروس. ده الفكره فيه بقى انه بصوا بقى ده بيعمل ايه؟ الفيروس ده بيدخل بيعمل نفسه ان هو ان ده فايل واتعمل له انفكشن تمام؟ يعني الفيروس عامل نفسه اكنه الضحيه يعني حلو؟ ومن هو بيبدا يهارم بقى ايه كل الحاجات الموجوده عندي في السيستم. بعد كده عندي حاجه اسمها كومبانيون فيروس تمام؟ دي بقى الفكره في ايه؟ حلو. كل فكرته ان هو بيبقى شغال ايه دلوقتي مثلا انا عامله داونلود لبروجرام معين او حاجه معينه، وانس ان انا هبقى بعمل داونلود للبروجرام، انا مش بعمل داونلود للبروجرام، انا ببقى داخله يعني ده بيتبعت ايه بيبقى جاي كومبايند كده مع الحاجه اللي انا عامله لها داونلود، وانا بداونلود الحاجه مش بداونلود الحاجه اكشلي، انا عماله اجيب داونلود الفيروس ده هيدخل بقى يدمر لي الدنيا بعد كده، والبروجرام نفسه ما تعملوش ايه داونلود، وحتى لو كانت عامله داونلود وانس ان انا فتحته اكني بفتح اصلا الفيروس ده مش بفتح البروجرام نفسه. نفس الكلام بقى الدكتور عمال يشرح فيه ديتيلز بس كده مش مهمه يعني مش هتتسالوا فيها، المهم بس انتوا تكونوا فهمتوا الفيروس ده عموما بيعمل ايه وكده. الماكرو فيروس بقى دي دكتور يعني شارح بقى ديتيلز زي ما احنا كنا بنقول ان اصلا الماكرو فيروس دي ممكن ندخل من الماكروز كمان اللي هي موجوده في الاوفيس وكده، ناخد نكتب يعني شويه كودز صغيره ونبعتها مع الفايلز بتاعتي وانس ان انا شغلت الفايل فتبدا ايه الفيروس بتاعي يشتغل. ايه الورمز الدكتور بدا يشرح تاني الورم بيريبليكيت نفسه وان هو ممكن ينتشر في كذا حاجه وكده، ده نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق على الورمز يعني بس الدكتور هنا مجمعه تاني. ماشي. الدكتور بيقول لك مثلا عموما في الماليشيس كود اتاكس ان كل يوم اصلا في وورمز بتطلع جديده كل شويه، وكل ويك كل اسبوع مثلا بيطلع عندي وورمز كتير او فيروس تانية جديده وكده، والتروجن هورسز والحاجات دي بتابديت نفسها كل شويه، عشان كده انت لو تلاحظ اصلا الانتي فيروس المفروض كل شويه تعمل له ابديت يعني.
كمان بقى نفس الكلام الدكتور بيشرح يعني تاني ان البورمز دي ممكن تتعمل لها ديستريبيوشن يعني وتتبعت عن طريق الايميل او عن طريق البروجرامز وكده. غير كده كمان يعني من الاكزامبل الحاجات الفيمس بتاعتها موريس اللي احنا كنا لسه عمالين نتكلم عنه برضو دلوقتي. اللوجيك بومز اللي احنا كنا لسه بنكلمها ان هي مش هتدخل ولا هيتعمل لها اكتيفيت غير في كونديشنز معينه بيوزرز معينه او بوقت معين. تروجن هورسز تاني احنا كنا لسه بنتكلم عليها ان هي بتبقى داخله بتتحط بحاجه اتراكتيف ان الناس تنزلها زي جيم مثلا او كي جنريشن او كده، بتبقى جايه على انها مثلا هديه. وانس ان هي عندي بتخلي الشخص يجين ان هو يبقى ليه كنترول على الكمبيوتر بتاعي يعمل فيه بقى اللي هو عايزه. تمام، ده اكزامبل من التروجن هورس، ده فيرجن منه. تمام، وبيبدا بقى ايه يعمل نفس الكلام بقى بيستوب البروجرامز اهو. ده هنا ممكن يستوب سيرفيس شغاله او يعمل فيها ياثر عليها يعني. تاني الدكتور مكمل التروجن هورسز. الدكتور بعد كده كتب ان في انتي فايروس تولز يعني ممكن تعمل لها كومباينيشن مع بعض عشان تمسك التروجن هورسز كده. ويندوز ديفندر ساعات بيديتكت يعني لو انا عندي تروجن هورسز حصل. ايه كمان بس كده خلاص استنوا كده.